مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. النهاردة حلقة هتكون مهمة جدا كالعادة، دايما بيبقى عندنا العديد من الفقرات المختلفة اللي بتكون خاصة بكرة القدم سواء المحلية أو العالمية، وأيضا فقرات خاصة ببعض الألعاب الأخرى والمهمة أكيد بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. لكن الأهم بصراحة يعني في الفترة دي وهو الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، وأكيد حالة من الحزن كبيرة جدا على كل جمهور النادي الأهلي وكل محبي النادي الأهلي في جميع أنحاء الوطن العربي مش بس في مصر. يمكن النادي الأهلي بيمر بفترة صعبة جدا، خلينا نعترف إن هي فترة فعلا صعبة على النادي الأهلي. النادي الأهلي يعني خلال ثلاث ماتشات خسر بطولتين، ماتش الترجي طبعا هناك في تونس ماتش الإياب، وظروف كانت صعبة، هي مش مبرر أكيد الخسارة، لكن النادي الأهلي في النهاية خسر البطولة. أسباب أكيد متعددة سواء فنية أسباب خارج الملعب، أمور كلها أدت لهزيمة النادي الأهلي هذا اللقب الغالي واللي كان الكل منتظره. أيضا الخروج من البطولة العربية بعد التعادل الإيجابي مع الوصل في الإمارات بنتيجة 1-1، رحيل مستر باتريس كارتيرون، اخرهم طبعا امبارح خساره النادي الاهلي امام المقاولون العرب، رغم ان الفريق في الحقيقه الشوط الاول عمل مباراه تعتبر جيده في ظل الظروف المحيطه بالفريق وفي ظل الظروف اللي كلنا عارفينها كاهلاويه خلال الفتره دي بالنسبه للنادي الاهلي. الامور مش على ما يرام بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، لكن دايما بنبقى يعني متفائلين خير بالفريق خلال المرحله المقبله. دايما النادي الاهلي ما بيمر بكبوه بيقدر يرجع اقوى من مكانه، وده اللي اتعودنا عليه. لو تراجعوا التاريخ كده خلال الفترات كلها اللي فاتت، النادي الاهلي لما بيمر بكبوه ايا كانت ايه هي، يعني لو طولت بتقعد موسم او حاجه، لكن بعديها النادي الاهلي بيقعد عده مواسم بيقدر يفوز من خلالها بالعديد من البطولات زي ما الجمهور دايما الاهلاوي متعود على الجزئيه دي. فبالتالي المطلوب اكيد دلوقتي في الفتره دي لعيبه النادي الاهلي، الفريق الاول لكره القدم، الجهاز الفني ايا كان الموجود دلوقتي او اللي هيجوا بعد كده، خلال ساعات او خلال ايام قليله جدا هيتم حسم هذا الملف. مطلوب جدا مسانده جمهور النادي الاهلي خلال الفتره دي، لان جمهور النادي الاهلي هو دايما العامل رقم واحد في استقرار النادي الاهلي وفي تحقيق الانتصارات المختلفه والبطولات المختلفه، وده شيء معتاد وشيء بديهي لان انت عندك اكبر جمهور في افريقيا في العالم بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، هو بيعتبر نفسه هو اعظم جمهور في الكون، بيشجع اعظم نادي في الكون. لكن مهم جدا المسانده من جمهور النادي الاهلي. في انتقادات، في اخطاء على كل المستويات، عشان نبقى نتكلم بصراحه اكيد في اخطاء كبيره، لكن طبيعي جدا ان هي يتم تدارك هذه الاخطاء، وده اللي اتعودنا عليه من النادي الاهلي دايما. فتره صعبه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، لكن ان شاء الله ردة الفعل هي اتأخرت شوية. يعني النادي الأهلي كان المفروض أو اللي تعودنا عليه خلال الفترات السابقة إن لما بيخسر الأهلي بطولة بيبقى ردة الفعل بسرعة في المباراة التانية الأهلي بيكسب والدنيا بتمشي والدنيا بتبقى زي الفل، لكن المرة دي ردة الفعل اتأخرت من لاعبي النادي الأهلي ومن كل المنظومة في الفترة دي. لكن إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي قادر بشكل كبير جدا من خلال مباراة قادمة أمام بتروجيت يوم السبت القادم، مباراة غاية في الصعوبة سواء من الناحيه الفنيه او بما او بكل الظروف اللي بتحيط النادي الاهلي الفتره دي. لكن مهم جدا النادي الاهلي يتدارك الامور، لعيبه النادي الاهلي متواجدين اللي اكيد في ثقه كبيره جدا فيهم، رغم ممكن يكون في انتقادات للبعض وده شيء طبيعي جدا لما بتمر بفتره سيئه، فتره مش بتاعتك خالص، طبيعي جدا بيكون في انتقادات كبيره سواء على الجهاز الفني او على اللاعبين او بعض اللاعبين، خلينا نتكلم بصراحه. لكن ان شاء الله ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر جدا 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 ان هو يتدارك هذه الامور، ان هو يعدي هذه المرحله الصعبه، بس مش هيقدر يعمل كده غير بمسانده كل جمهور النادي الاهلي، وده اللي تعودنا عليه، شعار النادي الاهلي الدائم على الحلوه والمره معاه. احنا دلوقتي في المره، فلازم نفضل مع النادي الاهلي لغايه لما يبقى ان شاء الله يرجع للحلوه تاني اللي مش هتطول باذن الله. يعني الفترات الحلوه بالنسبه للنادي الاهلي مش هتطول او مش هتتاخر عن النادي الاهلي، هتيجي على طول باذن الله الفتره دي تعدي سريعا. لكن الاهم زي ما بقول لحضراتكم اكيد مسانده جمهور النادي الاهلي، لان مساندته دايما بتكون مهمه. لكن خلينا لو نتكلم كده على النادي او على الفريق، ممكن البعض يكون بيتكلم ان بعض اللاعبين دون المستوى بالنسبه للنادي الاهلي، بعض اللاعبين خدوا فرص حقيقيه بالنسبه للنادي الاهلي او بالنسبه لفريق النادي الاهلي وما اثبتوش تواجدهم، ما اثبتوش قدراتهم بالفانيله الحمراء. ممكن يكون الفتره مش مساعداهم، ممكن يكون عندهم قدرات قويه جدا، ممكن الفتره الجايه تساعدهم، الامور دي كلها هتتضح خلال الفتره الجايه. لكن خلينا برضو نفتكر، وده مش مبرر اطلاقا اطلاقا اطلاقا، ده مش مبرر، خلينا نفتكر ان في عدد كبير جدا من المصابين، عدد كبير من اللاعبين المؤثرين اللي غايبين عن النادي الاهلي خلال الفتره دي وعلى مدار المباريات السابقه الاخيره بالتحديد. لو هنيجي نتكلم على احمد فتحي، هنيجي نتكلم عن علي معلول،
اثنين مهمين جدا. هنتكلم على وليد ازارو في المباريات الاخيره فيما عدا مباراه الوصل يعني الشوط الثاني بالتحديد. هتيجي تتكلم على جونيور اجاييه لعيب مهم جدا وشفنا دوره وتاثيره خلال المراحل او السنين القليله اللي فاتت مع النادي الاهلي. الراجل كان مؤثر جدا بالنسبه للفريق. بالتالي اكيد يعني غيابات بتاثر بشكل او باخر على النادي الاهلي، بتاثر بشكل او باخر على الاستراتيجيه بتاعه الفريق، على الانسجام ما بين اللاعبين. طبيعي جدا ان انت لما تلاعب فرقه بتلعب مع بعض بشكل جديد ممكن ما يكونش في انسجام، ممكن ما يبقاش في اداء، وده شيء طبيعي وبديهي جدا. لما بيكون اللاعبين بقالهم فتره بيلعبوا مع بعض وخصوصا لما تكون مجموعه اساسيه او قوام اساسي بالنسبه للفريق، اي فريق عامه مش نادي الاهلي بس، بالتالي تستنى النتائج المنتظره وهو الاداء الجيد ثم النتائج الجيده والانتصارات. المؤكد ان شاء الله باذن الله ان الفتره دي مش هتطول بالنسبه للنادي الاهلي. احنا بالنسبه لنا او بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي هي كده طولت، لان جمهور النادي الاهلي دايما متعود على الانتصارات، دايما متعود ان النادي الاهلي ما يكونش مباراه تلو الاخرى. الامور دي صعبه شويه على جمهور النادي الاهلي اللي مش متعود على كده، لكن هي المره دي طولت لان زي ما بقول لحضراتكم رده الفعل من جمهور بالتحديد من فريق النادي الاهلي اتاخرت شويه، لكن ان شاء الله تبتدي رده الفعل من خلال مباراه بتروجيت. لو لا قدر الله النادي الاهلي السنه دي خسر بطوله الدوري، النادي الاهلي عنده 40 بطوله دوري، 40 بطوله دوري، رقم كبير جدا. طبعا ما يتمناش ان هو يخسر بطوله، لكن ان شاء الله خساره بطوله سنه واحده ان شاء الله هتقدر من خلالها ان انت ترتب امورك، ترتب اوراقك، ترتب فرقتك، ومن ثم طبعا العوده للانتصارات وتحقيق البطولات وكل البطولات الغاليه على النادي الاهلي ان شاء الله. الفتره الجايه مهمه جدا، الفتره الجايه محتاجه مسانده كل الاهلاويه بشكل حقيقي، بشكل حقيقي. ممكن ننتقد، ممكن يكون في عوامل مؤخره الفريق شويه، ممكن يكون في اخطاء على كل المستويات، ده وارد يعني، مفيش حد ما بيغلطش، وارد ان يكون في اخطاء، لكن الاهم ان الاخطاء دي يتم معالجتها، ده الاهم، سواء بالنسبه للمجلس الاداري النادي الاهلي، بالنسبه للجهاز الفني، بالنسبه للاعبين لازم يراجعوا نفسهم، كلها امور مهمه جدا 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 الفتره الجايه لازم النادي الاهلي يقدر يركز فيها. بخصوص مجلس اداره النادي الاهلي، ممكن يكون وارد جدا ان هم يكون عندهم انتقادات في جمهور النادي الاهلي، دايما يعني بيامل في الاحسن والافضل دايما، ده طبيعي. لكن المؤكد يا جماعه ان مفيش اي حد هيكون متواجد في المركز ده او مش هيكون متواجد على كرسي مجلس اداره النادي الاهلي او عضو مجلس اداره النادي الاهلي وما يبقاش همه الاول والاخير مصلحه النادي، او ما يبقاش همه الاول والاخير ان صورته وان النادي اللي هو بيرأسه او اللي هو عضو مجلس اداره فيه ان يبقى شكله كويس او ان هو يتطور، ان هو يبقى احسن. اكيد في ادراك كامل لكل الاخطاء اللي ممكن تكون متواجده، وده شيء طبيعي لاي نادي في الكون، اي نادي في اي حته ممكن يكون عنده اخطاء، الاهم ان هي تتعالج، وده اللي بيقوم عليه في هذه الفتره مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، اللي نتمنى له طبعا الف سلامه. واكيد ان شاء الله الفتره الجايه من خلال مجلس الاداره، من خلال كل المنظومه، كل الادارات داخل النادي الاهلي، الاداره التنفيذيه، كل الناس هيقدروا باذن الله، باذن الله يعدوا هذا الموقف. بالمناسبه كابتن سيد عبد الحفيظ متواجد مع كابتن محمود الخطيب هناك في المانيا، سافر له خلاص، واكيد هيكون في مناقشه لكل الامور المتواجده بالنسبه للنادي الاهلي وكيفيه تعديل كل الازمات او كيفيه تعديل كل المواقف الخاصه بالفريق خلال المرحله المقبله لاسعاد جمهور النادي الاهلي كالعاده، وفي تركيز كبير جدا على تخطي هذه المرحله المهمه. اسامي كبيره انا قلتها لكم ان هي او انتم كمان عارفينها بشكل كبير جدا غايبه عن النادي الاهلي في المرحله دي، ما بالك كمان لما هيكون في اضافات كبيره وصفقات كبيره، وده تاكيد يعني كلام مش يعني مش نقعد نقول كلام مسكنات بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، او ما حدش من الاهلاويه بيقول كلام مسكن، الكلام كله حقيقي. ان شاء الله هيكون في صفقات لان النادي الاهلي فعلا محتاج صفقات، محتاج تدعيمات خلال المرحله المقبله، وده كان كلام كمان كابتن سيد عبد الحفيظ اقام باعمال مدير الكره في هذه الفتره مع النادي الاهلي، وقال الراجل امبارح بعد المباراه ان هيكون في تدعيمات مهمه جدا، سواء من ناحيه الجهاز الفني او من ناحيه اللاعبين، وده شيء بديهي ومنطقي جدا وطبيعي جدا في الفتره دي النادي الاهلي يضم افضل العناصر اللي على الساحه سواء في مصر او خارج مصر. بعض التعديلات ممكن تحصل ان شاء الله يكون اضافه قويه بجانب اللاعبين المتواجدين خلال المرحله دي، ويقدروا ان شاء الله يساهموا مع الفريق بشكل كامل ومع النادي الاهلي والمنظومه كلها بشكل كامل خلال الفتره الجايه في حصد العديد من الالقاب. عندنا لسه بطوله الدوري، بطوله كاس مصر، بطوله دوري ابطال افريقيا كمان السنه دي هتخلص في مده وجيزه جدا، مهم جدا النادي الاهلي يعدل وضعه، مهم جدا النادي الاهلي يرجع يسعد كل جمهوره. في ترقب كبير جدا من جمهور النادي الاهلي الفتره دي ان النادي يعدل وضعه، ان النادي ان شاء الله بطوله الدوري ينافس فيها، خصوصا انت عندك عدد من المباريات في وقت وجيز جدا.
وده كمان هيخلينا او هيخلي ان يكون في دافع عند جمهور النادي الاهلي خلال الفتره دي ان هم يساندوا المجموعه الحاليه من لاعبي النادي الاهلي، لان هم الناس دي عندهم لسه 6 ماتشات تقريبا خلال شهر 12 كله في الدوري، فبالتالي مهم جدا ان احنا نساندهم لان هم المتواجدين دلوقتي، وان شاء الله يقدروا يأدوا بالمستوى المطلوب والمستوى بتاعهم الحقيقي. ممكن يكونوا بيعدوا بفتره من اسوأ فتراتهم خلال المرحله اللي فاتت، لكن ان شاء الله لازم المسانده مهمه. من غير مسانده النادي الاهلي هتبقى الامور اصعب، لكن مهم جدا يكون في مسانده من قبل جمهور النادي الاهلي، وده المعتاد دايما من جماهير النادي الاهلي في كل مكان. دي مقدمه كانت يعني لابد منها، وخصوصا ان اكيد في حاله حزن كبيره جدا عند الناس بعد هزيمه النادي الاهلي بالامس. هي مش نهايه المطاف، بالعكس هي ممكن تكون بدايه للنادي الاهلي ان شاء الله لتصحيح الاوضاع او استكمال للبدايه. خلينا نقول استكمال البدايه، المفروض البدايه كانت طبعا مع النهائي الافريقي، لكن هي فتره او دروب حصل للفريق ان شاء الله هيتم تعديله. فان شاء الله المسانده وكل المسانده من كل الاهلاويه للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، وكلنا وراه ان شاء الله لحد ما يرجع النادي الاهلي للفوز بمختلف المباريات والبطولات زي ما الكل متعود دايما ان شاء الله. نتكلم عن بعض الاخبار الخاصه بالفريق، وطبعا اخبار خاصه بالنادي الاهلي وفريق الاول لكره القدم بعد الهزيمه طبعا في مباراه المقاولون امبارح. كانت مباراه بصراحه مباراه جيده، وفي بعض العناصر اللي يمكن من النادي الاهلي ادوا المطلوب منهم او اللي قدروا ان هم يعملوا مباراه جيده، لكن ما كانش في توفيق. اكيد نادي المقاولين بنبارك له على الفوز في هذه المباراه، هو فريق محترم بيضم جهاز فني محترم بقياده كابتن عماد النحاس احد المدربين المميزين. النهارده الاهلي يخوض مرانه الرئيسي، طبعا كان صباح اليوم كان مران مهم جدا، وكان في قبليه محاضره فنيه كده من قبل الكابتن محمد يوسف. تواجد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره وبقيه اعضاء الجهاز الفني، كابتن عادل مصطفى، كابتن سامي قمصان، كابتن طارق سليمان، كلهم كانوا متواجدين النهارده في المحاضره دي بتواجد جميع اللاعبين. كل اللاعبين كانوا متواجدين بما فيهم اللي هم اصلا مش مقيدين في قائمه النادي الاهلي هذا الموسم. وكان كلام مهم جدا من كابتن محمد يوسف وايضا من كابتن سيد عبد الحفيظ، طلب او هم طلبوا بالتحديد ان لازم ان احنا نعدي المرحله دي باي طريقه من الطرق، لازم نادي بالشكل المطلوب، لازم نسعد جمهور النادي الاهلي. كمان اتكلموا على بعض الاخطاء الفنيه اللي ممكن يكون في وقع فيها بعض اللاعبين خلال مباراه الامس وبالتحديد مباراه المقاولون العرب، وضروره تدارك هذه الاخطاء وضروره كمان تجنب هذه الاخطاء خلال الفتره الجايه على طول بدايه من مباراه بتروجيت. الجهاز الفني ركز ان احنا عندنا عدد كبير من المباريات في فتره قليله جدا، لازم ان احنا نقدر نحصد اكبر عدد من النقاط، لان الطبيعي بتاع النادي الاهلي ان هو يفوز ببطوله الدوري. طبعا في ظل منافسه خلينا نعترف بيها منافسه قويه من نادي كبير جدا زي نادي الزمالك، منافسه قويه من فريق بيراميدز، وكله ليه حق المشروع ان هو يفوز ببطوله الدوري، لكن دايما النادي الاهلي بيبقى في الموعد، ودايما الامور ان شاء الله يعني هتتصلح بسرعه ويقدر الفريق ان هو يتدارك اموره ويقدر يرجع افضل من مكان. بالتالي كانت محاضره النهارده مهمه جدا، وخلالها بعديها على طول كان في المران بالنسبه للفريق، وزي ما احنا شايفين كده دي لقطات من مران الفريق النهارده الصبح. بكره ان شاء الله هيكون في مران رئيسي كمان بالنسبه للنادي الاهلي باستاد مختار التتش استعدادا لمواجهه بتروجيت المقرر ليها ان شاء الله يوم السبت اللي جاي زي ما قلنا. والفريق هيخش بعديها معسكر ان شاء الله بعد غد يوم الجمعه بالسويس استعدادا لتلك المواجهه الصعبه، هي بكل تاكيد مواجهه صعبه. فريق بتروجيت من الفرق الجيده هذا الموسم واللي بيأدوا اداء جيد جدا سواء مع الكابتن طارق يحيى المدير الفني السابق، ما كانش يمكن عندهم توفيق شويه، او مع الكابتن مؤمن سليمان المدير الفني الجديد او الحالي لفريق بتروجيت. بالتالي من هنا جايه صعوبه المواجهه، الظروف اللي انت بتمر بيها صعبه جدا، هتصعب عليك المباراه. فريق محترم جدا زي فريق بتروجيت عنده دوافع كبيره جدا للفوز او لتحقيق نتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي، فبالتالي ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، وزي ما قلنا هيدخلوا معسكر ان شاء الله يوم الجمعه استعدادا لمباراه الاهلي وبتروجيت يوم السبت القادم. من ضمن الاخبار المهمه ايضا وهي خاصه بلاعبي النادي الاهلي اللي هيغيبوا عن المباراه القادمه، الشناوي محمد الشناوي طبعا وعلي معلول واجاييو سوليا خارج موقع بتروجيت، وده زي ما احنا عارفين او زي ما احنا كنا شايفين كمان في الصوره اهو، عندهم بعض التدريبات التاهيليه اللي بيقوموا بيها خلال المرحله دي، وكلهم عندهم طبعا اصابات مختلفه. طبعا عارفين علي معلول عنده مزق في العضله الضمه بيتعافى منه، الشناوي كمان عنده اجهاد في العضله الضمه، جونيور اجاي كنا عارفين عنده قطع في الرباط الداخلي للركبه، واعتقد ان حالته بقت في تحسن مستمر، وطبعا هيتم قيد جونيور اجاي طبقا للرؤيه الفنيه خلال شهر يناير القادم. عمرو سوليه ايضا احد العناصر المهمه جدا بيؤدي تدريبات تاهيليه
فبالتالي هو مصاب ايضا عمرو السوليه زي ما احنا عارفين، فبالتالي هيغيب عن هذه المباراه. وكمان صلاح محسن اللي تعرض لاصابه في مباراه الامس، واعتقد دي احد العوامل اللي ممكن تكون اثرت على الفريق في مباراه المقاولين. ومحمد نجيب ايضا بيغيب للاصابه. عدد كبير جدا من اللاعبين لسه موقف احمد فتحي ووليد ازارو ما اتضحش النهارده وما شاركوش في التدريب خالص، لكن ممكن خلال بكره يتم يعني توضيح الموقف بالنسبه لاحمد فتحي ووليد ازارو، وهم احد العناصر الاساسيه والمهمه جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي قبل هذه المباراه الهامه جدا. و يعني تواجد كل العناصر بالنسبه للنادي الاهلي مهم جدا خلال الفتره الجايه، يعني مش المباراه اللي جايه دي بس، لازم كل العناصر ان شاء الله تكون جاهزه. عارفين ان عندنا اصابات سوء حظ كبير جدا بالنسبه للفريق في تكرار او مش تكرار او عدد الاصابات في توقيت واحد لعدد من النجوم المهمين جدا في الفريق. رغم كده في بعض اللاعبين اللي قدروا يقدموا مباراه بالمناسبه، يعني الكلام يعني مهم جدا. واحد زي كريم نيدفيد قدم مباراه جيده جدا، احمد الشيخ قدم مباراه جيده، لكن توفيق ما فيش يعني توفيق بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره دي. مرحله هتعدي يعني ان شاء الله باذن الله مرحله هتعدي. طيب نروح لخبر اخر وخبر مهم، وهو تحت رعايه مجلس اداره النادي الاهلي واشراف اللجنه العليا للجان بالنادي الاهلي وبالمشاركه مع لجنه الطفل ووزاره التربيه والتعليم ووزاره الشباب والرياضه واتحاد الدرجات واليونيسيف، يتم تنظيم ماراثون درجات وندوه نوعيه او توعيه ندوه توعيه وانشطه للاطفال لدعم حمله انا ضد التنمر. وده كنا اتكلمنا عليه قبل كده في الحقيقه، ومجهود كبير جدا بتقوم بيه اللجان داخل النادي الاهلي وبالتحديد بخصوص هذا الموضوع لجنه الطفل اللي بتعمل بصراحه مجهود مهم جدا من خلال رئيس لجنه الطفل الاستاذه نداء داوود. واكيد جزئيه مهمه وشيء مهم جدا ان يتم محاربه التنمر اللي ممكن يكون متواجد عند الاطفال او بعض الاطفال خلال الفتره دي. الماراثون هيبتدي ان شاء الله الساعه 8 يوم الجمعه، 8 الصبح يوم الجمعه. التجمع هيكون الساعه 7 امام بوابه النادي الاهلي في الجزيره، البوابه الخاصه ب او المجاوره لمستشفى المعلمين. بالتالي التجمع هيكون الساعه 7، انطلاق الماراثون هيكون الساعه 8، بعديها هيكون في ندوه مهمه جدا للتوعيه بالتنمر وكيفيه مواجهه هذه المشكله بالتحديد. وكمان هيكون في بعض الانشطه الخاصه بالاطفال، اكيد ده شيء مهم جدا وجيد جدا بيقوم به النادي الاهلي اللي بيشتغل في العديد من الملفات المهمه، سواء ملفات اجتماعيه، ملفات انشائيه، وان شاء الله كمان ملفات رياضيه خلال المرحله المقبله. خلينا نروح نشوف التقرير ده ونرجع نكمل مع بعض. لو عايز تحمي ابنك او بنتك من التنمر وازاي يدافع عن نفسه، انزل وشارك يوم 30/11 يوم الجمعه الساعه 7 الصبح من بوابه المعلمين. لو عايز تفهم يعني ايه التنمر وانواعه، انزل شارك معانا في ماراثون عجل ندوه التوعيه يوم الجمعه 30/11 الساعه 7 الصبح امام بوابه المعلمين. هنستناكم تشاركونا مع الاتحاد المصري للرياضه المدرسيه واتحاد الدراجات يوم الجمعه 30 نوفمبر الساعه 7 الصبح. ايه هو التنمر؟ التنمر هو سلوك عدواني بيتسبب من خلاله طفل في ايذاء طفل اخر. انت مسلوع قوي، البنت دي تخينه كده ليه، الولد ده اسمر قوي، كل دي اشكال من اشكال التنمر. لو عايز تعرف ايه هي علامات تعرض الطفل للتنمر، مستنيينكم تشاركوا معانا يوم الجمعه الساعه 7 الصبح في ماراثون عجل وندوه التوعيه امام بوابه المعلمين. برعايه مجلس اداره النادي الاهلي وباشراف اللجنه العليا تتشرف لجنتنا لجنه الطفل بدعم حمله انا ضد التنمر. دي حمله قوميه برعايه المجلس القومي للطفوله والامومه بالشراكه مع وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني وبالتعاون مع يونيسف وبدعم من الاتحاد الاوروبي. يوم الجمعة الجاية إن شاء الله 30/11 الساعة 7 الصبح مستنيينكم عند باب المعلمين في نادي الأهلي الجزيرة، عندنا ماراثون عجل وندوة توعية وأنشطة عن التنمر. معانا مجموعة من الفنانين ولاعيبي الكورة مستنيينكم. لا للتنمر، لا للتنمر، لا للتنمر، لا للتنمر، لا للتنمر، لا للتنمر. حملة أكيد مهمة جدا من قبل اللجان داخل النادي الأهلي بتحديد لجنة الطفل من قبل النادي الأهلي بشكل عام، وكيفية يعني مواجهة هذه الجزئية وهذه المشكلة اللي ممكن تكون متواجدة في فترة من الفترات عند بعض الأطفال، وكيفية تكوين شخصية كمان للأطفال ده شيء مهم جدا، وده دور اجتماعي هام جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي. خلينا نروح سريعا ناخد على الهاتف الأستاذة هاجر مقبول عضو اللجنة العليا والمشرفة على لجنة الطفل. يا أستاذة هاجر مساء الخير عليكي. نوري يا فندم، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله بخير. طبعا عايزين تفاصيل اكتر عن طبعا الماراثون ان شاء الله هيكون يوم الجمعه، او اليوم بشكل كامل يوم الجمعه هيكون ماشي ازاي، واهميه هذه الحمله المهمه والندوه اللي هتكون اهم كمان من خلال انا ضد التنمر ومواجهه التنمر بالنسبه للاطفال.
الحقيقة طبعا هو زي ما حضرتك عارف لجنة الطفل لجنة وليدة ولسه جديدة، وده أول الأنشطة اللي بتقوم بيها. هو النشاط منقسم إلى جزئين، هيتم الأول ماراثون للدرجات مع بالتعاون مع اتحاد الدرجات واتحاد الرياضة المدرسية بحضور معالي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي. هيعقب الماراثون دون مجموعة من الأنشطة زي ما حضرتك قلت، ندوات توعية في إطار دعم النادي الأهلي لحملة أنا ضد التنمر. طبعا هي معروف انها حمله قوميه برعايه المجلس القومي للطفوله والامومه وبالشراكه مع وزاره التربيه والتعليم، عده جهات الحقيقه، والتعليم الفني واليونيسف والدعم من الاتحاد الاوروبي. هيحضر معانا نجمي الكره كابتن وليد سليمان وكابتن حسام عاشور. هيعقد الندوه، هيعقد الماراثون ندوه ندوة توعية للكبار هتستهدف المدربين في الأنشطة الرياضية والفرق الرياضية والآباء والأمهات كطريقة يعني لشرح إيه هو التنمر وأنواعه وإزاي يتعاملوا معاه، وخصوصا التنمر ده ممكن يمارسه الكباتن نفسهم أثناء يعني أثناء التمرينات عن غير قصد، يعني كنوع من تحفيز الطفل أو حاجة، قد يعني ده قد يحدث وقد يحدث في المدارس. التنمر ده نفسه حاجة مش بس بيعاني منها الأطفال، بس بيتعرض ليها الكبار كمان. هيعقب ده برضو ندوة تانية مصغرة أو مبسطة أكتر للأطفال، هتبقى مستهدفة الأطفال بس، فهتشرح لهم إيه هو التنمر وإن هو سلوك سيء وإن إحنا لازم ننبذه، وهيبقى بطريقه مبسطه شويه، طريقه حكي صور وحكي قصص. بعد كده على هامش اليوم هيبقى فيه نشاط فني، الاطفال في حديقه الطفل هتلون صور عن التنمر ويفهموا من خلالها بشكل مبسط انه ده حاجه سيئه، يعني مثلا صوره ولد بيقع واصحابه بيضحكوا عليه، حد بيضرب حد، فيبقوا فاهمين ان دي حاجه سيئه ومش المفروض نعملها. بعد كده كل اسم كل طفل هيتكتب على الصوره بتاعته، وهتتعلق على فريم كبير بعنوان لجنه الطفل والاهل يدعم انا ضد التنمر، وهيبقى فريم دائم جوه النادي. تمام، اكيد ده او دي جزئيه مهمه جدا، بس عايز اعرف برضو اصل انتوا اكيد عملتوا مجهود كبير جدا، ازاي تم التنسيق للايفنت ده بشكل عام او لليوم كامل بشكل عام في ظل حضور عدد كبير من الشخصيات المهمه، في ظل حضور عدد من المؤسسات كمان المهمه اللي بترعى او بتشارك في اليوم ده؟ هو زي ما بقول لحضرتك ده البداية بتاعت لجنة الطفل، وهم الحقيقة كانوا متحمسين جدا كأعضاء للجنة. أنا قصدي في التنسيق والتواصل مع الناس اللي هتشارك في اليوم بشكل كامل. اتفضلي. أنا هقول لحضرتك احنا زي ما قلت لحضرتك هم متحمسين، كانوا متحمسين وكانوا حابين يدمجوا أكتر من كان في مقترح من أكتر من حد إن احنا ندمج أكتر من جهة من الجهات المعنية بموضوع التنمر، وتم التنسيق بين برعاية طبعا مجلس الإدارة. الحقيقة مجلس الإدارة دعمنا جدا في أكيد الموضوع دون أكيد، وكان في توجيهات جوه النادي للفرق الرياضية وللكباتن بأهمية المشاركة والحضور، وتم التنسيق مع اليونيسف، والحقيقة اليونيسف رحبوا جدا بالمشاركة يعني بأن هم يشتركوا معنا في الحملة. اتحاد الدراجات، اتحاد الرياضة المدرسية، وزارة التربية والتعليم زي ما قلت لحضرتك، واللجان نفسها بقى جوه النادي. يعني طبعا ده مش جديد على يعني على روح الناس جوه في النادي طبعا. لجان كتير أول ما عرفت طبعا إن احنا بنعمل نشاط مهم زي كده عرضت علينا المشاركة، ومعانا مجموعة كبيرة من أعضاء اللجان والأعضاء نفسهم جوه النادي، حتى اللي هم مش أعضاء لجان بشكل رسمي، لا أعضاء مشتركين أو أعضاء مشاركين في النادي وفي اللجان شاركوا معانا وهيقفوا معانا في اللجان المنظمة وفي كل الأنشطة يعني الخاصة باليوم. طبعا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، اكيد نتمنى لكم كل التوفيق. استاذه هاجر مقبول عضو اللجنه العليا والمشرفه على لجنه الطفل كانت معانا على الهاتف ووضحت لنا اليوم بالتحديد يوم الجمعه وبالتحديد يعني مواجهه التنمر، ووضحت لنا الامور كلها هتبقى ماشيه ازاي في هذا اليوم الهام جدا، يعني ادوار كبيره جدا بيقوم بيها النادي بشكل عام واللجان كمان المتواجده داخل النادي، مش بس في مقر النادي الاهلي في الجزيره، في كل المقرات في الجزيره ومدينه نصر الشيخ زايد، وقريبا كمان ان شاء الله هيكون في التجمع، فبالتالي اكيد امور عديده ومهمه جدا اتكلمنا عليها. الاهم ان شاء الله برضو يعني خليني وانا بختم معاكم النهارده، الاهم الفريق الاول لكره القدم، ويعني في جزئيه مهمه جدا يا جماعه، مفيش حد عايز يفشل،
كله عايز ينجح، فبالتالي تكاتف ابناء النادي الاهلي، تكاتف جمهور النادي الاهلي المرحله الجايه هو الاهم علشان النادي الاهلي يعود للانتصارات، وده شيء مؤكد وبديهي ومنتظر من كل الاهلاويه بما يعني باي موقع هم متواجدين فيه، سواء رئيس نادي، سواء اعضاء مجلس اداره، سواء جمهور، سواء محبين، اي حد، اي حد كله هيتكاتف ان شاء الله خلال الفتره الجايه عشان النادي الاهلي يعدي هذه الكبوه اللي ان شاء الله هتكون مؤقته باذن الله، ويقدر النادي الاهلي يعود لسابق عهده، ده شيء مهم. خلينا نخش في حلقه النهارده بقى سريعا، وحلقه الاهلي الليله النهارده عندنا العديد من الفقرات. الفقره الاولى ان شاء الله هتكون مع الكابتن علاء ميهوب، الكابتن الكبير نجم النادي الاهلي السابق، وهي فقره اكيد ثابته زي ما انتم عارفين كل اربع بتبقى فقره مهمه جدا من الكابتن علاء ميهوب للحديث عن بعض الامور، خصوصا هو رئيس اللجنه الفنيه داخل النادي الاهلي، هيكون حديث مهم جدا مع زميلي محمد سعيد، من خلاله أكيد هيتكلم عن الفريق الأول لكرة القدم، عن الدوري بشكل عام، هيتم تصحيح الأوضاع إن شاء الله بأنهي طريقة من الطرق خلال الفترة الجاية، فبالتالي ده هيكون أو هتكون فقرة مهمة جدا. الفقرة الثانية هكون إن شاء الله معاكم، وهيكون معانا كابتن عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة، وكمان مدربة المنتخب الوطني للملاكمة كابتن نادية عبد الحميد، وملف أيضا مهم هيتم التحدث فيه إن شاء الله خلال الفترة أو الفقرة الثانية بالتحديد. الفقرة الثالثة إن شاء الله هيكون معاكم زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، وفقرة خاصة بالكرة العالمية وكل ما يدور على الساحة العالمية، وهي أكيد هتكون فقرة مهمة ومميزة. خلينا نطلع لفاصل أو تقرير الأول مع جمهور النادي الأهلي، بعديه فاصل ونرجع إن شاء الله للفقرة الأولى مع محمد سعيد، ومعاه طبعا النجم الكبير كابتن علاء ميهوب بعد الفاصل. أنا الأهلاوي عشان الأهلي أحسن فريق في مصر، وفريق عظيم زي ما بيقول، طبعا فريق كبير وإدارته ممتازة، وبعدين أحلى حاجة في الأهلي بقى عجباني بصراحة إن هو ما عندوش غالي، هتمشي ملتزم على راسي من فوق، مش هتمشي مع السلامة. أزمة النادي الأهلي من الجمهور ومن الإدارة، ولازم أن يكون حلو ويشجع ونلعب إن شاء الله. إدارته من أيام صالح سليم أحسن نادي، ملتزمين، بطولات، أحسن جمهور. الزمالك والاهلي الفرق حاجه واحده، اللي بيلعب في النادي الاهلي بيلعب بروح الفانله، الصراحه دي الحاجه اللي انا شايفها، ده روح الفانله الحمراء، وعشان ده افضل نادي اكيد طبعا في القاره كلها. الاداره بتاعته اداره قويه، وجمهور برضه جمهور يعني مش قليل، نسبه كبيره جدا اغلبيه الجمهور المصري اهلي. ده حاجه جوانا مش ليه اهلاوي، هي كده طبيعتنا، بس هو دي حاجه موجوده جوانا، احنا اهلاويه معروف، دم كل حاجه اهلاوي، احنا بنتعلم مبادئ النادي الاهلي، هي دي الحاجه اللي احنا الخطوات اللي احنا بنمشي عليها. النادي الاهلي كاداره فريق فعلا فريق محترم، النادي الاهلي بيقدر يدير اللعيبه بتاعته كويس، بيقدر يطلع احسن ما في اللعيب، وده ينقصني يعني، ده عندنا في نادي الزمالك ده احنا حاجه بالفعل، احنا ناقصنا حاجه زي كده، احنا لو قدرنا نطلع احسن ما في اللعيب بجد احنا هنبقى احسن فرقه في افريقيا. ليه اهلاويه؟ عشان دي اجدع حاجه في الدنيا يعني، الاهلاويين دي الناس جدعه جدا وانا بعشقهم اخر حاجه يعني. انا حبيته لما لقيتهم اخواتي بيحبوه، فانا بقيت اشجعه قوي، بقيت اتفرج معاهم كمان على المباريات يعني. عظمه الاهلي من جمهور واداره ولاعبين، كل اللي بيجي النادي الاهلي بيتفانى مع النادي الاهلي. فريق بعشقه عشق، النادي الاهلي مختلف في حاجات كتيره، في الاداره، في الجمهور، في حب الناس للفانلة، الانتماء، كل ده. في السعوديه عندنا يعني ما فيش ماتش الاهلي او الزمالك او حاجه كده يعني بيكون فيها الاهلي لا بتلاقي الشوارع كلها مسكره. انا طلعت لقيت والدي اهلاوي ووالدتي اهلاويه وعيلتنا كلها اهلاويه، فعشان كده طلعت اهلاوي. يعني هو الجمهور مع اللاعبين مع الاداره كله بيكمل بعضه، فهي دي ميزه النادي الاهلي انه كله بيجي مكمل بعضه. اهلاوي ربنا خلقني كده، طلعت من صغري بشجع الاهلي زي ما الشارع الناس بتشجع الزمالك، انا الشارع طول صغري قد كده اهو، أو عندي 5 سنين ولا 6 سنين بشجع الأهلي.
أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، أهلا بجمهور النادي الأهلي في كل مكان. الفقرة الحوارية الأولى النهاردة من برنامج الأهلي الليلة بيشرفني فيها الكابتن علاء ميهوب، أحد نجوم فريق النادي الأهلي السابقين وأحد علامات التدريب في كرة القدم المصرية. كابتن علاء برحب بيك أولا على شاشة قناة الأهلي. أهلا بك يا محمد. أولا طبعا يعني حلقة ولقاء جاي بعد مباراة الأمس أمام المقاولون العرب، خسارة بهدف مقابل لا شيء. بداية لو هنتكلم على المباراة بشكل عام إجمالا كتقييمك الفني لهذه المباراة بعد التغيير الفني في الجهاز وكمان حصل تعديل أو تغيير في شكل وتشكيل فريق النادي الأهلي في هذه المباراة؟ يعني ممكن مباراة في مجملها على فترات كان النادي الأهلي على فترات الشكل عام كويس، بدايتك كويسة جدا، لكن في أوقات كده بتحصل محمد الفترة اللي فيها النادي الأهلي برضو فترة غريبة شوية. إصابة صلاح محسن امبارح في أول مباراة برضو حاجة مش في الحسبان، أربكت محمد يوسف خالص وكانت البداية اللي عايز يبدأ بداية كويسة، لكن خرج خسر تغيير نزل مروان، كانت بدايته كويسة أوي في بداية المباراة، لكن الخطورة اللي أنت كنت بتدور عليها والناس كلها كانت مستنية بدايتك فيها والضغط اللي أنت تعمله بعد الخروج من البطولتين اللي الناس كلها طبعا أكيد في منتهى الحزن عشانها، ما كانش هو اللي ما كانش دافع جامد، ما كانش فيه استمراريه، عشان كده ضاغط الشوط الاول تقريبا كله امتلكت الكره، لكن الخطوره اللي هي خطوره مش كتير يعني مش ما فيش انياب هجوميه زي ما بنقول احنا كده، تحس برضو في حاله يعني حاله انكسار لسه في الفريق، معنى صح يعني في حاله انكسار موجوده في الشكل العام كله بتاع فريق النادي الاهلي. الموضوع مش سهل طبعا خالص، ولا على اللعيبه ولا على الجمهور ولا على الاداره ولا حد خالص قادر يتقبل الموضوع ده، لان احنا مش جمهور النادي الاهلي مش متعود على كده خالص. جمهور النادي الاهلي متعود على بطولات، متعود على شكل، متعود على اداء، بطولتين في الفتره القليله دي بالنسبه له حاجه صعبه جدا، على الجهاز الفني نفس الكلام، على اللعيبه نفس الكلام، وبعدين ما انا بقول لك الظروف كلها بتيجي كده في اوقات مش في صالحك بالمره، كلها بتتراكم معاك مره واحده بالظبط، مش في صالحك خالص يا محمد، خصوصا موضوع الاصابات والناس اعمده الفريق كلها مصابه. يمكن انا متاكد منه لو الناس دي موجوده في نهائي الترجي ومع الفريق الوسط اعتقد الامور كانت اتغيرت تماما للنادي الاهلي، لكن هي ظروف بتحصل على فكره، بتحصل في كل فرق العالم، بتيجي عليك وقت بيحصل لك كده، اصابات، نتائج وحشه، تغيير مدير فني، بتحصل حاله من الـ النتائج السيئه اللي انت مش متعود عليها او مش بتحبها، او المشكله الكبيره اللي انا عارف الناس كلها بتفكر فيها جماهيرك، الناس كلها شغلها الشاغل جماهير النادي الاهلي بس، اللي انا متاكد منه ادارتك اداره النادي الاهلي، اداره فنيه في النادي الاهلي، لعيبه، الناس كلها الشغل الشاغل ليها هي جمهور النادي الاهلي، ازاي الجمهور ده نرضي جمهور النادي الاهلي، لان الجمهور متعود على بطولات، متعود على بيعشق حاجه اسمها النادي الاهلي، لما بيحصل الفتره دي يا محمد بتبقى صعبه جدا عليه جدا، خصوصا لما يعني امبارح الناس كلها كانت مستنيه اللي هو ايه فوقان لحظه تنطلق منها بالظبط، مباراه دوري، بطوله محببه ليك، عندك ضغط مباراه صعبه جدا، لكن كله امبارح مستني اداء قوي جدا قدام المقاولين، 3 نقاط في الدوري وتبدا المسيره بتاعتك بتاعه الدوري، لكن حصل العكس، عشان كده بقول لك الظروف معكساك في كل حاجه، لكن المهم مهما ظروف تعكسك لا انت لازم تبقى قوي جدا، مش قوي كفردي لا جماعي، ادارتك ما شاء الله قويه جدا، جهاز فني قوي، لعيبه قويه جدا، لازم يعرفوا ان هم يعني يا جماعه بتلعبوا اسم النادي الاهلي. طيب هنا هتوقف قبل ما اخش في التفاصيل الفنيه كابتن علاء، المرحله دي مرحله لعيبه مش مرحله اداره ولا مرحله اجهزه فنيه، دي مرحله لعيبه، لان كل 10 سنوات بتمر علينا مثلا ممكن مرحله تغيير او اعاده شكل فريق كره القدم، دايما بتراهن على اللعيبه في التوقيت ده انها بتقدر تلم شويه المشهد عشان ما يكونش ظاهر بالشكل اللي احنا شايفينه. ايه المطلوب من اللعيبه في التوقيت ده؟ هو مش التوقيت ده بس يا محمد، انت اساسك لعيب الكوره الاساس، اساسك هو لعيب الكوره الاساس اللي بتبني عليه كل حاجه، مع مدير فني قوي فنيا كويس خلاص ما عندكش مشكله، لكن كل حاجه في الاخر انت هو لعيب الكوره هو الاساس، انك هو مين اللي بينزل الملعب؟ مش المدرب، هم اللعيبه بس، عشان كده بقول لك دايما هو متحمل المسؤوليه. السؤال اللي سالته طبعا سؤال محترم جدا وفي محله، الفتره دي فتره لعيبه بس، مش فتره حاجه تانية خالص، فتره لعيبه رجاله يعرفوا يعني ايه نادي الاهلي، يعرفوا ان هم فيهم وراهم ملايين بيعشقوا النادي الاهلي عشق،
لو 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 فكروا في النقطه دي يا محمد من غير اي حاجه خالص، مع احترامي الكامل للحته الفنيه، لا هتفرق معاك جامد جدا. لا ما شفتهاش برضو امبارح على فكره، ما شفتش الغيره، ما شفتش الناس الحميه الحنت على الكوره، مفيش، مش موجوده على فترات او بعض اللعيبه، لكن اللي كله ومن اول سنه لاخر سنه لا مش موجوده. عشان بس نيجي نتكلم لازم تتكلم كلام الراجل المشاهد يحترمك، ما بتتكلم في حاجه وهو شاف حاجه تانية خالص. لا امبارح، لا انا كنت بتفرج على المباراه امبارح كنت متخيل بدايه تبقى بدايه ناريه زي ما بيقولوا لحد اخر المباراه، لا هي كانت على فترات وفي هدوء وفي بعض اللعيبه لسه ما مش مستوعبه ان هي ازاي تخرج ببطولتين في اسبوع. طب امبارح مش كانت فرصه عظيمه لعدد من اللعيبه زي ناصر ماهر زي احمد الشيخ، فرصه جات لك لغايه عندك تنزل كسبت؟ هو كل لعيبه محمد، يعني انا دايما بقول الفرصه ما بتجيش كتير خصوصا في الانديه الكبيره، خصوصا في النادي الاهلي، لما تيجي الفرصه ما تضيعهاش من ايدك. يعني امبارح صلاح محسن انا متاكد ان هو كان امبارح عايز يثبت يقول لا انا كويس وانا لو اعتمدت عليا تلاقيني نمره واحد، لكن امبارح للاسف سوء الحظ جدا. سوء الحظ، ما دي بقول لك حاجات مش في ايدك خالص يا محمد، حاجات الاصابات والحاجات دي حاجه مش بتاعتك انت، دايما الحاجات اللي في ايدك بتشتغل بيها كويس، الحاجه دايما اللي موجوده معاك انك روحك، غيرتك، حبك للنادي الاهلي، حبك للفانيلا اللي انت لابسها، حبك لجمهورك اللي بيموت في حاجه اسمها النادي الاهلي، دي حاجات ما ينفعش تتخلى عنها، دي حاجات في ايدك لازم تعملها على طول، دي ما لهاش مسببات بقى خلاص، اصابه ماشي، لكن كونك ان انت تحس كده ان انت لا لازم النهارده نكسب، لازم في روح النادي الاهلي زي ما بيقول، لازم لازم لازم، عشان الناس اللي حتى اللي شايفينها دي ما ينفعش تزعل، لازم تفرح ان هم متعودين على كده، متعودين على بطولات في النادي الاهلي. عشان كده هي امبارح الحاجه اللي امبارح اللي انا وانا بتفرج على المباراه ما عجبتنيش، انا ما بتكلمش فني خالص، انا بتكلم على روحك انت، روحك القتاليه في الملعب عايزه ايه؟ انت عايز في المباراه فرصه انك تخرج زي ما تقول يا محمد، انت فرصه امبارح مباراه في بطوله تانية خالص الناس كلها مستنيه. فالنهارده امبارح كانت تبقى بدايه وبعدين عندك مؤجلات كتير، ممنوع انك تفرط في نقاط عشان ما تخشش في الاخر في صراعات انت مش عايزها اساسا، انت عايز تحسم من بدري. فهي دي المشكله، ان امبارح برضو حصل تعثر مش في وقته. لكن تقول الحمد لله هنقوم تاني، لهم ده شيمه الابطال، هم هو البطل شيمته كده صفته كده، ما انت بقيت بطل ازاي؟ هو كلمه بطل دي او كلمه النادي الاهلي النادي العظيم ده ما جاتش من فراغ، لا ده جت من اجيال لاجيال لاجيال لاجيال، حصل زي ما قلت يا محمد انت اوقات سنه او سنتين بتحصل لك الوقعه دي، لكن الوقعه بتحصل ايه بقى؟ قايم تاني عشان انت بطل. البطل لما بيقع ما ينامش، البطل لما بيقع يقوم تاني اقوى من الاول، عشان كده ده انا متاكد منه. ممكن برضه امبارح ماشي فوقان، يعني كل اللي بيحصل ده يا محمد حاجه ولا انا حاببها ولا اي حد مقتنع بيها ولا جماهير النادي الاهلي، لكن في الاخر اللي يبص بس كده يعني بهدوء والبعيد شويه لا خير ان شاء الله خير. كل ما بتداس عليك لا لازم بيبقى في اصرار، في حاجه اسمها غل في كره القدم، لا انا هرجع احسن من الاول. لو كل اللعيبه او كل المنظومه دي قالت الكلمه دي صدقني ان شاء الله النادي الاهلي يرجع احسن بكتير كمان. كابتن علاء، الضغوط اللي ممكن تكون موجوده على الجميع في التوقيت الحالي، لكن عايز اتكلم جوه الملعب، الضغوط دي ممكن نستفيد منها ازاي؟ ليه ما ناخدش الضغوط بشكل سلبي وتاثر علينا معنويا ونفسيا وفنيا في المباريات؟ ليه ما ناخدهاش بشكل ايجابي ان وراك جمهور بيضغط عليك عشان عايزك تكون كويس؟ ما هي دي يا محمد انا بقول لك عليها، بقول لك اللي انت فيه ده ما تاخدش الناحيه السلبيه، لما تتضغط وتحط في موقف وحش كده لا، ما هو انت رحت النادي الاهلي ليه؟ او انت لعيب نادي اهلي ليه؟ مش عشان كل اوقاتك بتكسب وبطولات وكده، لا عشان في الاوقات الصعبه دي يبان المعدن، معدن لعيب النادي الاهلي. مشكله كبيره، لكن خد الاجابات منها، اطلع احسن كمان من الاول، انت وراك جماهير تحرك الصخر زي ما بيقولوا. فعشان كده حته الهدوء بتاع امبارح مش عجباني، حته يعني في تحس في همدان كده، ده اللي ما عجبنيش امبارح. لكن كانت في مشاكل مش مشكله، مشاكل فنيه بيتكلم عليها كابتن محمد يوسف، اكيد كل مباراه بيبقى فيها مشاكل، لكن دايما انا بتكلم في الحته النفسيه الحته النفسيه تلعب عليها كويس جدا. يعني انت دلوقتي كل تقدر تشتغل فيه مع لعيبه النادي الاهلي حته نفسيه، ازاي تلم دي محتاجه جلسات الجهاز مع اللعيبه ولا اللعيبه تقعد مع بعضها الاثنين؟ طول عمرنا في النادي الاهلي من يوم ما طلعنا دايما بنعمل حاجتين، لعيبه مع بعض دايما كابتن الفريق كده، يعني انا فاكر احنا صغيرين كنت انا وكابتن ابو زيد اظهر اثنين في الفريق،
مع عمالقه بقى اسامي يعني حدث ولا حرج. دايما كنا نقعد في اجتماعات مع كابتن الفريق مع اللعيب، دي اجتماعات كده لوحدنا خالص، كلام بعيد خالص عن الكوره، كان كلام بنحمس بعض مع الجهاز الفني بقى بيتكلم مع اللعيبه. عشان كده دايما هي اسره واحده، رابطه واحده. عشان كده بقول لك الفتره دي صدقني يا محمد محتاجه شغل نفسي ولم الفريق اكتر من الفني والكلام ده كله خالص. انت لو نفسيا ظبطت اللعيبه دي وخرجتهم بالحاله دي هتضمن فنيا، لكن لو الحاله النفسيه مش مظبوطه انت هتخسر الاثنين، فني ونفسي، ودي مشكله كبيره جدا في لعيبه الكوره. كابتن علاء، في نقطه غايبه عن الجميع، الجيل اللي احنا بنتكلم عليه ده اخر 3 سنوات هو بطل الدوري حقيقة. والسنه اللي فاتت عمل ارقام قياسيه، وفي احدى المواسم او المواسم اللي قبل الماضيه وصل لدرجه حتى 80 نقطه في بطوله الدوري، دي حقيقة. ومع ذلك الناس محتاجه تشوف منك اللي احسن. ازاي نطلع اللعيبه من الحاله اللي هي فيها، واحنا بنتكلم على سكواد او بنتكلم على قائمه اخر 3 سنوات، اي نعم او صحيح على المشوار المحلي عملت شكل جيد جدا، ما كانش على المشوار الافريقي الا وصلت فاينل مرتين ورا بعض، لكن انت على النتيجه المحليه انت بطل دوري 3 سنوات، فزت بالسوبر مرتين، تواجدت في نهائي كاس مصر وكسبت الكاس. محمد انت ده الطبيعه بتاعك، الحمد لله انت متعود على بطولات على طول، عشان كده جماهيرك بالنسبه بقت حاجه صدمه بالنسبه لهم، مفيش بطولات، متعودين على بطولات. لكن لا، الجيل واخد بطولات كتيره جدا، مباريات حلوه قوي، ارقام قياسيه جامده جدا، فانت بتتكلم مع تيم متعود على البطولات. لكن هي المشكله ازاي تخرجهم نفسيا، صدقني الموضوع مش فني خالص، هي نفسيا، تخرج اللعيبه دي ازاي فنيا نفسيا من الحاله اللي هم فيها دي. عشان كده بقول لك امبارح مباراه النادي الاهلي فرط فيها بقت مشكله زياده. يعني امبارح الطبيعي مباراه امبارح تنزل، لا واضح النادي الاهلي عايز يكسب مباراه 3 نقاط في سباق الدوري ومكسب يفرح الناس شويه، يفرح جماهيرك شويه، اللعيبه تخرج من حاله الحزن اللي هم فيها دي. هي دي المكسب، المكسب بيخلي كل حاجه بعد كده كويسه، تقدر تفكر وانت هادي. لكن انا متاكد دلوقتي ضغط زياده امبارح مباراه المقاولين، ضغط زياده غصب عنك، ضغط زياده امبارح. لكن تخرج من الضغطات الزياده دي، هو دي بقى لعيب النادي الاهلي، المعدن بتاع لعيب النادي الاهلي بيبان معدنه هنا في التوقيت ده، بيبان بقى في التوقيتات الصعبه قوي دي، معدنك يبان هنا. ما بقولش مدير فني، ما بقولش حاجه خالص، بقول معدنك انت بينك وبين نفسك كده. لا ما ينفعش، يعني لو كل واحد في فريق النادي الاهلي الكلمه دي ما ينفعش، يبقى احنا في الوضع ده ما ينفعش بالشكل كده، خلاص الموضوع هينتهي تماما، بس هي تيجي من جواك انت. تمام، ما ينفعش يبقى في النادي الاهلي ويحصل الكلام ده. طيب لو بنتكلم فنيا بقى على المباراه، اصابه صلاح محسن في البدايه اربكت حسابات الجهاز الفني في الشكل اللي بدا بيه المباراه؟ ده اكيد، لان كابتن محمد يوسف اكيد عامل سيناريو للمباراه، التغييرات هتبقى امتى وفين والتوقيتات ايه، وعامل كذا حاجه كده، كذا سيناريو. لكن ما بيحصل في اول مباراه محمد اصابه، كمدير فني بيبدا كل الحسابات تتغير عنده. حتى لو بيفكر كان هيلعب مثلا في نهايه المباراه ولا في نص الشوط الثاني 2 راس حربه ويضغط وعايز يكسب، لان اكيد محمد يوسف عايز يكسب، ده مليون في الميه. لكن الاصابه يعني حتى شكل محمد، شكل صلاح خارج ده جدا طبعا احباط شديد جدا، بس بقول لك سبحان الله، يعني سوء حظ، يعني وقت مش حلو حتى للعيبه نفسها، حتى اللعيبه على المستوى الفردي وقت مش حلو. هي دي الاوقات، اصل الكوره مش كلها اوقات حلوه يا محمد، يعني الحياه كلها كده، اوقات حلوه اوقات وحشه. لكن دايما الحمد لله بقول لك ايه، النادي الاهلي دايما معظم الاوقات اوقات الحمد لله حلوه جدا، مكاسب بطولات، عشان كده بيحصل حاجه زي كده تبقى رد الفعل صعب شويه، جماهيرك مش متعود على كده، متعود على دايما افراح وبطولات وكده. على المستوى الفردي اكيد صلاح متضايق جدا، انا كان امبارح عايز يادي، عايز يلعب، عايز يجيب اهداف، عايز يبقى موجود في النادي الاهلي. فماشي الحمد لله، يعني يقول الحمد لله لعيب كوره دايما، يعني حياتك هي دي حياتك. لكن اللي انا عايز اقوله، كان المفروض امبارح تخرج شويه من المشكله اللي انت فيها الفتره دي. طيب المباريات متتاليه، عندك مباراه مع بتروجيت يوم السبت القادم، مع كل مباراه هتقول لسه في كمان 3 ايام مباراه تانية، لسه الفرصه موجوده انك تخرج بالحاله اللي انت فيها. المباريات بتزداد صعوبه طبعا، ضغط المباريات بيديك لود عليك اكتر، بيعمل عليك لود اكتر، لانك بتبقى مجهد، ضغط ماتشات كتير، ما بتديش فرصه كمان انك بتعمل حاله استشفاء. كل الامور دي اللي بتاخدها بشكل ممكن يكون سلبي ضدك، هتتعامل فيها ازاي خلال ال 48 ساعه القادمه، او هتتعامل فيها ازاي خلال شهر ديسمبر تحديدا؟ ما هي المشكله في دي يا محمد، ان المشكله مباراه ثلاث ايام مباراه، اصابات محكمه، اصل لعنه الاصابات دي حاجه مش بايد حد، يعني كابتن محمد يوسف اكيد مش بايده ان الاصابات اللي بتحصل له دي. انا امبارح خسر صلاح محسن كمان،
الى جانب الناس اللي لسه ما دخلتش الفريق، وكل ثلاث كل ثلاث ايام مباراه مضغوط. عشان كده بقول لك كانت مباراه امبارح كان مكسب كان هيهد الامور شويه، لا انت داخل مباراه بتروجيت كمان مضغوط زياده بتدور على مكسب. بتروجيت كسبان سموحه المباراه السابقه 1-0، الحاله المعنويه عاليه جدا، والناس كلها اكيد مراقبه النادي الاهلي، مراقبه الحاله اللي فيها النادي الاهلي هي دي. لكن ال الرساله اللي توصل او لازم لعيبه النادي الاهلي توصلها لكل الناس، انا مهما كانت الظروف حواليا وحشه، لا ده انا النادي الاهلي، لا انا لعيب النادي الاهلي بس. ده الفرق بينك وبين الكل، بين اي حد. مع احترامي للكل، انت لعيب النادي الاهلي، ده انت النادي الاهلي يعني. ما انت وصلت، انت ما وصلتش لكل اللي انت فيه ده محمد كلاعب وبطولاتك في النادي الاهلي من فراغ كده، اللي هو تاريخ، لا تاريخ طويل ومواقف كتيره. لا في يوم وليله نمت صحيت لقيت، لا خالص، الموضوع صعب جدا جدا. عشان كده انا بقول له يعني رساله لعيبه النادي الاهلي، دايما حط في دماغك انت لعيب نادي اهلي، ما فيش حد زيك وما فيش حد احسن منك. اي حد مع احترامي الكامل لكل لعيبه يتمنى يبقى في مكانك، يتمنى يبقى في النادي الاهلي مكانك. عشان كده انت العين كلها عليك، انت لازم تعرف انت فين بالظبط. لو عرفت مكانك وعرفت وضعك انت فين بالظبط، الامور كلها تبقى كويسه. بس لازم تعرف انت ايه، لازم تعرف مطلوب منك ايه. ما هو انت زي ما ليك زي ما عليك. الوقت بقى انت عليك حاجات كتير قوي، لازم تبقى في وقت الشده اللي انت فيه ده بقى، لا تبان، يبان بقى معدنك الاصيل. لا انا لعيب النادي الاهلي، مش كل وقت هتبقى الحياه كلها حلوه وبطولات، لا. لكن الذكي يتعامل مع كل وقت صح. الوقتي لا، الوقتي بص يا محمد بالبلد كده، الوقت وقت رجاله مش لعيب الكوره. من الاخر ده وقت رجاله، والنادي الاهلي ما شاء الله فرقته كلهم رجاله كلها. بس بتراهن على ده يا كابتن علاء ان التوقيت القادم فعلا محتاج 11 راجل بس في الملعب، بس 11 راجل ما عندهمش غير حاجه لواحده بس، مكسب. كل حاجه طبعا يعني مشيت ربنا، لكن انا يا اخي جواك انت عايز ايه؟ اسمي انا بس، انت عايز ايه؟ انا عايز نازل مباراه، انا عايز اكسب. هتكسب لانك عايز تكسب، عايز تخرج من اللي انت فيه. ما ينفعش لو فكرت فيها كده اللي هو تقعد، ما ينفعش النادي الاهلي يبقى كده، ما ينفعش يا جماعه باي حال من الاحوال بجد والله، ما ينفعش. بغض النظر عن جماهيرك الكبيره، الناس فعلا تعبانه جدا يا محمد، ما ينفعش. لكن انت لعيب النادي الاهلي، في حاجات بتبقى صعب انك تستوعبها، زي اللي احنا الموقف اللي احنا فيه دلوقتي بيحصل كل كام سنه. ما هو كل كام سنه ده ليه؟ عشان انت الكبير، انت سيد افريقيا كلها، فما ينفعش يحصل لك كده. بس لما يحصل كده وبيحصل في كره القدم، الموضوع ما يطولش معاك، لا بسرعه تخرج نفسك بسرعه. يا اخي ده انت يعني سبحان الله وراك جماهير يعني بتعشى حاجه اسمها النادي الاهلي. غياب الجمهور مؤثر على الفرقه؟ اكيد. التوقيت اللي احنا فيه ده عدم وجود الجمهور فارق كتير قوي مع اللعيبه ومع الفرقه؟ طبعا جمهورك ليه تاثير رهيب في المباراه يا محمد، تاثير رهيب جدا على اللعيبه. فارق، بس فارق. ما هو لازم برضه اللعيب يعرف ان جمهوره ده اللي هو ما بيحضرش مباريات، ما هو ليه حق برضه، لازم يبقى فرحان، لازم يبقى مبسوط. ما هي بقول لك يا محمد الكلام مش كلام كوره النهارده، هنتكلم انا مش هتكلم كوره خالص، هنتكلم انت عايز ايه، انت كراجل عايز ايه. بس راجل بيلبس فانيلا حمراء، تبقى قدها، تبقى قد الفانيلا دي، ان فانيلا غاليه جدا جدا جدا، ما حدش عارف تمنها، ما تقدرش تتمن قيمه فانيله النادي الاهلي خالص. وزي ما بقول لك كل الدنيا بيتمنى يبقى في مكانه، بيتمنى يبقى موجود في النادي الاهلي. يا اخي ده اللي بيلعب شهر او ثلاث او موسم في النادي الاهلي، موسم واحد بيبقى عايش عليه لما شاء الله. صح، انا كنت في النادي الاهلي، انا لعبت في النادي الاهلي، انا طيب انت عايز ايه تاني؟ فالموضوع مش موضوع فني، الموضوع خلاص بقت رجاله بقى بجد. انت النادي الاهلي، الناس كلها تعمل لك مليون حساب، وكله عايز يلعب، وكله طمعان فيك الوقت، اللي هو لا ما ينفعش. مش حتى الجمله مش راكبه، يعني ايه حد يطمع في النادي الاهلي؟ مع احترامي الكامل لكل الناس وكل الفرق وكل اللعيبه، لكن في كلام انا مش مستوعبه. يعني ايه حد يطمع في النادي الاهلي؟ ما ينفعش. لازم اللعيب يعرف كده، لازم اللعيبه تعرف كده. ممنوع الكلمه دي تتقال على لعيبه النادي الاهلي او على النادي الاهلي كنادي. انت بتتكلم في نادي قيمته جامده جدا جدا، ده في ناس لو الناس بتفكر صح بس، اللعيبه دي يا اخي بص الجمهور بيعمل ازاي على لعيبه النادي الاهلي. ده في ناس بيبقى خلاص في حلقة، الناس بتموت عشان النادي الاهلي خسر مباراه او خسر بطوله. وصل الاحساس ده خلاص، بعد كده وانزل كده وخلاص، اللي مكتوب هتشوفه. لكن دايما انت جواك ايه؟
بس هو ده اللي لازم يتعمل الفتره القادمه ان شاء الله. واللي انا متاكد منه اكيد كابتن محمد يوسف والجهاز اللي معاه بيشتغل على الحته دي بس دلوقتي. لعيبتك فنيا كلهم ما شاء الله عاليين جدا، لكن تشتغل على الحته النفسيه دي. نفسيا خرجت لعيبتك من الحاله دي، كل حاجه بعد كده تبقى كويسه ان شاء الله. لسه تمام. بدري قوي على الدوري اللي احنا بنتكلم عليه كمان. طيب عايز اكلمك على مشاركه امبارح عدد من اللعيبه زي احمد الشيخ وزي ناصر ماهر، شفت ادائهم ازاي في المباراه امبارح رغم انهم كانوا بعيدين تماما بشكل اساسي الفتره الماضيه؟ اداء مقنع جدا. ناصر لازم يعرف ان هو لعيب مهم جدا في النادي الاهلي، وفرصه انك تبقى موجود. امكانياته كويسه جدا. بس انا عارف ناصر امام كان معاه في منتخب الشباب كمان، لعيب هايل. كنت مدربه في منتخب الشباب فعلا. لعيب هايل ولعيب كويس جدا جدا جدا. سيبك الفتره اللي فاتت انتهت، بتحصل مع كل اللعيبه، لكن لازم يعرف ان هو لعيب مهم، ولازم يبقى الفرصه اللي هو فيها دي او المكانه اللي فيها دي لازم يستغلها كويس. هو ده اللي لازم ناصر يعرف. نفس الكلام عند احمد الشيخ، كان بعيد قوي، يوسف امبارح اداله فرصه، لعب وراه كلها امبارح. يمكن ناصر عشان بقى له فتره لعب حوالي 70 او 75 دقيقه، لكن مقبول، شكل مقبول على الحاله اللي انت فيها دايما يا محمد. بس انت بتيجي تقيم لعيب انت بتشوف الحاله اللي انت فيها ايه. فمقبول امبارح ناصر، مقبول احمد الشيخ، لكن مطلوب اكتر من كده كمان. ده دام في فرصه وادام هيلعبوا مطلوب اكتر من كده كتير، خصوصا مكان ناصر. مكان ناصر مهر مكان مؤثر جدا جدا. كل امكانيات المكان ده موجوده عند ناصر، لازم يعرف دي كويس قوي، ولازم يستغل المكان ده كويس قوي، ولازم يقول لا الثقه لجماهير النادي الاهلي حطها فيا دي، ونفس المدير الفني لا انا اديها وقدود، وان شاء الله بعد كل مباراه هبقى احسن من اللي قبلها. هو ده لازم يفكر فيه. مستوعب المرحله اللي هو فيها؟ بما انك اتعاملت مع ناصر ماهر في منتخب الشباب كمنتاليتي لعيب كتفكير لعيب، هل ناصر مستوعب المرحله اللي هو فيها دلوقتي؟ استوعبها. ان ناصر اولا شخصيه هاديه جدا، محترمه جدا، طيب جدا، يعني لاقصى درجه. حاجه جميله تحب تتكلم معاه كده، حاجه محترمه قوي. سيبك الفتره اللي فاتت بتحصل مع اي لعيب، بتحصل ظروف كده مش مظبوطه، لكن هو عارف بقى خلاص، هو عارف بقى فين، مستوعب الوقت، خصوصا بعد مباراه امبارح هو خلاص مستوعب هو فين، ايه المطلوب منه. يمكن اخر مره كنت في النادي وقفت معاه شويه اتكلمنا انا وهو، بيسمع الكلام عشان عارفه بقى لي فتره، بعرف اتكلم معاه كويس، يعني انا اعرف اتكلم مع ناصر كويس قوي. وزي ما بقول لك شخصيه هاديه جدا ومحترمه جدا وطيب، وحاجه جميله كده تحب تتكلم معاه. لا ناصر خلاص اعتقد ان هو عارف هو فين وايه المطلوب. لو انت عرفت انت فين يا محمد وايه المطلوب منك كلاعب كوره، خلاص الامور كلها بقت سهله بعد كده. كريم نيدفيد والاداء اللي ظهر بيه امبارح، يمكن البعض كان بيهاجم كريم نيدفيد فتره طويله جدا، لكن مشاركه كريم امبارح وفي المركز الظهير الايمن ثلاث مباريات متتاليه ورا بعض، الناس ابتدت تحس ان ابن النادي الاهلي برضه عنده حته مختلفه شويه. نوعيه لعيب ممتاز هايل. ما هو برضه ده كان معايا في المنتخب، يعني هما اتنين كانوا معايا في المنتخب، كريم نيدفيد وناصر. كريم وناصر بس كنت بلاقيهم في نص الملعب، والاثنين كانوا بيلعبوا جنب بعض على فكره. يعني كنت قاعد كريم وناصر كانوا بيلعبوا جنب بعض في نص الملعب. اثنين كريم لعيب هايل، امكانياته عاليه جدا، ودايما كانت الناس بتلوم كابتن حسام بدري ان هو كان بيصر على كريم. اصل مفيش مدرب بيصر على 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 لعيب عشان حاجه، عشان انا اكيد اللعيب ده كويس. انا ما اكون مقتنع بلعيب واشوفه في التمرين وكده وانا مقتنع بيه ومصر عليه، تاكد ان هو كويس. مفيش مدرب يا محمد هيجامل لعيب على حسابه خالص، اكيد خالص. لكن كريم لا. وبعدين من نوعيه اللعيبه، العب ناحيه اليمين، العب في نص الملعب، بلعب لما كان في 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 وادي دجله كان بيلعب، طرف شمال كان بيلعب. لو انت بصيت الراجل بيلعب في اربع اماكن مختلفه وبيأديها كويس قوي، يبقى انت معاك لعيب نوعيته ممتازه تعرف تستغله كويس قوي. انا عن نفسي مثلا كريم حد يستغله في نص الملعب، لعيب امكانياته في نص الملعب ممتازه، هايل. امبارح ادى اداء كويس جدا وصنع اكتر من فرصه وحاول، لا تحس ان هو عايز يلعب. ودي اللي مطلوبه المرحله اللي جايه يا محمد. لما كابتن يوسف بيدي ثقه في حد او قبل كده، استغل الثقه دي. لازم خليك ذكي، ان الفرصه مش زي ما بقول لك ما بتجيش كتير، ودايما النوعيه يبان في الاوقات دي. لما انت تبان ان انت كويس في الاوقات الصعبه اللي فيها النادي دي او الفريق، لا دي تحسب لك، ما تحسبش عليك، تحسب لك ان انت وقت الاوقات الصعبه لا انت لعيب فعلا يعتمد عليه. كلمه يعتمد عليه دي ما بتجيش من فراغ. طيب التوقيت الحالي واحنا بنتكلم على الاهلي، الناس ما بتحطش الاحداث قدامها بشكل فيه تسلسل. يعني انت بتلعب في موسم اداريا وكرويا مختلف في كل المواسم. اولا انت بدات الموسم بالنسبه لك كاداره كرويه لقطاع كره القدم في شهر ديسمبر الماضي، كان في قائمه بالطبيعي ارسلت للاتحاد الافريقي بتلعب بيها لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها.
دخلت حتى في بطولة أفريقيا القادمة بنفس القائمة اللي مشاركة في البطولة المحلية. جه قرار من اتحاد كرة القدم بتقليص العدد من 30 ل 25 فأرباك لك الحسابات طبعا. فبالتالي كمان بدل ما بتجيب إضافات عشان تعدل وتضيف للقائمة ابتديت تقلل منها وبتحط لعيب على قائمة الانتظار. الناس مش واخده بالها من الاحداث وتسلسل الاحداث دي من ديسمبر الماضي حتى اللحظه اللي احنا فيها، وهنفضل نعاني من هذه القرارات حتى مايو 2019. دي حقيقة. مدى اهميه اللي احنا يعني نعرف الناس بالتسلسل اللي حصل ده ومدى تاثيره على فريق كره القدم والقرارات اللي تم اتخاذها يا كابتن علاء في جزئيه شكل القايمه والقيد اللي موجود في اللعيبه من 30 ل 25 وانك بتلعب بقايمه اربع بطولات في حوالي 70 مباراة على مدار موسمين مش قادر تعدل فيها وهي هي مش محتاجين نشرح الجزء ده بشكل مشكلة محمد وكل حاجة، لكن دائما الناس بتبص على الناتج الأخير في الملعب كويس. لكن حلو انت نقطة أثرتها كويسة جدا، لازم الناس تعرف ان في حاجات برضو خارج الملعب بتبقى مؤثرة عليك زي قائمة 25 دي، ما انت ضريت منها لان القائمة الأفريقية بتاعتك انت هي بتقول انت كده نفس العدد ونفس الأشخاص ومضطر تستنى وفي ناس عايز تأيدها بس مستني وعشان في تدعيمات هتجيبها في يناير، حسبة كبيرة قوي. لكن دايما المشجع النادي الأهلي المشاهد ما بيهتمش بالتفاصيل دي، مع ان انت لو بصيت كده زي ما انت شرحتها محمد مؤثرة جدا عليك اداريا وفنيا كمان، ده هو ده صلب الموضوع هو ده. لكن هو في الاخر المشجع النادي الأهلي او بيتفرج ما بيبصش للنقطة دي، لكن هي لا حاجة مؤثرة جدا خصوصا فرق كبيرة اللي هي بتلعب على بطولات، يعني 25 لعيب ما انا اتأثرت جامد جدا، طب مين اللي هعيد مين وانا مستني عايز اعمل اجيب لعيبه تانية، طب مين اللي هيبقى في القائمه الوقت، فبتضطر تكتب القائمه بتاعتك اللي هي تخش فيها بطوله افريقيا خلاص كمان شهر ولا حاجه. بالظبط كل الامور دي مش في صالحك، كلها بتيجي عكسك، لكن في الاخر الامور دي مش واضحه، فجميل انك توضحها، جميل انك توضحها، لازم تبقى واضحه للناس المعاناه برضو اللي فيها فريق النادي الاهلي الموسم ده. نوضح اكتر من كده، انت بدات القائمه الافريقيه ب 26 لعيب بعتهم في يناير 2018 كويس، كيت على ماتش الترجي في بدايه دور المجموعات قبل القيد الاخر اللي ممكن تضيف فيه مجموعات اخرى مع المرحله القادمه، ضفت بكماني وفي القائمه المحليه بقى 27 لعيب بالظبط. داخل عليك فتره الانتقالات الصيفيه عشان تجيب خمس ست صفقات يدعموا الفريق، ما قدرتش لانك مش هتأيدهم كلهم، هتضطر تأيد اثنين او ثلاثه، فبالتالي جبت ثلاثه حسب المتاح في القائمه الافريقيه. انتهت البطوله وانت في الفاينل بالسكواد اللي معاك بالقائمه اللي معاك، جيت عايز تحضر للفتره القادمه انت بعت قائمه افريقيه بنفس العدد اللي معاك، ما تقدرش تجيب صفقات ثانيه لانك نفس الموسم. طيب هتضطر في شهر يناير الجاي عايز تدعم، بعت قائمه افريقيه ب 23 لاعب عشان تبقى عندك الفرصه انك تايد من انت شايفه في القائمه المحليه او تجيب صفقات. تلاحم المواسم ده مش برضو كان من يعني الافضل ان يتم الشرح الموضوع ده للراي العام للمشاهد عشان يعرف برضو انت واقف على ارض شكلها ايه. هي دي الاهم يا محمد، خصوصا في قناه النادي الاهلي هنا. ليه لا؟ ليه ما اطلعش اشرح كل الظروف دي؟ مش عشان انا مش بعمل اسباب لنفسي، مش اسباب بس انت بتشرح القرارات الاداريه اللي جات لك من اتحاد كره القدم ووضعتك ازاي في الموقف ده. انا بقول لك هي دي، انا مش بقول اسباب ولا لا خالص، انا بقول يا جماعه الفتره اللي فاتت دي المعاناه اللي فيها الفريق النادي الاهلي بس، لكن مش بقول اسباب عشان كده انا خسرت لا خالص، مش شماعه يعني، مش بعلى شماعه. لكن مهم قوي خصوصا في قناه النادي هنا، وما شاء الله برامج كلها جميله وناجحه وكلها متشافه، ليه لا هي 10 دقايق كده تشرح بس للناس عشان حتى بالعكس الناس تبقى معاك في نفس الطريق، تسلسل الاحداث والقرارات اللي اتخذت. ما هي دي مهمه يا محمد، الناس تبقى عارفه ايه اللي بيدور، ايه اللي بيدور حتى في حته تأييد اللعيبه. القائمه الافريقيه اللي عملاك فيها مشكله جامده جدا جدا كمان. اتحاد كره القدم يا كابتن علاء جه في التوقيت اللي بطوله دوري ابطال افريقيا بتتلعب في سنه واحده مرتين، بدل ما القائمه بتبقى 30 او يدي الفرص للانديه المصريه هتشارك نزل خمسه. ما هي وعارف انه في شهر نوفمبر هتبعت قائمه ثانيه. هي قرارات كلها محمد في الاخر هي عاملاك ضرر ليك انت، خصوصا الفرق الكبيره مش الاهلي بس، دايما الفرق الكبيره بيبقى عندها الضرر في حته التأييد من 25 من 30 ل 25 خمس اماكن كتير قوي، وانا داخل على بطوله افريقيا وعندي عايز ايد وعايز اجيب لعيبه ثانيه وعايز ايد اللعيب، ما انا هجيب لعيب مش عايز ايده افريقيا، فانت بالظبط 23 لاعب ومستني، لازم تسيب اماكن كتير قوي انك هتجيب لعيبه، طبعا لازم ايد افريقيا استفاد من افريقيا، انا مش جايبها عشان محلي، عشان كده هي المشكله ومش عيب تتشرح بجد، يعني نقطة ممتازة، مش عيب أشرح النقطة دي على فكرة، لازم الناس كلها تعرف إيه اللي وصلنا لكده، والمرة التانية مش شماعة خالص، لكن أسباب، ما دي من ضمن الأسباب برضه. من ضمن الأسباب اللي خلت بقى عندك إصابات كتير كمان يا كابتن علاء، وأنت بتلعب بالعدد المحدود ده، عدد المباريات السنة دي مضغوط توصل لحوالي 70 مباراة. ما هي
ده بيقلل بقى العدد مش قائمه 25 و30، انت هتوصل لمرحله انت هتلاقي القائمه بتاعتك في المباريات ما بتعدلش 18. ما بتعدلش 18، ما اللي في المشكله انت فيها دلوقتي. انت فيها دلوقتي. كم بطولات مش طبيعي، المواسم كلها متلاحمه مع بعض، وبطولات يعني بطولات كلها انت مطالب، اصل المشكله هي مش بطوله او موسم، انت مطالب تجيب البطوله دي، عشان كده الضغوط عليك تبقى عاليه جدا، انت مش بتلعب بطوله الدوري بتقدم موسم وخلاص او داخل في افريقيا، لا لا خالص. انت دوري عايز تجيب بطوله الدوري، افريقيا انت عايز تجيب افريقيا، عشان كده الضغوطات بتبقى عليك زياده. فلازم يبقى العدد او العدد اللعيبه اللي جاهزه عندك عدد مريح. يعني مباراه بتروجيت اكيد محمد يوسف عنده دلوقتي مشكله، ناس مصابه كتير قوي، وصلاح كمان مصاب، فمليون تفكير في دماغه. واضيف لك كمان، حط كمان الشناوي، معلول، اجايه، السوليه، موقف فتحي ومحمد هاني برضه غير محدد حتى هذه اللحظه، فالعدد فيه ازدياد. وصلاح محسن كمان، وصلاح محسن مش مشكله، ولسه وليد ازارو. عايز اقول لك وليد ازارو كمان الاجانب، في ناس بتلعب وانا عارفه كويس قوي ومتحامله على نفسها ومن العناصر الاساسيه، لكن مش قادرين يقعدوا، ما ينفعش يقعدوا دلوقتي. عشان كده بقول لك كلها فتره. بص يا محمد، خد الفتره دي فتره كلها مشاكل، فتره سخيفه في في في, في, في يعني سخيفه في الموسم ده كله. تعديها ازاي؟ هتعديها ان شاء الله، ان شاء الله تعديها، وتعديها كويس جدا 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 ان شاء الله رب العالمين، لكن هتعديها. هو ده مست البطل، سمه الابطال كده. كل اللي احنا قلناه انا وانت وكل المشاكل دي ماشي اوكي، انا موافق وكل حاجه. في الاخر اللي هيحصل لازم ان شاء الله تعدي المشكله دي، لازم تعدي الفتره دي. انت حضرتك النادي الاهلي، انت لعيب في النادي الاهلي، بس كل المشاكل دي من الاخر يعني لا تعنيني بحاجه. في الاخر هطلب منك حاجه، انت فين؟ انا في النادي الاهلي. بس لو عرفت انت فين الموضوع هيبقى ابسط من كده بكتير، لان الموضوع من جواك انت. تمام، من جواك انت عايز تبقى ايه، من جواك انت بس. بتراهن على العامل النفسي يا كابتن علي؟ طبعا، يعني حتى في كل اجاباتك معايا في كل الاسئله دايما طبعا بترمي المسؤوليه على العامل النفسي لكل لاعب ومدى احساسه بقيمه التيشيرت والمكان اللي هو بيمثله. طبعا يا محمد، في اوقات نفسيا هي اللي بتخرجهم من كل ده، مش فنيه مش حاجه خالص، لا نفسيا انت بتشتغل ازاي. ودايما في كل الدنيا بقى فيه هتشغل الحته النفسيه دي، بس نفسيا انت طول ما انت نفسيا مستريح وعندك دوافع وعندك قوافز، لا هتبقى كويس جدا. لكن لو نفسيا الموضوع هادي، امبارح زي النهارده زي بكره زي الاسبوع الجاي، لا لا الموضوع ده مش هينفع. واللعيب اللي بيبقى ماشي بالاسلوب ده خصوصا في الانديه الكبيره ما بيكملش. الانديه الكبيره عايزه اللعيب اللي دايما متحمس، دايما عنده حماس، دايما عنده حرقه كده. زي انا دايما بكلم احمد فتحي، كان حسام غالي، وليد، عاشور، في ناس كتير قوي، بس انا دايما بقول لك النماذج اللي موجود هو ده. عشان كده هم وصلوا المكانه دي، وكل واحد عامل اسم ما شاء الله يبقى موجود. عشان كده بقول لك هي حته النفسيه، دايما انت عايز ايه من جواك. ما انا مش هدخل جواك اعرف انت عايز ايه، لكن تبقى حاجات واضحه، حاجات ظاهره. انا من جوايا لا، انا عايز ابقى كويس وعايز العب وعايز نمره واحد وعايز اطلع من الفتره دي. لو قيس بقى كل واحد بيفكر في كده مع تيم النادي الاهلي، مع كل الدوافع، مع كل الناس اللي حواليك دي، لا الموضوع هيبقى اسهل بكده كتير. طيب برضو احنا بنتكلم على المباراه، شايف برضو فوز المقاولين عرب او اداء عماد النحاس تحديدا، وهو كانه بالتاكيد يعني احد ابناء النادي الاهلي وبدا تدريبه داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي، تقييمك لاداء المقاولين برضو في هذه المباراه، عشان ما نغفلش برضو ان فرقه المقاولين او عماد النحاس تحديدا عمل شغل فني كويس في المباراه. ادى شوط ثاني رائع، شوط اول عماد كان عايز يخرج بالنتيجه دي، يعني عماد خروج الشوط الاول بالنتيجه 0-0 دي بالنسبه لعماد مكسب، عمل سيناريو للمباراه. بالظبط، ما انا بقول لك كل مدير فني بيعمل سيناريو للمباراه، ممكن يوفق وممكن ما يوفقش، ممكن تطلع لك حاجه كده مش في الحسبان، زي اصابه صلاح امبارح، حاجه مش في الحسبان عند كابتن محمد يوسف، اربكته شويه. كابتن عماد لا، عامل سيناريو، اخرج الشوط الاول 0-0، اداء مش حلو المقاولين على فكره الشوط الاول خالص، تمام، بيدافع وعايز يخرج 0-0. لكن الاهلي ما قدرش يستغل ال 45 دقيقه دي يا محمد، انا لسه مصر، لان الاهلي لو ضغط في الشوط الاول كانت ممكن المباراه تنتهي. الشوط الثاني لا، شكل اتغير المقاولين، كابتن عماد تحس ان في كلام حصل بين الشوطين، شكل المقاولين اتغير، تفكير نفسه اتغير، تحركات اللعيبه اتغيرت، بقى تحس ان هم قلق بالنسبه للعيبه النادي الاهلي. ده نهى المباراه باربع فراوده. بالظبط. وتغييرات عماد امبارح كلها هجوميه. ده الراجل مش بيدافع يعني، بس دايما يقول لك انا عايز اطلع تعادل فانا ازود دفاع، الموضوع ده مات من زمان خالص. عشان تطلع مباراه بره الامان وممكن تكسبها، لا طب انا ليه دافع؟ طب انا هاجم ليه استنى كده وانت لحد ما يجي فيها جول؟ طب ما انا هاجم وانا اللي مصدر قلق للفريق الاخر. واللي عمله امبارح عماد تفكيره امبارح في المباراه ممتاز، وعماد تحس ان هو يعني ما شاء الله كان لعيب هايل، ودايما كان بيشتغل المخ بالدماغ، هو المخ اللي بيعملها كل حاجه.
تفكر كويس، دماغك هاديه، كل حاجه هتبقى تمام. كان ماسك في قطاع ناشئين فرقه كان لوحده في الجهاز. كان في التوقيت انا بس مش قادر اتذكر كان مين ساعتها، كان مدير فني، وكان ساعتها كابتن عماد النحاس كان ماسك الجزء الاداري للفريق، وفجاه بس مش متذكر الاسم، والمدير الفني مشي ومسك هو فرقه كانت ساعتها فرقه ال 16 سنه، مسكها لوحده. لا هاي بص خد بالك التجارب دي بتنفع محمد، وهو الى جانب ان عماد كان لعيب كوره دايما تحس ان بيشغل دماغه قبل رجله قبل اي حاجه خالص، عشان كده تحس ان هو عاقل جدا جدا جدا، دايما العقل هو الاساس مش الجري والعضل والكلام، لا لا خالص، الموضوع ده منتهي، عقلك تفكيرك الهدوء، عقلك دايما يقول لك كده لما تيجي ننزل المباراه لازم ذهنك ده يبقى صافي خالص، مفيش مشاكل عشان تعرف تفكر. دماغك في الملعب بس، ها ما بتفكرش الا في الملعب بس. بالظبط، ما هو يعني اصل احنا في حاجات كتير قوي بره الملعب شغلاك، لكن اول ما تحط رجلك في الملعب كل حاجه انتهت، انت بتفكر هتأدي ازاي، الكلام اللي قاله مدير الفني هتنفذه ازاي، وانت تفكيرك الشخصي، تفكيرك انت الشخصي، مش كل حاجه اللي عملها مدير الفني هتتعمل، لا في مواقف في الملعب انت بقى بتفكر ازاي بتفرق، محمد عن علاء عن هو سبحان الله بقى، وكل واحد وتفكيره، كل واحد ومدى ذكائه، وكل واحد استعماله لمخه ازاي، عشان كده بقول لك دايما بره بيهتموا بالحته النفسيه اول ما كان عليهم انت محمد، والحته الذهنيه دايما ذهنك ده شغال على طول، حتى من حارس المرمى لو الكوره مش عنده بقول لك اشغل نفسك، دايما تبقى مشغول، لازم تبقى ذهنك ده شغال، ما تاخدش وقت، ما تاخدش راحه، هي حاجات في كره القدم بسيطه جدا، جزئيات صغيره لكن بتفرق، بتفرق معاك كلاعب، بتفرق كفريق كمان. طيب الهدف اللي دخل مرمى الاهلي امبارح لو عايزك تحلله لي بشكل فني، شفت الهدف ده ازاي؟ لان الهدف فيه تفاصيل فنيه ما ينفعش تعدي. هدف سيء جدا جدا، هدف سيء جدا جدا، من اسوء الاهداف ممكن تشوفه في كره القدم عامه، مش في النادي الاهلي، فاول بعيد قوي، متشاف كويس قوي، ناس واقفه من بدايه، تمركز غلط، فتح الملعب قوي. بالظبط، تمركز غلط في البدايه، تمركز الناس واقفه غلط قوي، ما ينفعش في كره ثابته وهتتلعب شكل الدفاع بتاعنا 3 على 3، انا فاكر اللقطه كويس قوي، 3 على 3 ما ينفعش، على الاقل 4 على 3، لازم 4 على 3، كان في 5 واقفين في نص الملعب، كان لازم سعد سمير او حد ينده، حد تعمل زياده عدديه ورا. بالظبط، طبيعي دي يعني الف في كوره 3 يبقى 4، 4 يبقى 5، لكن الكوره بتلعب عاليه واخده وقت كتير قوي في الهواء، تمركز قلنا ما ينفعش واحد على واحد، تمركز كلوبالي وحش قوي قوي قوي، تقديره كان وحش، وحظه الأسوأ انه اتزحلق. استلام احمد علي هايل للكوره، يعني استلام احمد علي للكوره تقريبا 80% من الجول، لكن الاساس كله يا محمد وقفه دفاعيه غلط، وليه واقف بعيد قوي كده؟ انت ليه واخد الناس على شريف؟ بس في لقطه كابتن علي بتفرج على الهدف امبارح وقدامنا على الشاشه، احمد علي كان بيشاور للمهاجم الثاني معاه ياخد سعد في مساحه اكبر عشان يعمل فراغ ما بين سعد وكوليبالي، يبقى طبيعي ان كان حد نزل تاني من الخمسه اللي واقفين في نص الملعب. ماشي، ما هو هي كل واحد بيفكر ايه اللي هيريحه، احمد عايز يبقى لوحده واحد على واحد، غلط، دي واقفه غلط، ما ينفعش واحد على واحد في المكان اللي احنا بنتفرج عليه ده خالص، لازم كوليبالي مع احمد علي وفي واحد ورا كوليبالي، يعني انت تخيل كده ان في حد ورا كوليبالي كمان، ما كانش حصل كل ده. دور شريف اكرام ايه وهو شايف المشهد ده؟ ممكن يتكلم مع الدفاع؟ كان لازم ما اعرفش شريف يتكلم ولا لا، لكن دايما شريف بيتكلم، شريف كان لازم يتكلم او سعد كان لازم يتكلم، سعد كمان اقرب. يعني سعد اقرب، لازم كان حد، مش كوليبالي اللي هيتكلم، لكن سعد كان يتكلم، لازم كان حد يا جماعه يجي، حد من بره يتكلم، يعني كان حد صرخ من بره ان الموقف ده غلط، ما ينفعش 3 على 3 في كره ثابته او غير ثابته، لازم دايما يعني واحنا صغيرين كده يقول لك لا مدافعين لازم اكتر من مهاجمين، لازم في واحد زياده، لكن بص يا محمد اخطاء، لكن اتعلم كل خطا تتعلم منه، بس ما تخليش الاخطاء تبقى كتير، وما الفتره بقت طويله انك تطلع من المرحله اللي انت فيها دي، زي ما بقول لك مرحله وحشه جدا، ما هي كل ما هتطول هتبقى اصعب عليك اكتر، هي دي، والخطا ده لو الامور هاديه عمره ما هيحصل في النادي الاهلي، لو الامور بطبيعتها خطا امبارح ده ما كانش حصل، تلاقي حد قام يتكلم وتتحرك وكده، لكن هي ظروف كده الناس تحس فيه نوع من قله تركيز شويه، في من قله تركيز من الحاله اللي فيها النادي الاهلي، الناس مش مستوعبه ان النادي الاهلي يبقى في الحاله دي، لكن هي دي كره القدم زي ما بقول لك بتحصل، لكن اطلع بسرعه من الحاله اللي انت فيها دي، ان شاء الله المباراه القادمه تبقى مفتاح الخروج بقى من الحاجات دي كلها. يعني تتوقع التشكيله تتغير في ماتش بتروجيت؟
مش هتغير التغيير الجذري او كامل، مش هيبقى كتير، لكن ما اعرفش طبعا وليد ازارو زي هيلحق ولا لا، اتمنى يلحق ان شاء الله، انه مهم جدا وليد الفتره دي. مصابين مش عارف حالتهم ايه، هل احمد فتحي او هاني؟ يا ريت الاثنين يلحقوا، لو احمد وجود احمد فتحي هيحل لك مشاكل كتير قوي ده حقيقي طبعا، يعني في الملعب وبيتكلم وحاجه. كابتن علاء احنا بنفتقد اللاعب الجوكر، يعني حتى في انتقالات يناير انت محتاج لاعب جوكر، مش لعيب في مركز واحد، لا لعيب تلعب بيه في مركزين ثلاثه، وده ذكاء منك دايما الوقت تبص مش تجيب نجيب لعيب عشان يلعب في المركز ده، لا ذكاء منك تبص على اللعيب اللي ينفعك في اكتر من مركز بالذات في التوقيت ده، في التوقيت ده ليه لا، وموجودين على فكرة، يعني موجودين موجودين ومتاحين، متاحين مش بتاعتك لكن هم موجودين موجودين بس متاحين عندي مش عارف، لكن هم موجودين يعني ان شاء الله الامور تمشي كويس بس ويبقى موجودين ان شاء الله رب العالمين. طيب شكل مباراة بتروجيتي بالتشكيلة اللي ممكن نبدأ بيها حسب الغيابات، لو فتحي وهاني مش موجودين نستمر بكريم، كريم علي معلول غايب، تتوقع ممكن ايمن اشرف يخش في الدفاع ويلعب صبر رحيل باك ليفت؟ تفكير يعني يعني لو انا هعمل كده بعد الخطا ده، يعني مش بعد الخطا لكن بعد خطا ده وفتره كولوبالي دي، لا ممكن يبقى ايمن اشرف مع سعد امن وصبري دايما جاهز ما شاء الله، ليه ما وكريم الناحيه الثانيه. ايمن ظهر كمساك افضل من باك ليفت او لعب فتره كتير قوي مساك فنسي يعني وظايف الباك ليفت؟ انت جاوبت ايمن في حته المساك، لا لعب فتره كبيره قوي فيها فتحس ان هو المكان بقى حافظه بالظبط وارتاح كويس قوي، لكن ايمن لعبت من نوعيه اللعيبه اللي تطلب منه اي وقت موجود وعايز يادي ويادي كويس جدا، لكن هو في المساك اعتقد تبقى تقيل في المكان ده، بيلعب كويس قوي المكان ده، فانت محتاج حد في المكان ده هو وسعد يقفله المكان اللي دايما اخطر حته في الملعب هي الحته دي، وجود صبر رحيل معاك سليم الحمد لله، كريم لو بفكر في باسم كمان، باسم موجود على فكره ممكن تفكر في حد من قطاع الناشئين في التوقيت ده تطلعه في المركز ده او في المكان ده، ولا ما تحبسش الفكره دي في التوقيت ده؟ لان البعض برضو ممكن، انا يعني عايز اقول لك برضو نبض الناس، يعني بعض يقول لك ايه في توقيت معين لما بتلاقي بقى الفرقه مثلا مستواها الفني مش ولا بد ممكن تطلع 2-3 عناصر من قطاع الناشئين حصلت في فترات سابقه ولاعيبه اثبتت وجودها، هل المرحله دي ممكن تستعين بلاعب او اثنين من مواليد 97؟ بس ما تقوليش اسمه ايه، انا بس لا مش هقول اسامي، استعين بلاعب واحد بس ممكن على فكره، يعني في لعيب ممكن تستعين بيه في التوقيت ده ويسد لك صاره كويسه ولاعيب كويس جدا دفاعيا جداً. ولا هجوميا؟ دفاعيا هجوميا مش محتاج، هجوميا انت الاماكن موجوده كتير جدا او العناصر موجوده كتير، لكن دفاعيا انت عايز حد في الحته دي موجود وراجل مستواه ممتاز هايل طبعا، لكن هي دايما في الاخر وجهه نظر مدير فني تحترم تماما، لكن عندك المواليد 97 مع كابتن عادل، لا في بعض لعيبه كنا احنا جبناهم نهايه الموسم والموسم ده موجودين وانا مصر ان هم لو اخذوا فرصه هيلعبوا هيبقوا كويسين، مش لسه انا هستنى عليه كتير، لا هو مبدئيا كان بيلعب دوري ممتاز فما يخش، لكن هي دايما التوقيت يا محمد مهم جدا، ازاي تدفع بلاعب ناشئ مع الفريق الاول، اوقات بيبقى غصب عنك في الاوقات اللي احنا فيها دي بتدفع بلاعب ممكن يبقى على قد المسؤوليه ويكمل ممكن، لكن دايما يحبس لما تلعب حد من الناشئين في ظروف حلوه في الفرقه كلها كويسه يظهر كويس، هو سنه هو كويس كمان كويس، لكن الظروف دايما بتحكمك، يعني انت بتقول مثلا نبض الشارع بيقول ممكن استفيد، ممكن يعني ممكن حد يطلع من الناشئين واحد يلعب بوسط الفريق مش هيحصل حاجه، ما اعتقدش ان هيحصل حاجه خالص بالظبط، مش هيخسر حاجه، لكن زي ما بقول لك انا دايما هي حته التوقيت مهم قوي او حته الظروف المحيطه بالفريق دلوقتي. خط الوسط واحنا بنتكلم في تشكيله بتروجيت ممكن حسام عاشور ولا اكرم وهشام ولا هشام ولا اكرم بجوار عاشور، شايف برضه المشهد ده ازاي؟ عاشور مع عاشور طول ما هو سليم هو موجود لا غنى عنه، لا طالما سليم لا غنى عنه، ما ينفعش عاشور ده ركيزه اساسيه موجود، زي ما بتكلم احمد فتحي زي ما بتكلم على عاشور زي ما بتكلم على وليد، لا ناس موجوده بتفرق معاك تمام، فاكيد عاشور يبقى موجود، الحته الثانيه ممكن هشام زي ما شايف كابتن محمد، ممكن اكرم ممكن يقلبها خالص ويروح لعب كريم ويلعب بس يلعب باسم بقرايت ويحط كريم ليفيد ديفندر ممكن. الخيارات دي مع ضغط المباريات وتواليها مدى تاثيرها على الفرقه بشكل فني؟ حته التاقلم بس انك ما تشيل يعني ما حبس انك تغير كتير، يعني ما حبس غير في الملعب كتير خصوصا في الخطوط، لكن لو مضطر زي الفتره اللي انت فيها دي ما انت ما عندكش حل تاني،
الى جانب اللي الناس هتغيرها دي، اعتقد ان هو في فورمه كويسه هيقدر يأدي كويس. يعني بس انا بتكلم على كريم بيلعب ناحيه اليمين، كنت تحط في نص الملعب تستفاد منه في نص الملعب زي ما انت عايز، هيأدي كويس بقاله فتره بيلعب، خصوصا لما يكون حد لعيب جاي بقاله فتره محتاج تصبر عليه شويه. يعني ما ينفعش يبقى في خط بالكامل مثلا في اثنين ما لعبوش قبل كده، بتبقى مشكله الا لو مضطر، لكن لاعب ممكن تغيره في خط لا مش هيحصل حاجه. طيب هيغيب عنك صلاح محسن بشكل اكيد مباراه بتروجيت، وبرضه ظروف وليد ازارو لسه مش واضحه بشكل كبير، بس لو نفترض لا قدر الله اذا غاب مش هيكون عندك غير مروان محسن في الخط الهجوم الامامي يبدا اساسي. ما هي دي المشكله، لكن هيبقى عندك مشكله على الدكه، مش هيكون في فيرويد. هي دي المشكله بقول لك بتمنى ما اعرفش هل هو ممكن يستعين بحد من الشباب ولا لا، وكانت محمد بيفكر فيه او ممكن يلاقي حل من الناس اللي موجوده، لكن هو دلوقتي على كلامنا دلوقتي هو مروان بس محسن هو المتاح كراس حرب بس، لكن ما فيش حد تاني يعني اساسا ما اعتقدش. يعني محمد شريف ما قدرش يلعب راس حربة، لا بعيده شويه، صلاح محسن اصابه، وليد بتمنى بس وليد ازارو ممكن ان شاء الله يلحق يبقى الامور، اعتقد يبقى الامور احسن بكتير. الحاله النفسيه لوليد ازارو دلوقتي يا كابتن علاء، يعني وليد يقدر خلاص بقى في مباراه محليه وموجود دلوقتي في مصر بعد نهايه مشوار الاجنده الدوليه مع المنتخب المغربي، ما كانش متواجد في البطوله العربيه او يعني جه حتى في اللحظه الاخيره ان هو كان وصل ليله المباراه متاخر بالظبط، يعني وصل الساعه 11 بالليل والمباراه كانت ثاني يوم بالظبط، فنقدر نقول وليد بقى يكون جاهز في المباريات القادمه، لكن حالته النفسيه ايه في الفتره الحاليه؟ لا اتكلمت مع وليد؟ اتكلمت مع لا نفسيا ما فيش حاجه، لا 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 وليد راجل محترف، عدى بظروف دي كتير قوي، هو سنه صغير لكن هو عارف امتى 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 اتعامل مع المواقف اللي عندي فيها كويس قوي، لكن لما وقفت واتكلمت معاه ما فيش حاجه خالص، بس حته الاصابه اللي جات له في قدم الرجل دي هي اللي بعدها خليها صعبه حتى يلبس الحذاء بتاع الكوره، مش قادر، لكن دي من حوالي ثلاث ايام تقريبا، لكن اعتقد وليد عايز يلعب، وليد نفسه يلعب، ولو هيقدر يلعب ويتحمل نفسه اعتقد ان هو هتلاقيه مباراه بودروجيت، وبودروجيت مباراه مهم حتى لو مش موجود اساسي، مروان موجود هيأدي، لكن يبقى عندك ورقه رابحه بره، وما شاء الله وليد ازار وحاجه ممتازه طبعا، يعني عنده الدوافع، عنده التحدي جدا طول عمره من يوم ما جه النادي الاهلي وعنده الدوافع، تحس ان هو حتى بعض الناس يقول لك الراجل ده تحس انه متربي في النادي ده، متربي في النادي ده من غيره والدوافع اللي عنده، دوافع حتى شخصيه، ودوافع عشان النادي وعشان فريقه وعشان هو نفسي، وده مش عيب على فكره، دوافع شخصيه اللي انا شبقى كويس دي احسن حاجه. انا بتعمد اسالك على وليد بس في الجزئيات الصغيره دي، لان انا عايز اوصل للناس رساله ايه اللي جوه اللاعب او ايه اللي جوه وليد ازارو تحديدا. وليد جواه لعيب غيور جدا 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 على النادي الاهلي، غيور على نفسه، عايز يبقى على طول كويس، عايز يبقى دايما الاحسن، ودي احسن حاجه في لعيب كره القدم، لما جواك عايز دايما انا ما عنديش حاجه اللي انا وصلت لحاجه، لا انا عايز ابقى احسن، عايز ابقى احسن، دي ممتازه، لو كل الناس كده في الاخر فريقك انت هيبقى في احسن حال، ناديك هيبقى كالعاده نمره واحد، عشان كده بقول لك الدوافع الشخصيه اللي جواك دي او شخصيتك انت كلعيب يا محمد بتفرق معاك جامد جدا، ودايما بتدور على النوعيه دي، النادي الاهلي دايما بتدور على النوعيه دي، النوعيه اللي بيغير على نفسه، بيغير على التيشيرت اللي لابسه، عايز يبقى كويس، عايز يكسب، كل الحاجات دي يعني موجوده في وليد، انا ما بتكلمش على واحد بس عشان هو مش مصري، هي موجوده في وليد، موجوده واضحه جدا في وليد، زي ما بقول لك تحس ان هو متربي هنا متربي في النادي الاهلي من كتر الغيره والحماس، وعايز يبقى كويس وعايز دايما يكسب، مع ان ما شاء الله طبعا سنه صغير جدا 22 سنه ولا حاجه، ما شاء الله عامل يعني هو في مسيرته الكرويه الفتره الصغيره دي من وقت ما كان بيلعب في المغرب، عشان كده كان ملفت قوي، واحد مش عارف كان بيلعب درجه ثانيه ولا درجه ثالثه، راح نادي بقى هداف، بقى راح المنتخب الاولمبي، بقى هداف منتخب الاولمبي منتخب اول، فانت بتتكلم على نوعيه لعيب محمد اللي هو تقول لا اللعيب ده يا ريت يجي النادي الاهلي، فالحمد لله ما ربنا كرمنا وجبناه وبدا وتاقلم مع الفرقه، وكابتن حسام كان له دور كبير جدا لحد ما بقى وليد، وثقته في نفسه مهمه جدا، بس انا ممكن ابقى مدير فني انا بديك ثقه وبحاول ابقى اخليك كويس، بس انت من جواك مش قادر، فما لهاش لازمه، لكن انت النوعيه اللعيب لا نوعيه لعيب عايز يبقى كويس، عشان كده وبعدين زي ما بقول لك انا الموسم اللي فات 21 سنه وكان بادئ بدايه مش 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 هي دخلت ضغط وهجوم غير طبيعي، دي اللي انا عايز اوصل لها يا محمد، لما انت 21 سنه وفي النادي الاهلي وجاي محترف ويتضغط عليك كده وتخرج من كل الضغوطات دي بالانجاز الكبير اللي انت عامله ده، لا يبقى انت فعلا نوعيه لعيب ممتازه يتمناها اي نادي، فلا وليد نوعيه لعيبه انا عن نفسي بتمنى لعيبه كتير جدا زي ما بتكلم احمد فتحي، بقول لك نفسي احمد فتحي ده يبقى اربع خمس لعيبه في نوعيه احمد فتحي، هو ده هي دي
نوعيه لعيب النادي الاهلي يا محمد؟ دايما بتدور على نوعيه معينه بس. عايز اقول لك بما انك اتكلمت عن نوعيه اللاعب، انا في احدى السفريات في الرحلات الافريقيه كنت بتكلم او بسجل مع وليد ازارو، فبقول له كلمه تحب تقولها لجمهور النادي الاهلي. قال لي رد انا لغايه دلوقتي مش متخيله يطلع من لعيب بالشكل ده، وحتى زي ما بتقول سنه صغير ولسه اول مره يجي النادي الاهلي. قال انا عمري ما شفت ضغط جمهور بالشكل ده على لعيب بيلعب في فرقته بالطريقه دي. قلت له طب ده سلبي ولا ايجابي؟ قال لي الضغط ده البعض ممكن يشوفه سلبي، لكن انا بالنسبه لي بسطني جدا. ايوه انا بقولك ده اللي بتكلم فيه يا محمد، بقول لك انا وعيت واحد الضغوطات دي يا كابتن علاء ممكن تاثر عليك بشكل سلبي. قال لي بالعكس مطلعه جوايا كميه تحدي غير طبيعيه. بس هو ده اللي بقى عايز اوصله ده. مش وليد بقى عايزين النوعيه دي، مش وليد، فريق النادي الاهلي في اللحظه دي او في الاوقات دي الضغوطات اللي عليك دي بما فيهم ضغط مباراه امبارح، لا دي تطلع وحش من جواك، وحش يطلع كده من جواك تقول لا انا الضغوطات دي ما تاثرش فيا لسبب بسيط جدا هفضل اقول على طول حضرتك في النادي الاهلي. بس يكفي الكلمه دي، لو عرفت قيمه الكلمه دي وعرفت الفانيله النادي الاهلي قد ايه عزيزه وقد ايه غاليه، كل الكلام اللي بيحصل حواليك ده ولا هتحس بيه. يعني بص رد وليد عامل ازاي، لا انا عايز بقى ان شاء الله كل فريق يعرف كده، كله كده. طيب بمناسبه وليد، يمكن لسه في خبر نازل على الموقع الرسمي ان غدا ان شاء الله وليد ازارو هيخضع لفحص طبي عشان نشوف امكانيه مشاركته او من عدم مشاركته في مباراه بتروجيت. فحتى موقف وليد لسه غير واضح، غير يعني واضح يعني لسه بكره هيشوف الجهاز الفني ان شاء الله يا رب يبقى يقدر حتى لو شارك لو لجزء هيفرق وجوده حتى كمان. طيب داخل عليك انتقالات يناير وعندك فرصه، انا برضه عمال احسب الحسبه، عندك عدد لعيبه 25 انت مكمل القائمه، في لعيب على قائمه الانتظار، القائمه الافريقيه 23 هتحط 7 لعيبه. طب السبع لعيبه هل هتعتمد على لعيبه من قائمه الانتظار ولا هتجيب صفقات؟ طب الصفقات اللي انت ممكن تجيبها يعني عايز اخد بالمقياس للمتاح حسب القوانين وحسب اللوائح، هل الاستبدال مفتوح ولا انت مطالب انك تكمل لغايه 30 في يناير فبالتالي هتجيب 5 صفقات؟ الامور دي يا كابتن علاء بتشوفها ازاي وازاي تستفيد منها في التوقيت الحالي عشان قدر الامكان تحاول تعدي المرحله اللي انت فيها؟ لو انت في مرحله 40% توصل قدر الامكان ل 70 او 80%، مش هتوصل ل 100% الا بعد نهايه الموسم. يعني عشان بس تبقى القصه واضحه، انت عشان تغير الشكل او تظبط شكل الفرقه مش هيحصل الا مع بدايه الموسم القادم بانتقالات صيفيه جديده. لكن الفتره دي انت محتاج صفقات، وصفقات تلي باسم النادي الاهلي الفتره دي، حتى لو ممكن تبقى الاسعار مبالغ فيها شويه، لكن انت مضطر تعمل صفقات. تمام. صفقات، لان الناس كلها مستنيه يناير يكون في شكل جديد للنادي الاهلي، في لعيبه جديده في النادي الاهلي، فدي لازم يا محمد ان شاء الله هتتعمل واكيد هتبقى مفيده ليك انت ليه الفتره دي، انك هتكمل للموسم القادم ان شاء الله. عشان كده بقول لك مش هيعدي شهر واحد ده ان شاء الله غير في صفقات كويسه جدا للنادي الاهلي ان شاء الله تعجب الناس، وان شاء الله تبقى ليها تاثير كويس في الفريق نفسه. حضرتك من انصار اللاعب اللي يجي يكون لعيب جوكر؟ انا بحب اجيب لعيب يلعب اكتر من مركز، وخصوصا لو متاح. ليه لا؟ بالعكس حاجه مفيده جدا. مفيده انت كمان ليك كنادي، ليك كمدير فني، بتكسب اكتر من مركز. يعني كل لعيب مركز ماشي، لكن في اماكن في لعيب يحل لك في الملعب مثلا مركزين، ممكن ثلاثه. احمد فتحي بيحللك 4 مراكز في الملعب، عشان كده هو احمد فتحي دايما بتدور دلوقتي، دايما بتجيب اللعيب اللي ممكن يحللك مشكله واثنين، هو ده اللي بتبص عليه في الاول. لو مش موجود خلاص بتجيب اللعيب اللي هو انت محتاجه. طيب هو متاح داخل مصر؟ طب متاح خارج مصر؟ ده سؤال؟ طيب متاح جوه مصر. وده خارج مصر؟ جوه مصر. بس وفي الخارج متاح؟ وفي الخارج في متاح. طيب سؤال اخير واحنا بنتكلم في الفتره الحاليه يا كابتن علاء، اتفضل. 7 مباريات الباقيين في فتره شهر ديسمبر، لان شهر ديسمبر انا بعتبره شهر حاسم في شكل المنافسه. دي حقيقه. يفرق بنسبه كام لكام؟ وانت لسه المشوار طويل، يعني حتى لما تلعب السبع مباريات انت لعبت بالظبط 13 مباراه من اصل 38، لسه عندك عدد كبير جدا من المباريات. هو مش هيفرق في شكل البطوله يا محمد، لكن هيفرق في شكلك انت كنادي اهلي الفتره دي. الفترة دي مباريات كتير جدا، لكن محتاج عشان هي جت في الفترة اللي فيها اخفاقات شوية، تعرف لو الفترة دي يعني كنت واخد بطولة افريقيا وبطولة عربية ماشي كويس قوي، كان الأمور تبقى حلوة جدا، مفيش أي مشكلة خالص هتأديها، مفيش أي مشكلة، لكن هي جت فترة بعد اخفاق، عشان كده أنت بتدور
تاخد منها كل المكاسب، لان الدوري لسه طويل قوي. انا ما ببصش على الدوري دلوقتي، لكن انا عايز الفتره دي هاخدها لوحدها كده بس، باكج كده بس تطلع بيه ازاي، اطلع منه ازاي بمكاسب. مكاسب يبقى هو ده اللي هيخرجني دلوقتي، مكسب مباراه في الثانيه في الثالثه خلاص، اللي هو الطبيعي بتاع النادي الاهلي. مع يناير ان شاء الله بنخش عليك تعمل الصفقات بتاعتك، الامور اعتقد هتحسن بشكل كبير جدا 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 جدا، وما عنديش شك في الكلام بقوله ده خالص. يعني انا ما عنديش اي شك في الكلام بقوله ده، الامور هتحسن وهتبقى احسن ان شاء الله. بس هي الترتيبه كده، خدها قطع قطع زي ما بقول كده، خد الفتره بتاعت المباراه المؤجله دي يا محمد، تخرج منها، تخرج منها بمكاسب. المكسب خلاص الرؤيه تبقى هاديه والامور كلها تبقى كويسه، تبدا تشوف انت عايز تعمل ايه. يناير تعمل صفقاتك، تظبط فرقتك، خلاص كل حاجه تبقى كويسه، تبدا بقى بدايه جديده، عينك على دوري، على افريقيا، تخش فانتي فيها، كاس مصر اللي هو الطبيعي، الطبيعي بتاع لو افريقيا هتكون متلاحمه بالظبط. انا بقول لك 32 الشهر الجاي يناير دول المجموعات خلاص. ما انا عشان كده بقول لك، بقى خلاص الطبيعي بتاعك بقى، عشان كده بقول لك مهم قوي حته الصفقات دي، عشان بطوله افريقيا والمباريات الكتيره قوي اللي انت هتبقى ملتزم بيها. كلمه اخيره تحب تقولها يا كابتن علاء، ولو في رساله تحب توجهها للعيبه وللفرقه في التوقيت الحالي، لان عندك مباراه بتروجيت، اكيد المكسب مش هيفرق بس لا هيفرق معاك كتير كتير قوي على الاقل على المدى القصير خلال الفتره الجايه. لا، وانا لو هوجه رساله طبعا اكيد هوجه رساله لجمهور النادي الاهلي، اقول لهم اكيد الفتره احنا فيها دي اكيد هم زعلانين جدا، لكن على قد زعلهم قوي على قد انا هطلب حاجه انا عارف ان هي موجوده والله، خليكم دايما مع فرقكم في ظهر الفريق، في ظهر فرقكم، لان اكيد لازم تعرفوا انتوا قد ايه مؤثرين جدا 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 في فريق النادي الاهلي، واكيد الاجيال الكتير قوي اللي كانت بتفرحكم دايما وانتوا تفرحوا معاهم اكيد كل حاجه هتيجي، لكن دايما انتوا في الاوقات الحلوه موجودين، في الاوقات الوحشه القليله قوي الحمد لله على فكره القليله قوي يا محمد موجوده في النادي الاهلي موجودين. بتمنى يا رب ان شاء الله الفتره القادمه تبقى فتره افراح كلها يا رب، وناخدها زي ما قلنا كده يا محمد مباراه مؤجله ان شاء الله تبقى فتره افراح لجماهير النادي الاهلي، وتبقى الحته الغمامه السوداء دي عدت، وانا متاكد ان هي هتعدي يا رب باذن الله، وان شاء الله ناخد منها كل حاجه ايجابيه. المره الثانيه بقول لهم يعني اكيد زعلانين، لكن دايما احنا طماعين ان انتم موجودين حوالين الفرقه، واللي انتم تعرفوا انتم مؤثرين جدا معانا. كابتن علاء مهوب كاحد العلامات التدريبيه في النادي الاهلي في الكره المصريه، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار، وكل التوفيق ليك يا رب الفتره القادمه للنادي الاهلي. اشكرك يا محمد، شكرا شكرا جزيلا. كان حوار فني معنوي نفسي اكتر مع كابتن علاء مهوب، احد المدربين العلامات الكبيره في الكره المصريه وفي النادي الاهلي، دايما له وجهات نظر فنيه محترمه حتى في اختيارات اللاعبين او في الرؤيه المتعلقه بفريق كره القدم. كل التوفيق يا رب للفريق خلال المرحله القادمه، الفترة الحالية مش محتاجين إلا وعي الجمهور وحضور الجمهور ومساندة الجمهور لفرقته، لأن محدش هيطلع النادي الأهلي من الحالة اللي هو فيها دي إلا جمهور النادي الأهلي، ودايما بنراهن على وعي جمهور النادي الأهلي. هذا النادي ملك لمن صنعوه، ومن صنعوه هم مشجعوه. شكرا، وبعد الفاصل بإذن الله زميري أمير هشام والفقرة الحوارية الثانية في برنامج الأهلي الليلة. مستمرين معاكم مشاهدي متابعي قناه الاهلي في كل مكان. دلوقتي جت ميعاد الفقره الثانيه من حلقه الاهلي الليله، وهي فقره حواريه اخرى بعد الفقره الاولى الكابتن علاء ميهوب، واللي كان حديثه مهم جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي في هذه الفتره الصعبه على الجماهير وعلى النادي الاهلي، واكيد كان حديث مهم جدا الكابتن علاء ميهوب. الفقره الثانيه مستمرين معاكم، وحديث اخر هام للغايه ولعبه اخرى هي رياضه الملاكمه، علشان كده بيسعدني ان يكون معايا في هذه اللحظات الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمه. دكتور مساء الفل عليك، منورنا. مساء الخير حضرتك وسلام المشاهدين. الحمد طبعًا. لله تمام. وايضا بيشرفنا وينورنا كمان كابتن او مدربه المنتخب الوطني كابتن نادي عبد الحميد الحاصله على جائزه الابداع الرياضي كمان، ومبارك لها ومنورنا ومشرفنا. مساء الخير حضرتك، ربنا يبارك فيك. شكرا، الحمد لله. يعني
جزئية مهمة، والملاكمة بالتحديد رياضة مهمة جدا، وبالنسبة الفترة دي في إقبال كبير جدا عليها من الشباب المصري، وفي دروس برايفت كمان بتتعمل ليهم. لكن عايز أبتدي مع حضرتك عن هذه الرياضة بالتكريم الأخير لكابتن نادية وجائزة الإبداع الرياضي، رأيك فيها إيه وأهمية هذه الجائزة بتاعتها؟ والله طبعا أنا بشكر حضرتك وبشكر الكاست الجميل في قناة الأهلي إن يعني بيجيبوا ألعاب غير الكورة، فده حاجة جميلة جدا إن حضرتك تستضيفنا كلعبة مشهورة جدا ولعبة محبوبة جدا. شرف لينا طبعا حضرتك طبعا معانا، الله يخليك. فالشباب كلهم بيحبوا هذه اللعبة، بس هي عايزة إن إعلام شوية يضغط عليها. زي ما قلت لحضرتك الملاكمة من الألعاب المعروفة جدا لدى الشباب، وإحنا الحمد لله في 2018 إحنا بنعتبرها سنة يعني ماسية أو سنة ذهبية على اتحاد المصري الملاكمة، إن حققنا فيها أفضل إنجازات يمكن على مر 40 سنة. ابتدت الإنجازات بالفوز بالبطولة العربية للشباب كانت معمولة في المركز الأولمبي في المعادي، والفريق الوطني حصل على 9 ميداليات من 10 منهم 5 ميداليات ذهبية. وبعدين نفس الولاد الشباب دول راحوا إلى المغرب في البطولة التأهيلية اللي على مستوى أفريقيا، وخدوا وحصلوا على 3 ميداليات ذهبية تأهلوا بهم إلى الألعاب الأولمبية وبطولة العالم، وكان معاهم برضو ميدالية برونزية تأهل بها لبطولة العالم. وبعدين رحنا بعد كده لدورة البحر الأبيض المتوسط، كان الفريق الكبير حصل 3 لاعبين لأول مرة في تاريخ الملاكمة المصرية على 3 ميداليات ذهبية، والمركز الأول على كل البلدان في دول البحر الأبيض المتوسط. يعني حضرتك مصر الأول، بعديك تحتيك فرنسا وأسبانيا وتركيا وصربيا وتونس والجزائر والمغرب. في حوالي 20 دولة تحت مصر، كان الأول مرة ده يحصل في تاريخ إن الفريق الوطني المصري يحصل على 3 ميداليات ذهبية في اللعب البحر قبل المتوسط. وبعد كده رحنا لبطولة العالم للشباب اللي كانت معمولة في بودابست في المجر، وبرضو ولادنا أول مرة في التاريخ أيضا نحصل على ميداليتين في بطولة العالم. يعني احنا متوقع بنعمل مركز خامس بنعمل ميدالية، لما كان أول مرة نعمل ميداليتين أولمبياد في بطولة العالم كانت معمولة في المجر. طلعنا منها على بطولة أفريقيا، او بطوله افريقيا كانت قبلها 4 لاعبين وبنتين، والست جابوا ميداليات ما بين ذهب برضو وفضه وبرونز. وبعدين رحنا بقى الفاكهه بتاعه الرياضه كلها اللي هي الالعاب الاولمبيه، الحمد لله برضو وصلنا ب3 لاعبين اللي هو مروان وجودزيلا احمد جودزيلا ويوسف قرار، والحمد لله جودزيلا واحمد الصاوي احرز الميداليه البرونزيه ميداليه اولمبيه كانت جميله قوي برضه. وبعد ده بقى كله جت الكابتن ناديه، كانت هي بقى عملت الفاكهه بتاعت الانجازات اللي عملناها، والحمد لله ربنا اكرمها وحصلت على المركز الاول في الابداع الرياضي في التدريب الرياضي. الناس فاهم ان هي خدتها في الملاكمه، لا هي خدتها في التدريب الرياضي العربي، يعني طلعت الاولى او فازت بالمركز الاول على كل المتقدمين في هذه الجائزه الابداع الرياضي اللي حضرتك فزت بيها كمان في 2009 و 2010. احنا فزت فيها الحمد لله، انا فزت فيها كان 2009 كانت النسخه الاولى. النسخه الاولى كان احنا مقدمين تخطيط الاولمبي، الحمد لله قدرنا نحصل فيها برضو على المركز الاول، بس بقى بعد 10 سنين واحده من ولادنا ان تفوز بيها، دي حاجه كويسه جدا، ده دليل ان مصر زي ما بيقولوا ولاد. يعني انا فزت بيها من 10 سنين ونادي ما شاء الله حصلت عليها في 2018، انا حصلت على 2009 ونادي 2018. حضرتك سلمتلها الجايزه ولا؟ نعم حضرتك سلمتلها الجايزه؟ لا هي لسه، ده هم اتصلوا بيها، انا ساعدتها ان توصل للجايزه طبعا. انما هي حضرتك اتصلوا بيها في الامارات ان شاء الله، اعمل لهم تسليم الجوائز ديت هي واولادنا اللي فازوا، احمد الجندي ومحمد صلاح ومحمد صلاح النجم العالمي طبعا، ومحمد ايهاب نجم رفع الاثقال وسفري الاسكواش، كلهم رايحين ان شاء الله من خلال اتصالات بالناس في دبي، ان شاء الله هم رايحين من يوم 7 ليوم 9/1 لاستلام الجائزه من سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الوزراء وحاكم دبي. جائزه كبيره وببارك لك اكيد عليها، وعشان توصلي الجائزه دي اكيد عملتي مجهود كبير، لكن خلينا في البدايه نجيب القصه من اولها، البدايات كانت ازاي؟ القصه من اولها يعني انا بدات كلاعبه ملاكمه كان عمري 15 سنه تمام. ساعتها لعبت اول بطوله جمهوريه كان عمري حوالي 16 سنه تقريبا. كنا ساعتها لسه ما فيش لاعبات ناشئات، فكنا بنلعب في الدرجه الاولى على طول، فالحمد لله حصلت على اول جمهوريه.
استمرت جبت اول جمهوريه لحوالي 6 سنين، انضميت الفريق القومي بعد اول بطوله جمهوريه لعبتها، وشرفت ان كان مدربي والمدير الفني للمنتخبات القوميه دكتور عبد العزيز. بدايات كانت سله ولا دكتور عبد العزيز غنيم؟ قبل كده حاجات مش عنيفه قوي، فكان دكتور عبد العزيز غنيم كمان بيدربني في الوقت ده، كان ليا الشرف طبعا. وبعدين استمرينا الحمد لله. انا كنت لعيبه باسم مؤسسات العسكريه، فرشحني ليو مجدي اللوزي لان انا امتهن مهنه التدريب. والحقيقه يعني الفضل بعد ربنا بيرجع للدكتور عبد العزيز غنيم وليو مجدي اللوزي بدعمهم ليا ان انا اخد مجال التدريب وادخل في مجال التدريب. الحمد لله بعد كده دكتور عبد العزيز غنيم رشحني لتولي تدريب منتخب مصر للملاكمه. الحمد لله عملنا نتائج كويسه، وبفضل التخطيط الجيد للاتحاد المصري للملاكمه والناس اللي شغاله فيه كلها، الحمد لله عملنا موسم تاريخي للملاكمه المصريه وعملنا نتائج طيبه الحمد لله. والموضوع يعني ما كانش سهل بالمره، اكيد طبعا. يعني طبعا فكره ان يعني مدربه بتدرب ملاكمه واولاد، فالموضوع كان الاول صعب، بس طبعا بدعم الناس المحترمه في الاتحاد طبعا برئاسه دكتور عبد العزيز. هنيجي لجزئيه التدريب طبعا ومسند دكتور عبد العزيز غنيم، لكن البدايه وانت داخله او انت فكرتي تلعبي ملاكمه، هل كان في صعوبات واجهتك؟ مثلا العائله ممكن كان يبقى ليهم الراي، بما ان يعني الثقافه عندنا هنا في مصر بنت مثلا بلاش رياضات عنيفه، الامور ده جت بالنسبه لك ازاي؟ والله هي شويه يعني الاسره عندنا دوني يعني من صغري دوني حريه ان انا اتصرف زي ما انا عايزه طالما بتصرف صح. فالموضوع طبعا فكره ملاكمه صعبه شويه بالنسبه للبنات، بس خلينا نقول انها رياضه زي اي رياضه، يعني البنت بالعكس هي بتعلم بنت ازاي تدافع عن نفسها، ازاي يكون عندها سيلف كونفيدنس ثقه في النفس وكده. فالموضوع ما كانش بالمره يعني سهل ان الواحد يخوض التجربه دي، بس بدعم الاسره وبدعم الناس اللي حواليك اكيد الموضوع بيكون اسهل. اكيد طبعا. طب دكتور عبد العزيز، بما اننا كنا بنتكلم طبعا مع كابتن ناديه وهي مدربه المنتخب الوطني، اختيار المدربين للمنتخب الوطني وكمان اللاعبين ازاي بيتم الاختيار ده، وايه الاسس والاستراتيجيات اللي انتوا من خلالها بتختاروا الاختيارات دي سواء على صعيد المدربين او اللاعبين؟ شوف حضرتك، احنا عندنا منظومه محترمه جدا في الاتحاد المصري للملاكمه، مجلس اداره محترم، وناديه من المدربين اللي احنا دفعنا بيهم الى الحصول على الشاره الدوليه او النجمه الدوليه الاولى، هي دلوقتي معاها نجمه الدوليه الثانيه. فاحنا بحضرتك بنمشي في محاور متعدده. تمام. محور حكام برئاسه المهندس كمال عبد السلام، محور حكام مصر تحكيم. تحكيم حكام في اللي عندنا لجنه محترمه قوي، المهندس كمال عبد السلام هو رئيسها. تمام. وبرده ساعد الحكام 14 حكم دخلوا دوره وخدوا الدوره النجمه الاولى. كان احنا اول مسكنا الاتحاد كان في 3 حكام دوليين فقط، ومره واحده نجحنا 14 حكم في دوره دوليه. واصبح هنا الحكام ادي خط الحكام ماشي، وفي خط بقى الاستراتيجي او الهدف او عشان الفوتشر او عشان المستقبل، ده مجلس الاداره اللي بيضعه وانا معاهم. والدكتوره ماجده اسماعيل كان برضو من احد الدعائم الاساسيه اللي طلعت ماجده كانها تساعد فيها انها تبقى مدربه يعني. وعندنا مجلس اداره محترم جدا، النهارده كنا لسه عندنا اجتماع في مجلس الاداره وكل الناس هنونا بتولي الكابتن ناديه بهذا الموضوع. وبعدين عندنا مستوى الثالث المحور الثالث اللاعبين. احنا حضرتك بنعمل بطولات جمهوريه، بنختار افضل العناصر سواء اللي فاز في المركز الاول ما فازش، وبندخلهم زي ما بيقولوا مفرمه ثاني. يعني الثلاث ولاد دول احنا وصلنا بخمس ولاد رحنا بيهم افريقيا. اقول لحضرتك والله يا كابتن احنا اخترناهم من 1000 ملاكم. 1000 ملاكم، عدد كبير. عملنا تجارب لمده 3 سنوات ونص، عملنا 23 تجارب و8 بطولات رسميه على مستوى الجمهوريه. من 1000 ملاكم وصلنا بالخمسه دول اللي هم الثلاثه منهم اللي تاهلوا للالعاب الاولمبيه وبطوله العالم، ودي المكسب كوت او ده العدد الاقصى للتاهيل. يعني في واحد يقول لك ده ما خدوش 4 ليه؟ ده يعني ده ممنوع اي دوله في الاولمبيات اللي الشباب يتاهل باقصى عدد 3، يعني 1 أو 2 أو 3 بس. ده اقصى عدد. ده بالنسبه للشباب. احنا برضو الفريق الكبير بنعمل له تجارب وبنعمل له بطولات دوليه عديده، وبنعمل معسكرات داخليه او خارجيه، وبرضو باستمرار بنعمل كومبيتيشن او بنعمل منافسات بينهم عشان يفضل الملاكم تحت الضغط التنافسي. لان الملاكم لو اتمرن بس
ما ينفعش، لازم يتمرن يبقى في عنده تارجت او عنده هدف يشتغل عليه. فلازم هنا بنقول له مثلا احنا بنعدك لدوره العاب البحر المتوسط، احنا ده الهدف اللي كان الاساسي في الفتره اللي فاتت، وخدنا ثلاث ميداليات ذهب، فبنريح الناس شويه وبعدين بنعمل معسكر ثاني ونعمل تجارب ثاني علشان التارجت اللي بعد كده اللي هو التأهيل الى الالعاب الاولمبيه 2020. فعندنا ثلاث محاور لو الحكام والمدربين واللاعبين. ابرز الانديه اللي بتدعم المنتخبات المصريه في الملاكمه؟ والله اقول لحضرتك حاجه، كانت المؤسسات الرياضيه طبعا العسكريه ما شاء الله هم طبعا هم التوب دلوقتي، وبرده في بعض بقى الانديه اللي صعدت زي مركز شباب المعادي والسمبلاوين والترسانه، ففي بعض النماهيه اللي مسيطر على النتائج دلوقتي هي المؤسسات الرياضيه العسكريه، لان عندها جيش من اللاعبين وجيش من المدربين وبيصرفوا كويس على اللاعبين. طيب كابتن نادي، اكيد كان ليكي قدوه معينه، شخصيه معينه انت كنت معجبه بيها، اديتك حافز ودافع ان انت تخوضي في البدايه هذه الرياضه وكمان تبقي مدربه للملاكمه. تمام. هو خلينا نقول ان 99% من الملاكمين قدوتهم محمد علي كلاي. أكيد. يعني اكيد طبعا. يعني في 1% الباقيين بيحبوا تايسون يعني. فطبعا قدوه الملاكمين طبعا محمد علي كلاي، بجانب ان وانت لاعب دايما بيبقى محمد علي كلاي. بعد كده لما بتدخل في مجال التدريب او كده بتبص على الناس اللي عملوا نتائج كبيره في التدريب ونتائج كبيره لمصر. يعني طبعا قدوتنا دكتور عبد العزيز غنيم واربع ميداليات اولمبيه. خمسه تنسي ولا ايه؟ في التدريب تعتبر واحده واحده كمان. وطبعا دكتور رئيس اتحاد، بنكلم حضرتك مدرب يا ريس، مدرب باربعه. تمام. لا انجازات كبيره بصراحه عملها طبعا. فطبعا هو الموضوع كمان ان احنا مهم قوي ان احنا نتعلم من الناس اللي عندهم خبرات اللي قبلنا، سواء كانوا لاعبين واحنا بنلعب. يعني بقول دايما اللاعب يعني حاول تتفرج على الفيديوهات، حاول تشوف، حاول تقلد، حاول تشوف مين الستايل بتاعه ممكن يمشي مع الستايل بتاعك. واحنا مدربين لازم نتعلم من المدارس الكبيره ومن المدربين الكبار اللي اثروا الحياه الرياضيه بنتائج كبيره. والمدارس اللي زي مدرسه كوبا اللي الاتحاد المصري للملاكمه فيه خبير يعني اشتغل فيه من كوبا، والمؤسسات العسكريه بتوفر برضه، لان كوبا هم رقم واحد في العالم في الملاكمه. فاحنا استفدنا منهم وبقى لينا اسمنا وبقينا مدرسه يعني في الملاكمه دلوقتي بالنسبه لمصر. في فرق ما بين ممارسه الملاكمه في مصر وفي اوروبا من وجهه نظرك؟ والله هي خلينا نقول يعني لو بصينا على يعني احنا عندنا الماتيريال بتاعه اللاعب، الخامه بتاعته تعتبر هايله جدا خصوصا في مراحل الشباب والناشئين بسبب العوامل المعيشيه والعوامل الظروف الجويه والكلام ده كله. اوروبا بتتفوق علينا بحته بقى الامكانيات الكبيره والحاجات الحديثه، بس الحمد لله احنا اللعيبه بتوعنا اتغلبوا. يعني احمد جودزيلا كسب لاعب امريكا في اول بطوله يسافرها دوليه، كسب لاعب الولايات المتحده وجاب ميداليه ذهب في بطوله بلغاريا الدوليه. فاحنا عندنا خامات كويسه هايله جدا، بس طبعا طرق التدريب بتختلف من دوله لثانيه. يعني الجانب الروسي مختلف عن كوبا عن اوروبا، احنا عندنا المدرسه المصريه شويه مختلفه شويه يعني. طب ده هيخليني اسال دكتور عبد العزيز غنيم، يعني ليه ما يتمش تطوير طرق التدريب بما يوازي لممارسه الملاكمه في اوروبا؟ ليه ما يتمش او نحاول او هل هيكون في محاوله لتطوير طرق التدريب هنا في مصر عشان يكون في تطور اكتر وفي نجوم اكتر وابطال اكتر؟ لا هو مش محاوله، احنا فعلا بادئين هذا الكلام من خمس سنوات من ساعه ما بقيت سكرتير الاتحاد. انا قعدت اكتر من 20 سنه مدير فني وسافرت العالم كله وكان ليا احتكاك مباشر بالمدارس المختلفه. الدليل على كده ان احنا عندنا مدرب كوب القوات المسلحه موفره لينا مستر اولزيس عشان بيشتغل مع الفريق الكبير، وكنا احنا جايبين خبير كوبي تاني يشتغل مع فريق الشباب لغايه بطوله العالم. فاحنا عندنا احتكاك كبير بالمدارس المختلفه وبنعمل مسارات خارجيه كتير جدا، بس هي دلوقتي ديك ذات اليد زي ما بيقولوا، ما بنطلعش دلوقتي مسارات زي الاول. يعني احنا في لغايه 2016 كنا تقريبا بنعمل كل ست شهور معسكر خارجي، وعملنا قبل الالعاب الاولمبيه بريو عملنا ثلاث معسكرات في كوبا خلال سنه واحده. بس كانت الاسعار او كانش لسه سعر الصرف زاد زي دلوقتي. كان الاول اليورو دولار كان يعني كان زي ما بيقولوا على موجود، يعني نقدر نسافر، انما دلوقتي الاسعار هي بره شوي. لا يعني هي بره بس الاسعار هنا مختلفة اختلف شويه. فاحنا دلوقتي مثلا قبل الالعاب البحر الابيض المتوسط
عملنا معسكر الاسبانيا لمده 15 يوم وهو ده اللي كان ليه التاثير المباشر ان احنا عملنا ثلاث ميداليات ذهبيه في العاب البحر المتوسط. وعندنا الجهاز التدريبي ما شاء الله، احنا عندنا الكابتن سعيد حسن هو رئيس الجهاز التدريبي ومدير الفني للفريق الكبير، وتحتيه اكثر من 20 مدرب احنا بنستعين بيهم في السفريات وبنستعين بيهم في التدريب. وحطيت انا حاجه جميله قوي، قلنا في فريق الشباب والناشئين المدرب اللي يدخل 2 لعيبه او 3 لعيبه الفريق الوطني يخش معاهم يساعد معاهم، عشان بنعمل تحفيز للناس تشتغل كويس، وبنعمل تحفيز للناس وصفرنا مدربين مع اللعيبه بتاعتهم اللي هم بتوع الانديه. عملنا حاجه تانية كمان، قلنا المكافآت حتى اللي تيجي من الوزاره مدرب النادي بياخد جزء منها. يعني انا بعمل تحفيز كبير عشان الناس تشتغل وعلى الناس تعمل. انما زي ما النادي قالت ان عندنا خامه جيده جدا وعندنا لعيبه كويسين وعندنا مدربين هايلين جدا، بس عايزين يعملوا اكتف شويه، عايزين يشتغلوا شويه. وانما احنا حضرتك فاتحين اتصالاتنا مع الدول المختلفه ومع كل المدارس الاوروبيه سواء كوبا او الدول الروسيه اللي هم بيعتمدوا برضه على المدرسه الروسيه العنيفه بقى، فاحنا بنستفيد من الكل. وده كده بقول حاجه، عندنا مدرب كوبي وان شاء الله احنا نجيب مدرب كوبي كمان للشباب اللي احنا بنشتغل عليهم دلوقتي اللي هم مواليد 2004 2005. زي سيادتك في اول لقاء من قلت حاجه، احنا عملنا قرار ما بين 1000 ملاكم وصلنا ل 5، هنكررها تاني مع مواليد 2004 2005 عشان ان شاء الله يتاهلوا الاولمبياد 2022. مهم ان احنا نستعين بمدربين اجانب، وايه الفرق كمان ما بين الاجانب والمصريين؟ لا هو ما فيش فرق كبير، بس المدرب الاجنبي لما بيجي بيبقى مركز قوي وفاضي قوي وقاعد للحته دي. انما المدربين المصريين عندنا فينا عندنا بعض العواطف، انا نازل النهارده عندي مشكله، عندي اجازه خميس وجمعه. المدرب الاجنبي قاعد، فممكن يبقى في لاعب واحد قاعد هو يدربه. انما هو المدربين المصريين كويسين جدا طبعا. بس هو المدرب الاجنبي مطلوب في مرحله معينه، خصوصا لما بتكون انت بتبني فريق. هو بيبقى متفرغ تماما للحته دي، ما عندوش عواطف، ما عندوش معلش انا نازل النهارده اصل عندي ظروف، لا هو قاعد متفرغ تماما للتدريب، خصوصا لما بنبني فريق زي ما بنينا فريق 2000 و2001. ان شاء الله الفتره الجايه عندنا 2004 2005، واحنا دلوقتي بنسعى مع الاتحاد العربي ان شاء الله برضو مصر تنظم البطوله العربيه الثالثه، ثالث سنه على التوالي تنظم في مصر اللي هي مواليد 2001 و2002، وان شاء الله تبقى في المركز الاولمبي في المعادي. ويا ريت حضرتك تشرفونا في شهر فبراير القادم باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن ناديه، اكيد انت كسيده كان في صعوبات واجهتك سواء كلاعبه او كمدربه كمان دلوقتي، ايه ابرز الصعوبات دي؟ هي صعوبات كلاعبه بتواجهك، فكره انك لا هلعب ملاكمه، لا مناخيري هتتكسر، لا هتعور، لا البنت موضوع، لا البنت بتلعب رياضه الاول، في اول ما بنلعب طبعا مش بندخل فايت او بنلعب ماتشات، بنتعلم الديفنس، بيبقى في طبعا وسائل حمايه لينا وكده. بجانب تاني حاجه شويه الكالتشر بتاع المجتمع ثقافته عن الملاكمه، لا ملاكمه بعد شويه اول ما بيحصل بنعمل بطولات بمستوى بتاعك بيرتفع او كده بتبدا النظره بتختلف، والناس لا طب انا عايز اجرب انا كمان، تبدا الموضوع ينتشر. بجانب ان اول ما بتدخل في مرحله التدريب خصوصا لما يبقى المجال ما فيهوش مدربات سيدات، يعني لو مثلا نادر جدا يعني نادر صعب يعني انك تلاقي مثلا اول ما بدات انك تلاقي مدربه ملاكمه، ففكره انك تلاقي سيده بتدرب ملاكمه ودرب ملاكمه للشباب فالموضوع بيبقى صعب شويه. بس طبعا شغلك ونتائجك وادائك هو اللي بيرشحك انك تتقدم بعد كده، هو الناس المسؤوله بتشوف مستواك وبتشوف شغلك وبتشوف علاقتك في شغلك في التدريب وعلاقتك مع الناس وعلاقتك مع اللاعبين وسلوكك، بناء عليه بيتم ترشيحك لمستوى اعلى من كده في مرحله التدريب. اصعب موقف تعرضت ليه على مدار المسيره الطويله دي؟ اصعب موقف؟ وهي معايا في السوبر. ايه الموقف ده؟ كل المواقف مع دكتور عبد العزيز بتبقى صعبه الحقيقه، كل المواقف حرام عليك. كل المواقف لا يعني كل موقف معاه هو بيعلمنا منه حاجه الحقيقه، يعني بيعلمنا في حاجه. ايه ابرز موقف من المواقف دي؟ لا في الحياه العاديه طبعا. ما قلتيش انت هقولها. لا مش هقول. لا خلاص قول حضرتك. لا احنا كنا في الارجنتين كنا عندنا ضغوط عصبيه كثيره قوي، ان في لاعب خسر، يعني التحكيم بيلعب دور كبير قوي في نتائج المباريات. ففي حد خسر، فبصيت لقيت احنا خلصنا مباراه الساعه 6
فبسال على النادي قالوا لي نامت من الساعه 6 بالليل الساعه 6 الصبح. قلت انت بتهربي من الضغط العصبي المباريات اللي انا قعدت فتره طويله مدرب في الضغط العصبي بتاع مباريات والنتائج ويعني بتضغط. هي ما استحملتش عشان اول مره تطلع اولمبياد فنامت 12 ساعه فقلت خلاص سيبوها بقى نايمه للصبح. طب حضرتك اتفضلي. لا التحكيم الحقيقه في الاولمبياد كنا يعني ده اللي كنت عايز اسال فيه. عندنا ولدين لا عندنا الحقيقه المفروض كنا يعني الحمد لله على كل حال تمام بس كنا المفروض نرجع بثلاث ميداليات. بعدين لما يبقوا الولاد كمان انت معاهم بقالك فتره وكانهم يعني ايه كانوا ولادي او اخواتي الصغيرين فلما واحد بيخسر ظلم فبتبقى الدنيا صعبه قوي معاك طبعا. وبعدين خصوصا انت بتبقى عامل مجهود كبير وتعب تعب كتير قوي وتخسيس ويعني مجهود وقدم كل اللي عنده الولد فبيبقى مواقف صعبه قوي يعني الحقيقه. طيب دكتور عبد العزيز ليه التحكيم في الالعاب الفرديه بالتحديد بيبقى اخطائه كتير قوي؟ يعني من خلال متابعتي او من خلال يعني بحكم شغلي كنت بشوف العاب فرديه وكنت بنزل وبتفرج على البطولات وكده وكنت بشوف اخطاء تحكيميه كبيره جدا. ليه الالعاب الفرديه بالتحديد الاخطاء التحكيميه بتبقى واضحه وبتبقى كتير في نفس الوقت؟ الاسباب ايه؟ خصوصا في الملاكمه وخصوصا في لان حضرتك ما فيش معايير بتحكم الحكم. يعني هو بيقول لك يعني هو رايه يعني غير ما هو يقول لك رأي الراي كده انا بيقعد يتفرج على مباراه والكمبيوتر قدامه الاحمر محطوط على 10 والازرق محطوط على 10 فهو بيقعد يتفرج المباراه فهو بينزل هو من وجهه نظره ان سيادتك لازم يسيبك عند ال10 وانا خسران بينزلني عند التسعه فهو ده بيبقى يعني مستوى شخصي اكتر منه. طب حل الجزئيه دي ايه؟ ما هو في ناس كتير بتتظلم بصراحه يعني. ما هنعمل ايه؟ طب وبعدين ده كمان حطوا في القانون ممنوع البروتيست يعني ممنوع الاعتراض كمان يعني حطوها في القانون كمان ولا حتى بعد المباراه؟ الاول كان في ممكن تعترض تدفع $500 دلوقتي قال لك ما فيش اعتراض خالص بس احنا بنحاول بقى نوعي اولادنا سواء المدربين او اللاعبين يلعبوا بحيث ان زي ما بيقولوا يعني يركبوا المباراه من اولها يعني حتى ما يديش فرصه بقى للحكم لان انت في ايدك انت تعمل الكلام ده. عندنا بعض اللاعبين الكابتن بتقول عليهم دول هم يكسبوا بس ما امنوش مكسبهم. يعني في فرق بين المكسب وتامين المكسب. يكسب يعني الماتش بيبقى كده فرق عنه حاجه لا امن المكسب اطلع بيه شويه لان دايما اللي هو موت الجيم شويه يعني يعني ايه ممشي الجيم يعني ممكن انت تكسب ممكن انا اكسب هنا بقى تخش النواحي الشخصيه لا مش يعني مش عايز اسميها اخطاء نقول اهواء شخصيه يعني حضرتك يعني مثلا مصر بتلعب مع امريكا وفي ثلاثه من اوروبا مثلا قاعدين او مصر بتلعب مع روسيا وفي اثنين من الدول الروسيه قاعدين فبتبقى هنا فيها ايه اهواء شخصيه شويه انما احنا بنعلم اولادنا ان هو يبقى راكب المباراه او فارق شويه يامن مكسبه يعني انت تكسب المباراه زي ما هي قالت في اثنين ولادنا يكسبوا هم يكسبوا بس ما امنوش المكسب. التامين المكسب ده اهم تامين المكسب بيجي ازاي؟ هو بيدي له اشاره اخر 10 ثواني بيدق على الترابيزه كده الميقات المفروض في ال 10 ثواني دول انا اطلع بقى فيهم كل اللي عندي يبقى انا راكب المباراه يبقى سجلت اربع خمس لكمات ممكن اخرج اكسب بيهم الجول لان عندنا جول كمان اللاعب قبل المباراه يعني دي لازم يا فندم لازم دي الثقافه بقى اللي احنا بنديها له ثقافه الفوز وبنديهم برضه ثقافه الهزيمه يعني دايما ده شغل مهم جدا ده شغل مهم يعني انا بلعب في الاولمبياد في كل الرياضات انا بلعب في الاولمبياد ما ينفعش اما اخسر اعمل هيصه وازعق واعمل لفش الكلام ده عندنا ثقافه فوز وهزيمه فبنلازم الولد او البنت اللي راح تلعب مباراه لانها بتحمل شارة دوله وعلم دوله حتى لو اتظلمت وحتى لو اتغلبت لازم انزل وفي قنوات شرعيه نتكلم فيها طيب. انما مفيش اسمها يعني يخرج عن المالوف انما احنا حضرتك بنعلم الثقافه دي سواء ثقافه فوز او ثقافه هزيمه دي مهمه جدا أكيد. عند اللاعبين عشان كده بنعلم الاول المدربين وعملنا له منها ثلاث دورات تدريبيه دوليه بنجيب لهم احسن خبراء في العالم انا محاضر دولي بس ما ينفعش اشتغل في مصر يعني بحاضر في الدول الاخرى بس ما ينفعش احاضر في مصر تمام طيب خطه اتحاد الملاكمه للموسم ده عباره عن ايه؟ الموسم ده زي ما قلت لحضرتك في البدايه ده يعتبر الموسم الماسي او الموسم الذهبي او الموسم التاريخي للملاكمه المصريه زي ما قلت لحضرتك في البدايه الفتره الجايه ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك هنبدا ان شاء الله من 2019 بالبطوله العربيه الثالثه للشباب في القاهره وبعدين نبتدي بقى ننقل على الفريق الاول عشان نعده الى 2020 نكمل اعداده ل 2020 الخطه ل 2020 من دلوقتي بدينها من دلوقتي لا ده بدات من فتره اربع ثلاث اربع سنين جدا لان اكيد من دلوقتي ده استعداد قوي ده الاولمبياد بعد بكره بالظبط لا, لا, لا احنا بقول لحضرتك ما في محطات يعني احنا خلصنا الخطه لغايه البحر المتوسط فلازم الكيرف ينزل
أكيد. بينزل شهر شهرين ثلاثه تمرين بس ما فيش في كومبيتيشن. نبدا بقى من اول شهر يناير ان شاء الله في 2019 يبتدي الكيرف يطلع ثاني. يطلع ازاي؟ يطلع بالتنافس. دلوقتي هم شغالين على برنامج تدريبي في المركز الاولمبي في المعادي اللي موجود في مستر اورزيس اللي هو الخبير الكوبي اللي موجود للمؤسسات العسكريه والجهاز الرادار العسكري. بنحيي العميد حازم ان هو مدهولنا بيمرن ولاد الولاد المنتخب 80% منهم من المؤسسات العسكريه. طيب. فهو مدينا لهذا الرجل ومع الكابتن سعيد وشغالين تدريب عشان نبدا التنافس ان شاء الله في اول يناير ان شاء الله. دايما بالتوفيق يا رب ان شاء الله. يا كابتن ناديه عايز اسالك عن الفرق ما بين تدريب الشباب والبنات. طيب. ايه الفرق ما بين التدريب ده وده وايه الافضل لك كمدربه؟ اوكي بالنسبه للتدريب يعني هقول لحضرتك حاجه غريبه شويه. تفضل. استجابه البنت في التدريب اسرع من الولد. استجابه البنت برضه مفيش فايده يعني ده انت نجحت مع الشباب برضه والبنت اللي خلينا نقول الاستجابه حيزه شويه حيزه جدا استجابه طب اسمع بقى كلام الدكتوره ماجده بقى وخد البنات بالربيه. طب يلا استجابه البنت بيكون في استجابه سريعه نتيجه ان البنت بيكون عندها موضوع المرونه في الحركه او كده اسرع. لكن حتة انك توصل بنت لمرحلة البطولة الصعوبات مش بتبقى في الحتة الفنية. صعوبات في الحتة الاجتماعية. بالنسبة لمصر البنت علشان تجي لك التمرين لازم تكلم مامتها وباباها وخالها وعمتها وكل العيلة علشان تروح التمرين. فانت بتعاني علشان لو بنت مثلا الولد لو قلت له تعالى الساعة 3 بالليل تمرين هيجي مفيش مشكلة. فالبنت وبعدين ايه اللي هو ممكن البنت تجهزها وتشتغل معاها وبعد كده تلاقي مثلا باباها يقول لها لا ما تروحيش التمرين او ما تروحيش البطولة. فاللي انت كل اللي انت عملته بقى فيه مشكلة. طبعا. بجانب ان 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 كمان ال 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 الولاد يعني خلينا نقول لما تدربهم مدربه ده اللي انا نتيجه الخبره اللي اخذتها معاهم لما تدربهم مدربه بيكون في ما بينهم كيمياء. الولد بيكون في ارتياحيه في التدريب يعني ان هو بيكون في الموضوع بيكون مع المدربه مع المدربه المدربه بتطبطب عليه اصلا وانا مش عايزين تطبطبوا احنا يا حبايبي لا ما هم ابطال يعني الحمد لله عملوا بطولات كبيره جدا الحمد لله وكان نجاح يعني الحمد لله. هم خلينا نقول برضو ان يعني التعب الناس كلها تعبت فيه وبحب يعني حي كمان الولاد كلهم التعب والعرق بتاعهم هو كمان وصلنا لده كله الحمد لله. فخلينا نقول ان تدريب الولد هيدي لك نتيجه سريعه او هيدي لك نتيجه تقدر تقول فيها نسبه تامين لشغلك. اكيد. تدريب البنت شويه عندنا في مصر في صعوبات كتيره زي ما قلت لحضرتك. بنت بتيجي بتلاقيها بتتمرن شويه بعد شويه ممكن تتخطب بعد شويه تتجوز بعد شويه خلاص لا هي. خلاص بقى. يعني الموضوع خلاص جواز بقى بكل سنه يعني خلاص الموضوع بينتهي بالنسبه لها. تمام. طيب يعني برضو عايز اسالك عن الاهداف اللي انت بتسعي لتحقيقها الفتره الجايه بالنسبه لك على المستوى الشخصي وعلى المستوى التدريبي على كل لا الحمد لله يعني خلينا نقول الفترة اللي فاتت عملنا يعني الحمد لله كانت سنة كويسة قوي بالنسبة لي وبالنسبة للملاكمة يعني الحمد لله حققنا فيها يعني أحلام كتيرة قوي يعني ميدالية أولمبية ده كان حلم الأكبر طبعا. طبعاً. إن احنا إنك تروح دورة أولمبية طبعا والاتحاد يحط ثقته فيك ويدعمك ويأتمنك على الشغل وكده دي مسؤولية كبيرة بس في نفس الوقت حلم أنت وصلت له. بس إن شاء الله يعني اللي أنا بحلم بيه بإذن الله إن مصر يعني زي ما هي موجودة على الخريطة الدولية بشكل كبير وموجودة بقوة على الخريطة الدولية احنا يعني يبقى لينا يعني بأمل من الفترة الجاية يبقى لينا مدرسة مصرية في الملاكمة يعني العالم كله يقتدي بها زي المدارس الكبيرة الموجودة لأن احنا عندنا فعلا الإمكانيات لده وعندنا التخطيط لده الحمد لله. طيب دكتور عبد العزيز عايز أسألك على الملاكمة المصرية امتى نشوفها على منصة التتويج الذهبية بالتحديد في الأولمبياد من وجهة نظرك؟ عايز شغل كتير قوي يعني عايز شغل كتير كتير وعايز إمكانيات ضخمة وعايز معسكرات داخلية وعايز معسكرات خارجية أكتر من داخلية. لأن أنت لما بتختار مجموعة شباب اللي بيبقوا الفريق الوطني هم دول بيبقوا أعلى المستويات اللي عندك في مصر. لما بيلعبوا حتى مع المستوى اللي في مصر ما بيزيدوش هو بيلعب مع بره بقى في المعسكرات الخارجيه ده اللي رفع مستوانا الفتره اللي فاتت. يعني احنا لما جبنا 3 ميداليات اولمبيه في اولمبياد اتينا 2004 احنا قعدناش احنا كنا بنقعد في مصر من 2000 ل 2004 50 يوم في السنه في مصر
مش بره. يعني كنا بنقعد في مصر 50 يوم في السنه. عشان كده الاولاد بتاعتنا جابوا 3 ميداليات اولمبيه، لان انت حضرتك لما بتيجي تلعب بوكسين او بتلعب المنافسه انت ما بتبقاش عارف هتلعب مع مين، القرعه مش عارف هتوقعك مع مين. في مدارس، في مدرسه الروسيه بتعتمد على القوه والداشنج، والمدرسه الكوبيه والامريكيه بتعتمد على الديفنس والكونتر اتاك، يعني في 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 مدارس كتير. طب انا اعرف المدارس دي ازاي؟ مش من تدريب هنا في مصر، التدريب في مصر ما يرفعش المستوى بالقدر الكافي. ده فهو انت عشان عايز تقول اطلع التتويج سواء ذهبي او فضي او برونز لازم يبقى في منافسات خارجيه كتيره جدا ومعسكرات خارجيه كتيره جدا، والاولاد بتاعتنا تطلع بره، لان حضرتك طول ما ابننا هنا في مصر عنده اخته وعنده زوجته وعنده بابا وعنده اصحابه بيبقى دماغه مشغوله، انما هناك بيبقى قاعد ما وروش حاجه الا التدريب. يعني معسكرات كوبا دي معسكرات صارمه، يعني كوبا ما فيهاش اي متعه، يعني الساعه 8 اللاعب المصري بيستحمل الصرامه دي، بيستحمل غصب عنه، ما غصب عنه، مش غصب عنه، هو بي بي ما هو, أصل هو ماشي ممكن يستحملها بس لازم يكون حابب الموضوع. ما هو لا ما هو لا هو عارف رايح هناك وعارف هيحصل ايه. ما هو المقدمه مع المعطيات بتديك المطلوب. بالظبط، انا عارف ان راح كوبا ما عنديش حاجه غير ان انا اكل واشرب واتمرن واشوف اللاعبين واتمرن مع اللاعبين واظبط واظبط ميزاني. هو رايح عشان الهدف ده، هو رايح عشان كده، فده بيتحقق لان هناك ما فيش اي متعه. يعني كوبا الساعه 8 بالليل كل البلد نايم، يصحوا الصبح الساعه 6 كل واحد بقى راح اتجاهاته. فاحنا بنتمرن في تمرينتين او ثلاثه في اليوم كمان هناك، في من الساعه 6 الصبح وفي الساعه 12 الظهر، وفي التمرين الاساسي بيبدا الساعه 3:30 او 4:30 حسب. وانا من خلال علاقاتي بالناس الكوبيين ومستر زراره ورئيس الاتحاد كنا احنا كان الفرقه المصريه الفرقه الوحيده اللي بتتمرن مع الفريق الكوبي، محدش بيشوف الكوبيين وهم بيتمرنوا. الفرقه كنا بنتمرن مع الفريق الكوبي الاول كل يوم. فهو ده اللي بيرفع، هو ده اللي بيرفع المستوى، هو ده اللي بيؤدي الى منصات التتويج. فلازم يبقى في احتكاك خارجي اكثر من الاحتكاك الداخلي. حضرتك راضي عن النتائج اللي اتحققت في اولمبياد الشباب السنه دي؟ الاولمبياد كلها ملاكمه. انا السنه دي انا بقول لحضرتك السنه الذهبيه للملاكمه. راضي يعني؟ راضي تماما. وبشكر كل مجلس الاداره والاتحاد واللاعبين، اللاعبين اكثر ناس بتتعب. اكيد طبعا. اللعبه بتاعتنا لعبه صعبه شويه، في ان انت تبقى بطل فيها ليها معطيات كتير عشان تبقى بطل فيها. أكيد في حرمان من الاكل وفي تدريب وفي عدم سهر وفي مفيش نت ومفيش فيسبوك والكلام ده، قاعد تدريب. لا اللاعب بقى هو اللي بيحدد هذا الكلام. عايز تبقى بطل ولا مش عايز؟ لان انت ممكن تخش الاوضه وتقفل عليك تعمل اي حاجه في الاوضه تفضل سهران للصبح في الاوضه. طبعا. فهو احنا بنشرك اللاعبين بتاعتنا، اول اشراك اللاعبين بتاعتنا نقول له انت مسؤول عن ميزانك. لان هو لو زاد 100 جرام بيبقى بره البطوله. فلازم انت تشرك اللاعب خصوصا اللاعب البطل في ان انت بتنهج نهج عشان يوصلك الى البطوله. لازم اللاعب يبقى مقتنع تماما باللي بتعمله ده، بتعمل مصلحه عشان تبقى بطل. تمام. طيب كابتن ناديه كمدربه، ايه اوجه الدعم اللي انت محتاجاها في الفتره الجايه سواء من الدوله او حتى من الاتحاد عشان نشوف يعني ابطال اكتر متفوقين يقدروا يحققوا ميداليات كبيره؟ لا، هي اوجه الدعم، هو انا عايز اقول حاجه، الدعم دايما بيبدا بالمدرب بنفسه. يعني لازم المدرب يدعم نفسه. انت ممكن تروح يعني ممكن تقعد 50 سنه مدرب، بس في ال 50 سنه دول انت دعمت نفسك بايه؟ دعمت نفسك قريت ايه؟ شفت ايه الجديد في العالم؟ شفت ايه الجديد في طرق التدريب؟ شفت ايه الجديد اللي الناس بتستخدمه؟ لان كل سنه زي بالظبط كره القدم او اي رياضه، كل سنه في جديد، كل سنه في فكر مختلف، في اشكال تدريب، في علم بيتخلق من كل يوم. فلازم دايما المدرب يواكب التطور اللي بيحصل، ولازم يهتم بنفسه من الناحيه العلميه والناحيه الثقافيه والناحيه الاخلاقيه كمان. لان هو المدرب هو يعتبر اب او هو كل حاجه للاعب. هو بيعيش اللاعب بيعيش معانا اكتر ما بيعيش في بيتهم. فلازم المدرب يدعم نفسه في الاول، وفي نفس الوقت دايما يعني اللي عنده طموح او عنده رغبه ان هو يعمل حاجه، صدقني يعني انا بقول اي حد في اي مجال في بلدنا عنده طموح وعنده رغبه الناس بتدور عليه عشان تدعمه. يعني الناس بتدور علينا. انما انا ما بقاش قاعد مكاني واقول ادعموني. بالظبط. لا بالظبط، انت اشتغل وابرز نفسك عشان تحقق اللي انت عايزه. يعني انت شوف الناس، شوف الناس هيشوفوك شغال اكيد هيدعموك. طيب وانا بقى اكمل بس حاجه دي. اتفضل. انت عاوز ايه؟ ما دي اهم حاجه. اي بني ادم بيشوفنا لاعب او متفرج او مشاهد او مسؤول، انت عاوز ايه؟
انت عاوز ايه ديت انت اللي تحققها، 90% منها انت تعمله واحنا ال 10%. اهم حاجه ان كل بني ادم مننا يحط تارجت او يحط هدف لحياته، خصوصا اللعيبه. انا داخل التمرين، انا دخلت لعبه الملاكمه، طب انا عايز ايه؟ عايز ابقى بطل اولمبي، يبقى لازم تعمل 1-2 لغايه 20 عشان تبقى بطل اولمبي. مفيش يعمل من 1-5 ما تنفعش، تبقى بطل الجمهوريه، بطل الجيزه، بطل القاهره ماشي، انما انت عايز تعمل بطل اولمبي يبقى اعمل 1-20 لان انت الرقيب على نفسك. مهما يكون المدرب ومهما يكون الاتحاد ومهما يكون المسؤول في الدوله او مسؤول في الاتحاد، عمره ما هيخليك تعمل اللي انت عاوزه. احنا بنساعد، انما الهدف الاساسي انت اللي هتحققه. ده كلام مهم. طب دكتور عبد العزيز، احنا بنشوف الكاراتيه مثلا عليه اقبال كبير جدا من الشباب بيروحوا يتمرنوا كاراتيه في اي نادي من الانديه القريبه ليهم، ليه الملاكمه مش بنفس الاقبال ده من الشباب المصري؟ يعني اللي بيروح دلوقتي يتمرن ملاكمه كستايل، حابب شكل الملاكمه، الجسم الملاكم، تدريبات فتنس، لياقه، كلام من ده. امتى تنتشر لعبه الملاكمه؟ منتشره جدا في مصر، ودليل على كده بطولات الجمهوريه اللي احنا بنعملها بيبقى فيها ما بين 300-400 ملاكم. انما زي ما حضرتك الالعاب اللي زي الكاراتيه هي بتبقى شو اكتر منها كومبيتيشن. يعني هو عايز يلبس البدله ويبقى عندي حزام واحد وسبعه دان وخمسه دان، فهي شو اكتر منها ان هي لعبه تنافسيه. انما احنا عندنا البطولات الجمهوريه اللي لسه اللي خلصين بطوله الجمهوريه في اسكندريه بنين وبنات، مشترك فيها حوالي 400 ملاكم. يعني دي انا بشوفها انها عدد كبير، فيها حوالي 70 نادي او مركز شباب، انا بشوفها ان عدد كبير. لعبه الملاكمه منتشره جدا بس هي عايزه دعم شويه، لانها اللعبه في الانديه ملهاش ميزانيات. يعني طبعا انا من خلال قناه حضرتك انا بشكر كل رؤساء الانديه ومراكز الشباب ان هم بيدعموا الملاكمه في الانديه بتاعتهم رغم عندهمش امكانيات، لانها لعبه ما بتتباعش، فانت عشان ما بتباعش ما فيش دخل ليها. فهو بيصرف منها على من الميزانيه بتاعته البسيطه سواء في النادي او في مركز الشباب. انما هي لعبه محبوبه جدا للشباب، محبوبه جدا للفتيات، دي لعبه احنا بنعمل بطوله جمهوريه حتى للفتيات بيبقى فيها 150-200 بنت، ودي حاجه كويسه جدا. يعني احنا لما كنا لسه في اسكندريه اخترنا 4-5 بنات جمال جدا تحت 17 سنه، عندهم فنيات عاليه جدا، عشان كده هنعمل لهم ان شاء الله قرار بيوم 22 ديسمبر عشان نختار برضو مجموعه معينه ندخلهم مع نادي او مع احد المدربين عشان يعمل فريق بنات كويس. طيب كابتن ناديه، اخيرا الرساله اللي انت حابه توجهيها او النصيحه اللي انت حابه تقوليها لكل فتاه مصريه او فتاه عربيه بشكل عام. عايز اقول ان نخشوا الجائزة عشان يكسبوها. يعني انا عايز اقول ان الموضوع جائزه سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ده انتصار لكل ست مصريه ولكل ست عربيه، لان كانت الجائزه خلينا نقول هي مسابقه ما بين يعني اخذت افضل مدرب عربي من الرجال والسيدات في جميع الالعاب وجميع التخصصات، فده كان انتصار المراه العربيه. عايز اقول لهم ان الست العربيه قويه جدا، عندها طموح كبير قوي، لو اخذت فرصه تقدر تنجز فيها، ودايما لا ما نقولش احنا ضعاف، ما نقولش لا احنا مش هنقدر، ما نقولش لا احنا الموضوع ده مش هينفع معانا او مش هنقدر ننجز فيه، لا احنا نقدر وعندنا طموح لكده، وكل حد عنده هدف سواء راجل او ست اكيد ان شاء الله هيوصل له في النهايه ان شاء الله. دكتور عبد العزيز، مستقبل الملاكمه في مصر شايفه ازاي؟ والله انا شايفه بخير جدا طول ما في مجلس محترم متماسك معانا. انا مش عايز احسدهم لان الحمد لله احنا ماشيين كويس. احنا عندنا مجلس محترم جدا، عندنا مجموعه متميزه جدا، يعني عندنا كابتن توما عضو مكتب التنفيذي الاتحاد الدولي، وعندنا الدكتور شريف الجرواني، استاذ محمد عابد، عندنا بقى امين المال اللي هو الاستاذ صلاح العيد اللي هو يعني بيصرف الجنيه يعني مكانه بالظبط كده. فعندنا مجموعه كويسه، عندنا طبعا الدكتوره ماجده اسماعيل اللي مشرفه على الفرق البنات وهي عضو لجنه المراه في الاتحاد الدولي، وعندنا العميد تامر عبد الحميد طبعا ده حلقه الوصل بيننا وبين المؤسسات العسكريه. طبعا بشكر كل المؤسسات العسكريه والعميد حازم عبد المحسن هو قائد المؤسسات. الملاكمه في مصر هتبقى كويسه جدا لو الناس دي كلها تكاتف ان شاء الله حقيقي. يعني عندنا رايحين لسه اسيوط الاسبوع الجاي، استاذ مجد عبد الفضيل عضو مجلس اداره هو مهتم بالموضوع ده، وعاملين في المدرسه العسكريه برضه في اسيوط البطوله. وعندنا لسه اسكندريه خلصين زي ما قلت لحضرتك، والمهندس اشرف كان هو برضه دينامو الاتحاد في المؤسسات. الخير قادم بس الناس يشتغلوا، لو صدقني يا فندم لو كل واحد اشتغل كويس او في الحته بتاعته
في الحته بتاعه، كل واحد يهتم بالحته بتاعه مش دعوه بالحته الغير. صح. يعني احنا كنا بننظم مؤتمرات هنا كنا بتنتابع من اللجان، اقول له انت اهتم باللجنه بتاعتك، لو شفت اللجنه اللي جنبك دي حصل فيها اي ديفو مالكش دعوه، خليك انت في اللجنه بتاعتك. فكل واحد بس يشتغل بما يرضي الله في الحته بتاعته يعني يبقى افضل الناس. بالظبط، ده في كل المجالات يعني مش في الملاكمه بس، ده اكيد شيء مهم. دكتور عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمه، نورتنا وشرفتنا وبشكرك جزيلا. انا بشكر، انا شاكر فضلك وشاكر للقناه الجميله وبشكر الكاست الجميل ده فعلا، وبشكر النادي الاهلي، وان شاء الله نسمع خير عن الكابتن محمود الخطيب، ان شاء الله يرجع يا رب ان شاء الله سالم غانم لجمهوره ولنادي، ولان مصر كلها بتحب الخطيب، شخصيه جميله ومحترمه ان شاء الله. نورتنا طبعا يا دكتور. كابتن نادي عبد الحميد مدربة المنتخب الوطني للملاكمة، نورتينا وشرفتينا وبشكرك. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. ده كان لقاء مهم جدا وفقره حواريه مهمه جدا من ضمن فقرات الاهلي ليله النهارده، كان معنا كابتن كبار في لعبة الملاكمة، لكن لسه حلقة الأهلي الليلة النهاردة ما خلصتش. الفقرة القادمة مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين وكل ما يخص الكرة العالمية بعد فاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، والجزء الثالث والأخير في الأهلي الليلة. ودايما زي ما حضراتكم متعودين الأيام اللي بكون موجود فيها والجزء الخاص بالكرة العالمية. طبعا يعني زي ما احنا متعودين 3 و4 بيكون في ماتشات دوري أبطال أوروبا، وبالتالي احنا يعني بنبقى موجودين مع حضراتكم من الساعة 9:15 من دلوقتي وحتى الساعة 10 علشان نتكلم معاكم، نعمل تغطية سريعا على أهم المباريات اللي أقيمت أمس وموقف المجموعات والفرق، مين اللي صعد ومين اللي عنده فرصة في الصعود دور ال 16 ومين اللي ملوش أي فرص في الصعود حتى لليوروبا ليج. وكمان هنتكلم مع حضراتكم على مباريات اليوم أو مباراة اليوم المهمة جدا، مباراة باريس سان جيرمان وليفربول اللي هتقام في ملعب بارك دو برينس أو حديقة الأمراء في فرنسا، وهي مباراة مهمة جدا جدا، وهنشوف وهنعرف هل نيمار ومبابي هيكونوا موجودين في التشكيل الرئيسي والأساسي بعد إصابة كل منهم في الأسبوع الماضي مع منتخباتهم. هنبدأ معكم ببعض الأخبار اللي موجودة في الساحة العالمية من امبارح بعد نهاية المباريات والتصريحات وأيضا كلام على لقاءات اليوم، لكن نبدأ معاكم بتصريح مهم جدا عن بوفون حارس باريس سان جيرمان. قال أن أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول يعني بيمتلك كل مقومات حارس المرمى، وأنه طبعا اسمه جديد في الدوري الإنجليزي لكن في الكرة العالمية هو اسم ليه تاريخ سواء مع المنتخب أو سواء مع فريق ليفربول. أليسون بيكر مع فيرجل طبعا فان دايك، الاثنين لما تعاقد معهم ليفربول بان الفارق جدا في يعني استقبال أهداف أقل، وكمان بقى ما فيش موضوع كاريوس اللي احنا شفناه مع في الشامبيونز ليج او في الدوري الموسم السابق، لا في ثبات في مستوى حراسه المرمى في فريق ليفربول، وكمان خط الدفاع مع لوفرين وفان دايك الموضوع بقى مهم جدا في استقبال اهداف اقل، وبالتالي ليفربول بقى حاجه تانية خالص مع اليسون بيكر، وده اللي حرص انه يتكلم عليه الاسطوره الايطاليه جيان لويجي بوفون. بيرزيتش لاعب انتر ميلان بيتكلم على مباراة اليوم ضد توتنهام واللي هتكون في ويمبلي. بيرزيتش لاعب الانتر، نعلم ان نقطة واحدة كافية ضد توتنهام ولكننا نلعب دائما من اجل الفوز وهذه هي عقليتنا. طبعا لقاء اليوم لما نخلص الاخبار اللي موجودة معانا ونروح للنتائج والمجموعات هنعرف ان انتر يكفيه التعادل لضمان صعوده مع فريق برشلونه رسميا الى دور ال 16 من دوري ابطال اوروبا. لكن انتر ميلان او توتنهام بيلعب على الثلاث نقط مهمين جدا للفريق الانجليزي، لو قدر انه يفوز بالثلاث نقاط يعني بنسبه نقول 50% ممكن يكون عنده فرصه في الصعود لدور ال 16، لكن لو المباراه انتهت بالتعادل
بين الفريقين، فتوتنهام رسميا هيكون في اليوروبا ليج علشان يروح لجيرانه واصدقائه في الدوري الانجليزي ارسنال وتشيلسي، علشان تكون نسخه قويه جدا 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 من اليوروبا ليج اللي مش بس فيها ارسنال وتشيلسي، ده كمان فيها اي سي ميلان وفيها اولمبياكوس وفيها ريال بيتيس وفيها اي سي ميلان وانديه كبيره جدا جدا مشاركه في اليوروبا ليج. طبعا يعني احنا عارفين ان في اللقاء امس اللي اقيم ما بين يوفنتوس وطبعا في دوري الابطال يوفنتوس وفالنسيا، واللقاء اللي يوفنتوس فاز فيه 1-0 عن طريق هدف ماندوكيتش كان في رساله من جمهور يوفنتوس لفيالي طبعا يعني اصيب بمرض السرطان، وبالتالي دي كانت رساله جمهور يوفنتوس الى الاسطوره جيان لوكا فيالي، واللي طبعا يعاني من مرض السرطان، علشان بيقولوا له ان احنا كلنا معاك. وطبعا ده مش حاجه جديده على الجماهير كره القدم بشكل عام، ان دايما جمهور كره القدم هو رقم واحد اللي دايما بيواسي الاساطير، اساطير كره القدم اللي موجودين سواء حاليا او سواء كانوا موجودين في الملاعب قبل كده. لكن جيان لوكا فيالي اكيد واحد من اللعيبه المخضرمين اللي اكيد الاجيال السابقه كلها تعرف من هو جيان لوكا فيالي، واكيد ربنا يشفيه، ربنا يشفي كل مريض يا رب ان شاء الله. طبعا تصريح على لسان جاريث بيل انه بيقول لدينا مدير فني جديد ولمساته على الفريق تحتاج لبعض الوقت، علينا مواصلة العمل والقتال من أجل النهوض مجددا وتحقيق النتائج المرجوة. طيب جاريث بيل حلو جدا تصريح أكيد في صف المدير الفني الجديد سانتياغو سولاري اللي يعني لعب 6 لقاءات أو 7 مباريات مع فريق ريال مدريد لحد دلوقتي، خسر في مباراة واحدة فقط هي مباراة إيبار واللي انتهت بفوز إيبار 3-0، لكن جاريث بيل أحرز امبارح هدف وكان ماشي في المباراة بشكل جيد جدا. لكن للأسف جاريث بيل بعد رحيل رونالدو فلورنتينو بيريز كان معتقد أنه ممكن جاريث بيل يقدر يشيل فريق ريال مدريد، لكن الواضح أن ريال مدريد محتاج على الأقل صفقتين أو 3 صفقات علشان يكونوا موجودين، وده اللي اتكلم فيه مديرين فنيين. يمكن كلنا أكيد تابعنا أن سبب رحيل كونتي عن ريال مدريد هو عدم الاتفاق على بعض الصفقات اللي ممكن يبرمها فريق ريال مدريد في شهر يناير القادم. لكن السؤال هنا، هل جاريث بيل ممكن يتعرض للبيع في شهر يناير؟ طيب هل لو صبروا عليه لشهر يناير هل ممكن يتم تبيعه في الصيف القادم زي ما حصل مع دي ماريا وزي ما حصل مع مسعود اوزيل؟ دلوقتي لما نيجي نبص على كريستيانو رونالدو، رونالدو كان بيجيب في الموسم حوالي 40 هدف وكان بيصنع من 8 ل 10 اهداف، وبالتالي الصوره بطولة دوري ابطال اوروبا، وبالتالي رونالدو لما رحل من فريق ريال مدريد، ريال مدريد ما عرفش ان هو يجيب البديل اللي يعوض الغياب، بمعنى ان ريال مدريد زي ما بقول لحضراتكم رونالدو كان بيجيب 40 هدف في الموسم ويعمل 8 اسيست او 10 اسيست في الموسم. فبالتالي لما هنا نبص على كريم بنزيما، على اسانسيو، على مودريتش، على يعني سيرجيو راموس المدافع، لما نبص على عدد اللعيبه اللي موجودين ان احنا كل يعني لو جمعناهم كلهم ممكن ما يكملوش ال 40 هدف اللي رونالدو بيجيبهم كل موسم. فبالتالي ريال مدريد كان لابد من تدعيم بلاعب او باثنين علشان يكملوا مع فرقهم او يكملوا مع زمايلهم عدد 40 هدف. فبالتالي الفرص اللي جايه لفريق ريال مدريد في شهر يناير ان هو بدا يحط ايديه على بعض الاسماء زي ايكاردي مهاجم انتر ميلان، وفي كلام ايضا على ان نيمار، ونيمار انا هتكلم عليه شويه وهشرح لحضراتكم موقف ريال مدريد. دلوقتي ايدن هازارد لاعب تشيلسي هو احنا عارفين ان عقده بينتهي بنهايه الموسم الحالي على ما اتذكر، وان شاء الله تطلع المعلومه صحيحه 100%. هازارد في كلام ان كان ريال مدريد عايز يتعاقد معاه، لكن السؤال هنا نيمار عقده او نيمار في كلام بيتقال انه 200 مليون يورو هو اتفق مع
إدارة باريس سان جيرمان إنه يرحل في الصيف القادم مقابل 200 مليون يورو. طيب هل ريال مدريد لو عرف يخلص هازارد ب 100 مليون يورو هل يكون أفيد لريال مدريد في الوقت الحالي، وإن هازارد يكون في الوقت ده هو يعني مفتاح النجاة أو مفتاح الحظ اللي هيجلب البطولات لفريق ريال مدريد، وهو ده العلامة الناقصة في البازل لريال مدريد علشان خاطر يدعم بيه صفوفه؟ أنا أعتقد السيناريو ممكن يمشي كده، إن ريال مدريد ممكن يفكر في نيمار طبعا، لكن لو في الطريق قبله صفقة أو صفقتين بمبلغ 200 مليون، يعني ممكن لو أخذ إيكارديو أخذ هازارد، أنا أعتقد إن دي هيكون أفيد لفريق ريال مدريد من التعاقد بلاعب واحد مقابل 200 مليون يورو. والدليل على كلامي إن ريال مدريد كان بيخطط في السنين الماضية للتعاقد مع دخية. دخية في حارس مانشستر يونايتد كان في كلام وكان في مبالغ رهيبة جدا هيتم دفعها مقابل التعاقد مع الحارس، لكن كورتوا بعد التألق وبعد ما يعني اتفقوا على مبلغ حوالي 35 مليون باوند، يعني ما يعادل 40 أو 42 مليون يورو، ريال مدريد تعاقد معه فورا. وبالتالي ريال مدريد لما هو ماشي في صفقة ولقى صفقة تانية بنفس المواصفات بسعر أقل هيجري لي الصفقة التانية. ده كلام عشان بس ما طولش في الحتة دي، وشرحي بالنسبة لجاريث بيل وبالنسبة لمستقبل ريال مدريد في التعاقدات، لكن المدير الفني لسه سولاري موجود زي ما هو. نروح لمورينيو وكلام على دخية. دخية امبارح تألق في مباراة يانج بويز اللي فاز فيها فريق مانشستر في الدقيقة 93 عن طريق مروان فلاجن. دخية صدة تاريخية، أنا أعتقد أن دي أفضل صدة في العام. مورينيو اتكلم وقال لقد قام بتصدي مذهل وهو أفضل حارس في العالم ويريد البقاء معنا. ليه قال الكلمة الأخيرة مورينيو؟ علشان دخية عقده بينتهي في الموسم الحالي، وبالتالي في كلام على أنه يجدد مع فريق مانشستر يونايتد، لكن باريس سان جيرمان بيسعى أن هو يتعاقد، مش باريس سان جيرمان بس، باريس سان جيرمان واليوفنتوس يسعوا للتعاقد مع دخية حارس المرمى الأسباني وحارس مرمى فريق مانشستر يونايتد. مباراة أياكس وأياك أثينا اللي كانت مقامة في اليونان واللي أياكس فاز بيها 2-0 وبيتأهل رسميا مع بايرن ميونخ كتاني للمجموعة، لكن ليبقى جولة ثالثة للحسم مين الأول ومين الثاني. لكن بعد ما أياكس كسب 2-0 وتأهل إلى دور الـ16 كان في يعني جمهور من جماهير أياك أثينا بالألعاب النارية على جماهير أياكس، وتسبب ببعض الحروق والإصابات لبعض الجماهير الهولندية. سلوك غير مقبول تماما، غير مقبول في كرة القدم إن ده يحصل، وبالتالي زي ما احنا متعودين من الاتحاد الأوروبي على العقوبات الصارمة على الجمهور، وإن فريق أياك أثينا على الأقل يتحرم من جمهوره في الجولات القادمة من بطولة دوري الأبطال. مش بتكلم على الجولة الأخيرة، الجولة الأخيرة برا ملعبه، لكن بتكلم على لو راح لعب في اليوروبا ليج أو لو كمان خرج خالص والسنة الجاية شارك في التصفيات لازم يتحرم ويجرب جمهوره ازاي ان فريقه يتحرم منه. بالمناسبه لما الفريق بيتحرم من الجمهور الفريق خسران مش الجمهور اللي خسران. انت ممكن تعمل كل اللي انت عايزه، لكن انت مش موجود في الملعب فريقك هيلعب زي ما بيلعب في اي مكان بره ملعبه او بيلعب في التدريب، وبالتالي مش هيلاقي كل الدعم اللي بيلاقيه. واللي بيميزه ان هو بيلعب على ارضه وسط جمهوره هيلاقي نفسه ان هو بيلعب على ارضه لكن مش وسط جمهوره. نروح للديلي ميرور الإنجليزية، وعثمان ديمبلي أخبر برشلونة برغبته بالخروج من الفريق في يناير وأرسنال مهتم بالتعاقد معه. طيب ده كلها اجتهادات صحفية، اجتهادات بتتكلم على إن عثمان ديمبلي ممكن ينتقل من برشلونة إلى الدوري الإنجليزي. في كلام عن ليفربول وأيضا كلام على أرسنال، لكن في ناس ممكن تقول لي لو انتقل لليفربول برشلونة بيقول إنه محتاج ياخد محمد صلاح في صفقة تبادلية، وكمان ليفربول يدفع فارق أو برشلونة يدفع فارق أيا كان إيه اللي موجود في الصفقة. لكن كلام بعض الاجتهادات على السوشيال ميديا بتقول إن في بند في عقد كوتينيو بيسمح أو بيمنع من فريق ليفربول بالتعاقد مع أي لاعب من فريق ليفربول لعام 2021 أو عام 2020. أنا بقول لحضراتكم إن الفيفا يعني لا يقبل او لا يستند او لا يقبل ان عقد يكون فيه كلام زي ده وان هو يقبله. يعني كل الشروط اللي بتبقى موجوده في العقود اللي بالمنظر ده اللي بين الانديه وبينها وبين بعضها دي كلام ليس لها اساس من الصحه. ليفربول هو فعلا نادي برشلونه تقدم باي عرض لاي لاعب عنده، ليفربول موافق
تماما ليفربول هيمشي في الاجراءات عادي جدا، واللاعب هينتقل من فريق ليفربول للنادي المنافس في الدوري الانجليزي او خارج الدوري الانجليزي. لكن عثمان ديمبلي انا شايف انها كلها اشاعات بيتعلق مع فريق برشلونه، منح فريق برشلونه تعادل مهم جدا في الدوري الاسباني، كمان هيكون موجود النهارده مع فريق برشلونه في مباراه مهمه جدا ضد بي اس في ايندهوفن، وبالتالي لسه كلها اجتهادات، لسه مش عارفين اولها من اخرها. لكن عثمان ديمبلي واحد من اهم اللعيبه، لكن طبعا هو كسلان بعض الشيء شويه، لسه مش متعود على الحياه في اسبانيا، لكن طبعا لمساته وقدراته تمنحه ان هو يكون واحد من اهم اللعيبه اللي موجودين في العالم. تقارير ايطاليه بتقول ان هيجوايين منفتح لفكره الانضمام الى تشيلسي في يناير المقبل. هل هيجوايين هينضم الى تشيلسي في يناير المقبل بعد ما وجود مرتا وممكن يكون مرتا مش مقنع الى ساري بعض الشيء؟ لكن هيجوايين واحد من اكيد اميز واهم رؤوس الحربة اللي موجودين في العالم، سواء لما كان مع يوفنتوس أو قبليها مع نابولي، ممكن يكون في بعض اللقاءات أو المباريات الكبرى ما يكونش موجود أو مش بيكون ليه تواجد، لكن على الأقل بيعرف يجيب نقاط من ملاعب صعبة جدا جدا جدا، سواء في دوري الإيطالي مع يوفنتوس أو قبليها مع نابولي. طبعا هيجوايين حاليا بيلعب في نادي إيسي ميلان، وآخر مباراة لعبها كانت يوفنتوس واضطرد فيها وضيع ركله الجزاء وتوقف لقائين، وبالتالي هو بينفذ عقوبه مع اي سي ميلان، مش هيكون موجود معاهم في الدوري يوم السبت والاحد القادمين، لكن عنده مباراه يوم الخميس القادم في اليوروبا ليج هتحسم صعود فريق اي سي ميلان اللي بيلعب معاه في المجموعه فريق ريال بيتيس والاولمبياكوس اللي بيلعب فيه نجمنا المصري احمد حسن كوكا. طيب نروح لمارادونا. دايما مارادونا زي ما حضراتكم عارفين دايما هو يعني كثير الكلام، كثير التصريحات، ملفت للنظر، وبالتالي مارادونا يطلب منح لقب كوبا ليبرتادوريس لبوكا جونيورز. بوكا جونيورز زي ما احنا عارفين النهايه 2015 لما حصلت حادثه الطائره وتم منحها للفريق البرازيلي اللي كل لعبته توفوا خلال سقوط طائره وهم رايحين يلعبوا المباراه النهائيه. لكن مارادونا بيطلب من الكوميبول منح فريق بوكا جونيورز اللقب بسبب العدوان اللي حصل من جمهور فريق ريفر بليت على فريق على لاعبي فريق بوكا جونيورز، اللي لاعبي فريق ريفر بليت ما قابلوش الكلام ده لما راحوا يلعبوا في ملعب لابومبونيرا، ملعب او معقل فريق بوكا جونيورز، وكان فيه ترحاب وكان فيه سلوك رياضي وروح رياضيه عاليه جدا من الفريق. وبالتالي يعني لو هنتكلم كمان ازيد عن على خبر مارادونا، ان رسميا تم اعلان مباراه النهائي هتكون يوم 8 ديسمبر. في كلام كتير جدا على مكان الاستضافه، لكن رسميا ايضا تم الاتفاق على ان المباراه هتكون خارج الارجنتين. كلام كتير على ان باراجواي او اورجواي ممكن في امريكا الجنوبيه يستقبلوا اللقاء، وبالتالي هم طلبوا من الكوميبول وبداوا بمبادره ان لو هم حابين ينظموا المباراه فالبلدين موجودين ينظموا اللي هم عايزينه، وكمان ايطاليا تتقدم، وكمان الشرق الاوسط دوله الامارات بما ان هي هتنظم خلاص بطوله كاس العالم للانديه ممكن تكون هي الاجهز، وبالتالي ممكن نشوف الايام اللي جايه الاعلان الرسمي والاخير عن البلد اللي هيقام فيها مباراه النهائي بوكا جونيورز وريفر بليت في نهائي كوبا ليبرتادوريس. المباراه الاولى انتهت 2-2 بين الفريقين. موندو ديبورتيفو، نيمار اتفق مع اداره باريس سان جيرمان على رحيل الصيف المقبل بنهايه الموسم الجاري. زي ما قلت لحضراتكم نهاية الموسم الجاري وبداية الموسم المقبل هي فترة ممكن ينتقل فيها نيمار إلى برشلونة مرة تانية. ده اللي بيقال وده اللي بيتقال في الصحف، إن برشلونة ونيمار خلاص إن هم على اعتاب إن العلاقة ترجع تاني إن نيمار، بس طبعا كان في كلام إن نيمار محتاج إن هو يقعد مع رئيس نادي برشلونة بارتيميو علشان يسمع لرئيس النادي ويسمع شروطه في رجوع نيمار. يعني مش عارف الدنيا يعني العقليات ايه في اوروبا، لكن حركه زي دي انا ما اعتقدش ان هي ممكن تعدي. اللاعب انتقل بطريقه فيها اساءه للنادي، ان هو حتى يعني دفع الشرط الجزائي، ما تمش شراء اللاعب من خلال النادي وراح للنادي الاكثر عضوانيه مع فريق برشلونه، الفريق اللي كل ما برشلونه بيطلب منه صفقه بيرفض تماما. حتى رابيو لاعب نص الملعب اللي عقده بينتهي بنهايه الموسم الحالي، في كلام على انه ينتقل الى فريق برشلونه.
بدات ان بدا الجمهور في اخر مباراه في الدوري لما المذيع الداخلي اعلن اسماء ال11 لاعب وجي اسم رابيو، كل الجمهور صفر بصفرات استهجان لما سمعوا بعض الاشاعات اللي بتقول او بعض المصادر اللي بتؤكد ان رابيو اتفق مع اداره برشلونه على الانتقال ليه مجانا بدايه من الموسم القادم. لكن نيمار هل ممكن يكون موجود في برشلونه تاني ويعرف ان هو عمل خطأ؟ ان كرة القدم مش بالفلوس فقط، كرة القدم اكيد جزء منها كبير الفلوس، لكن جزء منها تاريخ، جزء منها مجد شخصي، جزء منها بطولات، وده اللي صعب يحققه. كلنا شفنا نيمار مع المنتخب في كأس العالم سيء جدا برغم او بغض النظر عن الاصابات، بعيد تماما كل البعد عن كل الجوائز المعلنة، سواء احسن لاعب في اوروبا، احسن لاعب في جائزة ذا بيست الفيفا، او حتى البالون دور. مع برشلونه الموضوع كان مختلف، نيمار كان موجود في افضل تشكيله 11 لاعب في العالم، نيمار كان موجود من ضمن افضل 3 لعيبه موجودين في العالم، وبالتالي نيمار عليه يبقى درس مش بس يعني لنفسه، لا ده درس لكل لاعبي كره القدم اللي يفكروا ان هم يسيبوا التاريخ والمجد. يعني ممكن يكون لاعب بياخد 10 مليون في الموسم، و10 مليون ده رقم كبير جدا يا جماعه، يعني رقم كبير، يعني اللي بياخد 10 مليون خلاص مش بيفكر في فلوس زياده، هيعمل ايه بالفلوس الزياده؟ يعني عارفين حضراتكم لو واحد بياخد 100,000 وبياخد مليون، طبعا في فارق شتان الفارق، لكن 10 مليون زي 20 مليون زي 30 مليون زي 40 مليون، لو ال 10 مليون فضل يصرف فيهم مش هيخلصوا، وبالتالي ده اللي بتكلم فيه. نيمار في برشلونه كان هياخد او كان مفروض هياخد حوالي 22.5 او 25 مليون في الموسم، باريس سان جيرمان بيديله الضعف. فانا بقول لحضراتكم الضعف ده هيعمل بيه ايه؟ اشترى طياره خاصه، اشترى احسن عربيه في العالم، اشترى احسن بيت في العالم، اشترى احسن كل حاجه في العالم، مش هيخلصوا، يعني والله مش هيخلصوا. وبالتالي لاعبي كره القدم لازم قبل ما يفكر في الفلوس لازم يفكر في التاريخ. الفلوس جزء مهم جدا والتاريخ جزء مهم جدا، واحنا عارفين ان لاعب كره القدم او اي بني ادم عايش على الكره الارضيه لما بيموت السيره بس هي اللي بتفضل، والتاريخ هو اللي بيفضل، ومحدش بياخد الفلوس معاه وهو بيموت. نروح لأليجري وتصريح مهم جدا على فريق برشلونة ان برشلونة هو المرشح الاول للفوز بدوري الابطال، من بعده هناك فريقين او ثلاثة ونحن بين هؤلاء. أليجري بيرشح برشلونة ويوفنتوس وكمان فريقين للفوز ببطولة دوري الابطال. هنشوف أليجري يعني هيبقى كان رايه صح ولا لا في دورة 16، هل فريقه هيقدر ان هو يكمل، هل برشلونة هيقدر ان هو يكمل، محدش عارف، كلها توقعات، وفي الاول وفي الاخر ظروف المباريات هي اللي بتحكم على كل الفرق. نروح لكيب الفرنسية، تصريح مهم جدا، باريس سان جيرمان يريد التوقيع مع فابينيو. فابينيو هو لاعب ليفربول المنتقل من نادي موناكو الفرنسي. ليه كلام على فابينيو؟ كلام على فابينيو على كلام مع رحيل رابيو إلى برشلونة، وبالتالي هو حابب فريق سان جيرمان ان هو يعوض، او هو شايف تعويض رابيو لو انتقل الى فريق برشلونه انه يتعاقدوا مع فابينيو، مع ان فابينيو في ليفربول الجمهور ليس راض عنه خالص او تماما، وكمان جمهور ليفربول شايفه ان لسه ما انسجمش ولسه قدامه فتره عبال ما ينسجم او يعطي الصفقه او يعطي المبلغ اللي اتدفع فيه الصيف الماضي لما تعاقدوا معاه من فريق موناكو. لكن هنشوف هل فابينيو هينتقل ولا ليفربول هيريد مزيد من الاستقرار وبالتالي لن يسمح برحيل اي لاعب. طيب الخبر اللي جاي معانا هو خاص بكوبا ليبرتادورس، لكن في امريكا الجنوبيه الفساد غير طبيعي، الفساد في امريكا الجنوبيه يعني عمرنا ما هنشوف فساد ولا مؤامرات ولا اي حاجه ليها علاقه بكره القدم زي اللي احنا هنشوفه. يعني تخيلوا حضراتكم الخبر اللي موجود معايا ان الشرطه الارجنتينيه دهمت منازل مثيري شغب لقاء ريفر بليت وبوكا ووجدت في منازلهم التذاكر المسروقه واموال. قدام حضراتكم دي تذاكر المباراه. تخيلوا حضراتكم ان الشرطه وهي يعني بتبحث عن مثيري الشغب وبتفتش في بيوتهم وبتفتش عنهم ان وجدوا هذا الكم من التذاكر، علشان يعني زي ما حضراتكم شايفين يبقى الشرطه بقت عارفه خلاص ان الموضوع اللي حصل ده كان اكيد وراء بعض الجمهور المشاغب من جمهور ريفر بليت اللي ادى الى 1 2 3 4. يا جماعه الموضوع مش ان هم جمهور في المدرج فبيتكلم وبيقول هتافات بتسيء الى الفريق، لا يا جماعه ده الموضوع فيه موت،
يعني الموضوع في اتوبيس داخل من طبعا ملعب ريفر بليت، الجمهور بيحدف عليه حاجات، اللعيبه بتتعور في عينيها وفي وشها، اللعيبه عندها كانت مش عارفه تتنفس من الغاز اللي كان موجود في محيط الملعب، اللعيبه او رئيس النادي في احدى الكلام مع التلفزيون الارجنتيني شاف الجمهور بيجري جوه الملعب او داخل، يعني مش جوه الملعب، بنتكلم في الاسوار اللي موجوده داخل الملعب من غرف ملابس، من مثلا يعني اي حاجه جوه الملعب الجمهور كان موجود فيها جريوا على طول، يعني جري على طول رئيس النادي حتى ما كملش مع التلفزيون، كان لابس الهيدفونز او السماعات على طول خلعها وجري. كنا الفيديو ده عارضينه معانا في وورد سبورتس في الجمعه الماضيه. لكن زي ما بقول لحضراتكم حاجه، ما ينفعش ان هي تكون موجوده في كره القدم. وتاني 20 30 الارجنتين كانت تنوي على تقديم ملف تنظيم بطوله كاس العالم. انا اعتقد ان المباراه دي هتكون يعني وافتكروا كلامي، هتكون هي سبب في ان بعض الدول مش هيعطوا اصواتهم للارجنتين بسبب ان محدش هيكون مأمن على نفسه. تاني هضرب المثل، لا تخيلوا حضراتكم لو الارجنتين في النهائي ومعها البرازيل، وانتوا عارفين ان العداوه اللي موجوده بين الفريقين بسبب او بين المنتخبين بسبب كره القدم، هل منتخب البرازيل هيحصل نفس اللي حصل لبوكا جونيوس؟ ما ينفعش خالص. طيب الديلي ميل، وجود حاله من الغضب بين لاعبي مانشستر يونايتد بسبب تصريحات مورينيو لقيامه بانتقادهم مره اخرى امام وسائل الاعلام. جوزيه مورينيو الاسبوع الماضي اتكلم وقال ان انا ضرب مثل لما كان موجود في تشيلسي لما اخذ بطوله دوري الابطال بفورتو، قال انا كان معايا لعيبه عندها 24 سنه و25 سنه لكن كانوا لعيبه رجاله، جون تيري ولامبورد كان عندهم 24 و25 سنه، وبالتالي ضرب مثل ان هم يعرفوا يتحملوا المسؤوليه. قال انا معايا لينجرد ومعايا راشفورد ومعايا مارتسيال ومعايا 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 في نفس الاعمار لكن لا يتحملوا مسؤوليات ومش لعيبه رجاله. ما انا بتكلم حضراتكم بلغه الكوره من الاخر، هو قصده كده. وبالتالي التصريح زي ده اكيد مورينيو هو شايف ان هو عنده حق، لكن لاعبي مانشستر شايفين ان مورينيو ما عندوش حق. ومورينيو كمان لما بيجي يتكلم يعني بقاله فتره مش موفق في تصريحاته، لكن مورينيو لما جه يتكلم وشرح التصريح هو بيعرف الناس الفرق ما بين جيلين، بين جيل يتحمل مسؤوليه وبين جيل لا يتحمل مسؤوليه، وده موجود في كره القدم. يعني بنشوف ان ممكن لاعب يكون عنده 23 سنه او 24 سنه وشخصيه قياديه، هو مولود بالسمات اللي فيه بالاحتكاكات اللي موجوده حواليه، شخصيه بتعرف ان هو يقود كويس جدا داخل الملعب. اما ممكن حد تاني يكون في نفس السن لكن في زمن مختلف ما عندوش اي احساس بالمسؤوليه، وفي نفس الوقت هو مش بيعرف ان هو يتحمل او يقدر ياخد امور بجديه تؤدي في الاخر الى النجاح. وده التصريح اللي ضايق جدا لاعبي فريق مانشستر يونايتد، وطبعا بسبب الانتقاد امام وسائل الاعلام، وده حاله اكيد يعني احزنتهم جدا وكانوا شاعرين بالغضب. اما الخبر اللي قبل الاخير اللي موجود معانا هو خبر خاص بكوبا ليبرتادوريس، القبض على مشجعه ريفر بليت واللي قامت بوضع الشماريخ حول طفله صغيره لتهريبها داخل الملعب. كلنا اكيد فاكرين الفيديو ده. تخيلوا حضراتكم سيده او امراه او ام بتضع الشماريخ في ملابس طفله صغيره في دخول مباراه فريق ريفر بليت وبوكا جونيورز، وزي ما قلت تاني وتالت ورابع ده مش منظر ابدا، ودي واحده ما عندهاش اي انسانيه، ده شمروخ ممكن لا قدر الله لو حصل اي حاجه، مش هقول البنت تنفجر، ده مش هينفجر في جسمها طبعا، لكن ممكن يحصل بعض الاصابات، ممكن يحصل بعض الحروق اللي تبقى عاهه مستديمه للطفله خلال الايام، يعني خلال السنين او خلال حياتها كلها. وبالتالي الشرطه عثرت على السيده وبالتالي تم القبض عليها، ولازم يعني تلقي جزاها علشان تكون عبره لاي حد في جمهور كره القدم في العالم ان هو حاجه زي كده ما ينفعش، الغلط غلط والصح صح. ممنوع شماريخ جوه الملعب يبقى ممنوع الشماريخ جوه الملعب. والله انت بتعرف تدخلها بطريقه ثانيه، دخلها بس مش بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه، ده منظر لا يعني ملوش اي علاقه او ملوش اي صله بانسانيه، هو ليه علاقه بنفسي نفسي. ما ينفعش مباراه كره القدم تخلي السلوكيات والاخلاقيات بالمنظر اللي حضراتكم شفتوه. ممكن يكون موضوع حد يعني شايفه بسيط لكن انا مش شايفه بسيط تماما، في طفله صغيره ملهاش اي ذنب ورايحه معاهم، يعني هم هي البنت رايحه عشان يستخدموها على انها مش هتتفتش، وفي نفس الوقت يلفوا حواليها الشماريخ. اخيرا في طبعا داريو سبورت الاسبانيه عملت النهارده منشات وكتبت فيه البالون دور، يعني قالت ما تضحكوش ولكن احزنوا، يعني ما تضحكوش على الخبر عشان هو خبر بجد،
لكن ما تحزنوش ان ميسي مش موجود من ضمن افضل ثلاث لعيبه في العالم، مودريتش وكريستيانو رونالدو وانطوان جريزمان. وانا بقول لحضراتكم بنسبه 99.5% انطوان جريزمان هو اللي هياخد جائزه البالون دور لسببين. السبب الاول انه فرنسي الجنسيه، وفرانس فوتبول هو جورنان فرنسي. وانا كان معايا هنا مداخله يوم الجمعه الماضيه مع احد الصحفيين اللي كانوا موجودين او اللي بيشتغلوا حاليا في فرانس فوتبول، وقال سالته على محمد صلاح هل ممكن يكون موجود من ضمن افضل ثلاث لعيبه، قال لي ممكن يكون موجود من ضمن افضل خمس لعيبه لكن ثلاث لعيبه ما اعتقدش. وكمان هو قلت له تتوقع مين اللي ممكن يفوز بالجائزه، قال لي انا اتمنى ان هو يكون لاعب فرنسي. يعني ده الكلام اللي كان موجود معايا يوم الجمعه في مداخله هاتفيه مع احدى الصحفيين العاملين حاليا في مجله فرانس فوتبول اللي هي بتشرف او اللي هي بتعطي جائزه البالون دور، وبالتالي مودريتش وكريستيانو رونالدو وانطوان جريزمان اللي عندهم افضليه بالفوز بجائزه البالون دور لافضل لاعب في 2018. وانا بقول لحضراتكم ان اقرب لاعب هو انطوان جريزمان، فاز بكاس العالم مع منتخب بلاده، كمان حقق السوبر الاوروبي وافضل لاعب، حصل على اليوروبا ليج وافضل لاعب في اليوروبا ليج، وبالتالي حقق ارقام. بالنسبه للبالون دور هم شايفين ان انطوان جريزمان. انا بالنسبه لي لو هتسالوني مين هقول لكم كريستيانو رونالدو بالارقام برضو وبالاحصائيات. رونالدو هو يستحق ان يفوز بالبالون دور، راجل بصراحه عمل ارقام قياسيه بيموت نفسه، فاز بالشامبيونز ليج وكان بيأدي بشكل رائع جدا مع اليوفنتوس. يعني هنتكلم نقول ان هي ليها علاقه بالبطولات اكتر. طب ما مودريتش اخذ الدوري الابطال وكان نفس الفريق اللي بيلعب له رونالدو السنه اللي فاتت ومودريتش هو اللي اخذها. فانا بالنسبه لي الحاجات دي كلها لازم تتحدد، التصويت والكلام ده كله كل واحد بيصوت على حسب هو من بلد ايه. يعني مثلا مصر اكيد هنصوت لمحمد صلاح، اكيد فرنسا اكيد هيصوتوا لانطوان جريزمان. فلازم نظام التصويت يتغير، لازم كل بطوله يبقى عليها نقط، يبقى سيستم كده لوحده. جايزه افضل لاعب في الدوري دي بنقط، جايزه الهداف بنقط، يبقى موضوع كده اوتوماتيك ملوش علاقه بالتصويت. التصويت ده بيعمل مشاكل كتيره جدا وبيعمل كمان حساسيه. ده ميسي مثلا في امريكا الجنوبيه، كل امريكا الجنوبيه هتصوت لميسي، والله رونالدو مثلا في البرتغال في اوروبا مثلا، يعني يبقى كله هيصوت لرونالدو. فاحنا الموضوع يعني محتاج ان هو يكون يعني في شفافيه اكبر من كده، ويبقى زي ما بقول لحضراتكم نقط، الدوري العام بنقط، الكاس بنقط، السوبر المحلي بنقط، السوبر الاسباني، السوبر الاوروبي بنقط، بنتكلم على دوري الابطال بنقط، السوبر الاوروبي بنقط، كل حاجه بنقط. لكن ما ينفعش الموضوع يبقى هو تصويت وخلاص، تصويت جمهور، تصويت كابتن الفرق، الصحفيين، المدربين، ما ينفعش. طيب نروح للتشامبيونز ليج سريعا قبل ما الوقت يجري مننا كالعاده، ونروح لنتائج امبارح. وكان في لقاءات اقيمت امس، دي احنا عايزين الاول المباريات، النتائج اللي اتلعبت امبارح. اياكس فاز على ايك 2-0، وسيسكا موسكو خسر من فيكتوريا بيلزن 2-1، وبايرن ميونخ بيفوز على بنفيكا 5-1، اولمبيك ليون بيتعادل مع فريق مانشستر سيتي 2-2، وهوفنهايم بيخسر على ملعبه من شختار دونيتسك 3-2، اما روما بيخسر على ملعبه من ريال مدريد 2-0، وفالنسيا بيخسر من يوفنتوس في تورينو 1-0، واخيرا مانشستر يونايتد ويانج بويز 1-0 لمانشستر يونايتد. دي نتائج امبارح. هنروح للمجموعات ونبدا معاكم من المجموعه الخامسه، ومجموعه بايرن ميونخ اللي هنشرح لحضراتكم ايه اللي حصل في المجموعات علشان نقول مين صعد ومين ما صعدش. بايرن ميونخ بعد فوزه امبارح بيرفع رصيده ل 13 نقطه، يليه فريق اياكس الهولندي.
لكن فريق بايرن ميونخ وفريق اياكس الاثنين ضمنوا صعودهم الى دور ال16، لكن يتبقى الجوله الاخيره لتحديد الاول والثاني رسميا، والاول والثاني بتفرق في دور ال16 في القرعه، ان الاول بيتفادى اوائل المجموعات والثاني بيلاقي اول من اوائل المجموعات. اما فريق بنفيكا رسميا بيروح لليوروبا ليج، واياك اثينا بيخرج من الشامبيونز ليج بدون اي نقاط. نروح للمجموعه التاليه، مجموعه مانشستر سيتي واولمبيك ليون. بعد ما تعادل مانشستر سيتي ب 10 نقاط بيضمن صعوده الى دور ال 16 كاول للمجموعه، لكن بعد فوز شختار دونتسك على هوفنهايم 3-2 بيبقى الفارق ما بين اولمبيك ليون اللي عنده 7 نقاط وشختار دونتسك 5 نقاط، بيبقى لسه شختار عنده امل انه لو فاز المباراه القادمه واولمبيك ليون تعثر انه ممكن يصعد لدور ال 16، لكن هوفنهايم كمان لسه عنده فرصه انه يصعد لليوروبا ليج. لكن لحد دلوقتي لو بنتكلم على الموقف ان مانشستر سيتي واولمبيك ليون هم اللي موجودين في دور ال 16 وشختار هو اللي موجود في اليوروبا ليج وهوفنهايم هو اللي خارج المجموعات، لكن الجوله الاخيره هي اللي هتحسم. نروح للمجموعه قبل الاخيره اللي موجوده معانا من مباريات امس. ريال مدريد 12 نقطه بيصعد رسميا الى دور ال 16، اس روما يعني بنسبه 70% بيصعد بتسع نقاط الى دور ال 16، وفيكتوريا بيلزم 4 نقاط، واخيرا سيسكا موسكو باربع نقاط في المركز الاخير. لكن فيكتوريا بيلزم وسيسكا موسكو الاثنين عندهم فرصه في الصعود الى اليوروبا ليج. مجموعه يوفنتوس ومانشستر يونايتد الاثنين ضمنوا الصعود خلاص الى دور ال 16، يوفنتوس اول مانشستر ثاني، فالنسيا ثالث الى اليوروبا ليج، ويانج بويز خارج دوري الابطال واليوروبا ليج. لكن الجوله الاخيره هي اللي هتحسم يوفنتوس ولا مانشستر يونايتد مين فيهم الاول. نروح للقاءات اليوم اللي هتتلعب، ومنهم لقاء هيتلعب كمان اقل من 10 دقائق، مباراه او مباريات اتلتيكو او في لقاءين بيتلعبوا حالا دلوقتي، هقول لحضراتكم نتائج المباراتين. لكن المباريات اللي هتتلعب الساعه 10 دورتموند وكلوب بروج وتوتنهام وانتر ميلان وبي اس في ايندهوفن وبرشلونه ونابولي وريد ستار بلجراد وباريس سان جيرمان وليفربول وبورتو وشالكا. مباراه اتلتيكو مدريد وموناكو اللي بتتلعب او انتهت بفوز اتلتيكو مدريد 2-0 على موناكو، ولوكوموتيف موسكو بيفوز 2-0 على جلاتا سراي. هنروح لموقف المجموعات، و يعني الكلام ده قبل ما تنتهي جولات اليوم وقبل ما ينتهي مباراه، لكن ممكن هنقول لحضراتكم ان اتلتيكو مدريد بعد ما فاز بمباراه اليوم بقى عنده 15 نقطه بيصعد رسميا الى دور ال 16. بوروسيا دورتموند لسه عنده مباراه مع كلوب بروج، وموناكو خارج الدوري الابطال بنقطه وحيده، لكن بروسيا دورتموند وكلوب بروج انا شايف بروسيا خلاص صعد هو كمان رسميا، لكن عنده فرصه انه لو قدر يفوز النهارده هيحافظ على المركز الثاني كلوب بروج الى اليوروبا ليج. المجموعه الثانيه اللي موجوده معانا برشلونه اول 10 نقاط ده ضمن صعوده خلاص، وانتر ميلان عنده مباراه النهارده مع توتنهام يكفيه التعادل للصعود، وتوتنهام عنده 4 نقاط لو فاز الموضوع هيتقلب تماما، وبي اس في ايندهوفن خارج الشامبيونز ليج واليوروبا ليج. لكن انتر ميلان وتوتنهام مباراه اليوم هتحدد مين فيهم اللي هيكمل الى دور 16 ومين فيهم اللي هيكمل الى اليوروبا ليج. طيب المجموعه اللي قبل الاخيره اللي موجوده معانا من لقاءات اليوم، المجموعه الثالثه ليفربول الاول 6 نقاط، نابولي 6 نقاط، باريس سان جيرمان 5 نقاط، ريد ستار بلجراد 4 نقاط. دي المجموعه الوحيده اللي الاربع فرق عندهم فرصه في الصعود الى دور ال 16. مباراه باريس سان جيرمان وليفربول هتحدد بنسبه كبيره مين هيصعد ومين هيكون موجود او عنده فرصه للصعود بعد كده، او مين ممكن يكون موجود في اليوروبا ليج. المجموعه الاخيره بورتو الاول 10 نقاط، وشالكا الثاني 8 نقاط، وجلاتا سراي 5 نقاط، ولوكوموتيف موسكو نقطه. لوكوموتيف موسكو فاز النهارده على جلاتا سراي، وبالتالي يعني عنده فرصه ممكن يكون موجود في اليوروبا ليج. لكن دلوقتي لو هتكلم على لقاءات اليوم، ان بورتو خلاص هو وشالكا هم الاثنين صعدوا الى دور 16، لكن يتبقى الاول والثاني ترتيبهم من خلال الجولتين النهارده والجوله اللي جايه، ولوكوموتيف موسكو عنده فرصه في المباراه القادمه انه لو فاز وجلاتا سراي تعثر مره اخرى ممكن يكون موجود هو كمان
في اليوروبا ليج. طيب مباراة باريس سان جيرمان وليفربول سريعا قبل ما نختم عشان ما عندناش وقت، هقول لحضراتكم سريعا تشكيل فريق ليفربول اللي تم اعلانه من خلال الموقع الرسمي للتشامبيونز ليج او دوري الابطال. في حراسة المرمى أليسون بيكر، 4 في خط الدفاع، جوميز ناحية اليمين وروبرتسون في ناحية الشمال، 2 في قلبي الدفاع فان دايك ولوفرين، 3 في نص الملعب هندرسون وفينالدوم وميلنر، ثلاثي الهجوم محمد صلاح وفيرمينيو وماني. باريس سان جيرمان بوفون في حراسة المرمى وبيرنت وكمبيبي وسيلفا وكاري، ونص الملعب ماركينيوس وفيراتي، دي ماريا، نيمار، مبابي، كافاني، الثنائي او الثلاثي المرعب موجود في تشكيله باريس سان جيرمان. ان شاء الله كل التوفيق، ونسيبكم عشان تتفرجوا على المباراه، وان شاء الله ربنا يوفق محمد صلاح وفريق ليفربول. بكره ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من الاهلي، لا تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.